طيب نبدا بقى نفرق. انا اول حاجه عندي نفرق البيشنت ده. بص بس كده على التجميعه ديت وبعدين نبدا زي ما انت عايز. بص انا عندي البيشنت ممكن يجي بريزنت باكتر من حاجه. لما يقول لي مفيش بون مفيش يورين خالص تمام، هنا يبقى عندي دلوقتي حاجه اسمها رينال فيلير تمام. طيب والايك اي زي ما احنا لسه هنفسر بعد كده. كبيست انيشال انفستيجشن عندي على طول بيقول لك مفيش بول والكيدن وظيفتها اللي هي تطلع البول تمام. فهعمل اول حاجه اللي هو اليورين اليوريا اليو ان الكرياتين ريشيو تمام. هتاكد ان حاجه الفانكشن الرينال فانكشن سليمه، لان لو مش سليمه عندي الويست برودكت هتزيد تمام. طيب البيشنت جاي يقول لي بقى مشكله في البول، لما البول كان مراغي او البول كان لونه زي الشاي تمام. هعمل ابدا باول حاجه اليورين اناليسيس تمام. طيب التريتمنت طبعا يختلف، بتاعت الاحمر ديت بتاعت البوست ستريبتوكوكال انتي بودي انتي بودي معلش، وبتاعت المراغي ديت بتاعت النفروتيك بيسترويد تمام. طيب البيشنت بقى جاي يقول لي في وجع وحرقان وفي ديسيوريا والكلام ده، خلاص يبقى دي بقى انفكشن تمام، يبقى عليه جاب انتي بيوتيك تمام. طيب والبيشنت لسه انفستيجيشن برده معلش، ايه اليورين اناليسيس يعني المشكله عندي في اليورين، بدل المشكله في اليورين خلاص المشكله عندي في الكليه، هعمل حاجه اسمها الكيدني فانكشن تيست تمام. طيب ولو كان الكرونيك، لو كان كرونيك بيلونفريتس في التريتمنت لازم ابدا باول حاجه الكالتشر، مش هبدا بالتريتمنت وهنفسر هناك ليه تمام. طيب افترض بقى البيشنت كان جاي وشه شاحب ضغطه عالي تعبان على طول عظمه متكسر على طول وبينزف وكل ده خلاص دي كرونيك تمام. طيب اي ثينك اللي هي مش هتبقى موجوده، بس اعرف بس كده الصوره من بره الكبيره تمام. طيب واخيرا هيبقى ايه، في حاجه اسمها الالكترولايت ديستربنس، اي ثينك ده هيبقى في فيديو منفصل لوحده. اقول بس مده كل حاجه، انا عندي الاي اي هنا ده كله عنده هيبقى تلت ساعه ما عدا بس الالكترولايت ديستربنس اللي هي الاخيره ده هتبقى نص ساعه، وبرضه عندي الجلوميرولونفريتس هيبقى نص ساعه. طيب سواء اي كي اي سواء كانت النفروتيك او النفريتيك تلت ساعه، بس قبل البول الاحمر ديت هيبقى في حاجه اسمها جلوميرولونفريتس اي ثينك ده هتبقى بعد الانترودكشن ده على طول، دي هتبقى نص ساعه، وبعدين ندخل في الباقي بقى اللي هو تلت ساعه نفروتيك وتلت ساعه نفريتيك وتلت ساعه اي كي اي واخر حاجه هتبقى البيلونفريتس تمام، وبعدين نص ساعه بتاعت ايه الالكترولايت ديستربنس. بس كده عشان ما نطولش. طيب نبدا دلوقتي حاجه اسمها جلوميرولونفرايتس. الكتاب اللي قدامي ده نسخته قديمه والنسخه الثانيه شكلها عامله كده، فاحسن ايه النسخه الجديده شكلها عامله كده، فاحسن خلينا مع النسخه دي تمام. ولو في زيادات هبقى اروح هناك. اول حاجه انا عندي الجلوميرولونفرايتس ده دي انفلاميشن، وهيحصل فين؟ في الجلوميرولس تمام. طيب عاده الانفلاميشن ده هعالجه بحاجه ايه؟ بيكون هو اميون بوزيشن، وهعالجه عشان كده لهعالجه بحاجه تعمل سبريشن للاميونيتي تمام؟ طيب فببدا باول حاجه بالسترويد. طيب بعد كده قاعد يقول لك الاسباب، لا اما تكون برايمري لا اما تكون سكندري، وبعدين قال لك الباثوجينيسيز. انا عايز بس ادخل على طول على ايه؟ على نبدا الكلاسيفيكيشن بتاع مينيمال وبعدين فوكال سيجمنتال وبعدين ممبرينوس تمام؟ طيب انا عندي بقى دلوقتي في المينيمال تشينج ايه اللي بيحصل؟ بص هنروح للصوره ديت. انا عندي المينيمال تشينج هي اساسا من اسمها دي مينيمال تشينج، يعني التشينجز هتكون فيري سيفير مينيمال مينيمال اللي هيحصل بس ان اللي هو الفود بروسيس ديت هيحصل لها فيوجن تمام. يقولوا عليها فيوجن، يقولوا عليها افيزمنت تمام. هي يعني نفس الفكره ان الفود بروسيس ديت هيحصل فيها فيوجن تمام. البيشنت ممكن يبريزنت بالبيومن بس هو اللي هيحصل ايه، هيحصل له لوس في اليورين تمام. لو رحنا عندنا الكتاب ده اهو المينيمال سموستلي ديزيز اوف تشيلدرن، انا عايز فين تمام، فين مش مكتوبه هنا، بس هي ديت معناها اللي هو ديزيز اوف تشيلدرن اللي هو 80% هيكون جاي لي بمينيمال تشينج ديزيز، يعني لما الطفل يكون نورمال وما عندوش اي حاجه وما عندوش دايابيتس ولا عنده هايبرتنشن ولا واتس ايفر، وجاي لي بالبرزنتيشن بتاع النفروتك سندروم، يعني جاي لي بالباف اي والديما بتاع الجوار نيمب والكلام ده، 80% بيكون مينيمال تشينج ديزيز، وهيستجيب هنا الريسبونس للستيرويد بيكون كويس قوي تمام. طيب وكل اللي بيحصل عندي هنا حاجه اسمها الفود بروسس بيحصل لها تشبك مع بعضها تمام. طيب وريتك الصوره بتاعتها. ننزل بعد كده بقى حاجه اسمها ايه؟ الممبرينوس جلوميرولونفرايتس تمام؟ بيقول لك ده ون اوف ذا كومونست، وانا عايز كلمه ثانيه فين؟ لا مش مكتوبه هنا تمام. انا عايز اقول لك بس قبل ما ناخد الممبرينوس جلوميرولونفرايتس ده اللي هي الكلمه دي، شايف كلمه ايديو بس ده هي اللي انا عايزها، اللي هو ايه؟ ان البيشنت عندي هيكون جاي لي ما عندوش هايبرتنشن، مش هيكون عنده هيباتيتس سي، مش هيكون عنده هيباتيتس بي، مش هيكون عنده او عندها لوبس تمام؟ وليه عنده مانيفستيشن بتاعت النفروتك سندروم؟ يعني ليه عنده اللي هو الباخي اي والاديما وكل الكلام ده والالبيومينوريا والكلام ده كله؟ تمام. هو عشان كده قال لك ايديوباسيك تمام؟ يعني البيشنت هيكون كل حاجه طبيعيه
وادلت خلاص يبقى ده امبرونس جلوميرولونر فايتس تمام. البيشنت ده كل حاجه طبيعيه وتشيلدرن خلاص يو تشايلد يبقى ده ايه مينيمال جينج ديزيز تمام. طيب عشان كده قال لك ايديوباثيك هي الموست كومن مع الميمبرونس جلوميرولونر فايتس تمام. طيب نكمل بقى اللي بحصل ونروح للصوره ده هي. هنا بص لحظه كده طيب تاني سبب عندي بعد اللي هو الميمبرانس جلوميرولونفرايتس حاجه اسمها سكندري 2 وكاتب لك شويه امراض كده. شايف الديزيز دي كلها بيبقى معايا حاجه اسمها البادي ريسبونس بيكون زايد، يعني مش الديزيز نفسه هو اللي هيعمل لي المشكله في الكيدني، لا ده هو الديزيز هيكون لي انتي بودي، يعني الجسم هيستجيب للديزيز اللي هو يكون انتي بودي، والانتي بودي ديت هي اللي تروح تعمل مانيفستيشن تمام. لو كنت شفت الفيديو مثلا اندرو هناك برده كده ايه السيفلس هيعمل لي الليجن بتاعته ب اللي هو البادي مانيفستيشن اللي هو ايه البادي ريسبونس بتاعته اللي هو ايه الانتي بودي والكلام ده كله تمام. طيب وبرده في النمونيا برده اللي هو الكليبسيلا هيبقى الكسترا بالميمري مانيفستيشن عشان البادي ريسبونس تمام. طيب وهنا برده عشان البادي ريسبونس عشان كده قلت لك في الاول ده انفلاماتوري ديزيز عشان كده هبدا بالستيرويد حاجه تقلل المناعه دي تمام. طيب فعشان كده شايف لو كانت اتش هيباتيتس بي او سيفلس هي مكتوبه هنا اهو او الملاريا تمام كل الحاجات دي معايا انتي بودي طالع تمام. الانتي بودي ما راحش للاورجانيزم لا ده قام رايح تحس كده الاورجانيزم قال لي لا ده مش المشكله روح هناك عندك عندك مثلا النمونيا روح اعمل لي هناك عندك الار بي سيز عندك الكيدني. طيب قام راح للكيدني هناك نشوف الصوره دي بقى كده فين اهو الصوره دي بقى هنا ايه اللي حصل اهو الانتي بودي ماشيه في البلد تمام. اما الانتي بودي ده ماشيه في البلد قامت راحه في الكابيلري اللي هو الجلوميرولاي تمام. طيب وده اليون بتاعها اهو هتعمل ايه؟ بيقول لك اول ما تعمل كده شايف الاصفر ده اهو ده الانديوثيليوم اللي محوط ايه؟ الكابيلري تمام؟ طيب وده البيزمنت امبرين وده بقى ايه؟ اللي بيسيليال سيل وطلع منها حاجه اسمها الفود بروسيس. كنا في المينيمال تشينج هناك قلنا حصل افيزمنت وحصل فيوجن للفود بروسيس دي. طيب هنا بقى عندي هيحصل حاجه اسمها ان الاميون ده اهو عايز يروح ينزل تحت اللي هو الابيسيليال سيل دي حاجه اسمها سب ابيسيليال هيعمل ايه؟ اول حاجه هيخترق اول حاجه لاير تقابله اللي هو الاندوثيليوم تمام اللي هي الصفر ده اهي اهو شوف هنا فيحصل ديسربشن للاندوثيليوم يبقى دي اول ميكانيزم هيحصل بها اللي هو الهيماتوريا ويحصل بها الالبيونوميا الالبيوم هينزل في اليورين تمام. طيب فاول حاجه عندي الاندوثيليوم هيحصل له ديسربشن بعد كده هيوصل للبيزمنت امبرين لحد ما يبقى موجود تحت شايف اللي هو الابيسيليال ديت لما تطلع كده تمام. اما تطلع كده اما يحصل لها تطلع كده فوق يستجيب الحاجات ديت هو يحصل لها بروليفريشن تمام فيتكون حاجه اسمها هام تمام. طيب يبقى انا عندي دلوقتي كده اللي حصل لو نروح هنا اهو بقى للصوره دهيت فين لو الصوره دي ايه اللي حصل بقى؟ سيب لما الشكل اللي هناك بقى المزعج ده، يبقى ده اللي حصل كل عندي هنا حاجه اسمها سب ابيسيليال ديبوزيشن، يبقى الابيسيليم ده اتكون تحته حاجه اسمها انتجن انتي بودي كومبلكس تمام؟ طيب والانتجن انتي بودي كومبلكس ده شفت وهو طالع من اليومن عدى عندي اللير بتاعه اللي هو الاندوثيليوم وعدى البيزمنت امبرين وعدى عند اخر حاجه ايه؟ اللي هو راح عمل ديبوزيشن فين؟ استقر في اخر حته ايه؟ سب ابيسيليم تمام؟ طيب بص هوريك حاجه شايف المينيمال تشينج البيزمنت امبرين عامل ازاي شايف هناك البيزمنت امبرين عامل ازاي اهو الاميون سيل ديت لما تروح تعمل ديبوزيشن بيحصل سيكننج للبيزمنت امبرين كريسبونس ليها تمام. طيب دلوقتي يبقى انا عندي هنا في المينيمال تشينج كل اللي حصل افيزمنت لكن كل حاجه طبيعيه هنا اللي حصل عندي في الميمبرنس اللي هو ميمبرنس جلوميرولونفرايتس بيقول لك ميمبرنس يعني المشكله بس في البيزمنت امبرين اللي هو جاي اميون انتجين انتي بودي كومبلكس وعمل ديبوزيشن سب ابيسيليا تمام. طيب لو احنا شفنا فاكرين الصوره اللي فاتت كنا هنلاقي بقوا عاملين هامب كده او الهامب ده بيقول لك عليها سبايك بس كده في الاكترو مايكروسكوب تمام. طيب نروح بقى كده لكتابنا هنا. طيب قبل ما اسيب الصوره دي بس هل قلت لك هنا اي سيرت كومبلمنت؟ لا يبقى ديت نورمال كومبلمنت السيرم كومبلمنت نورمال تمام. طيب فين هنا اهو يبقى انا عندي قلت لك اهو يبقى في ال ام هيبقى في سيكننج جلوميري بريزمنت برين وزود بروفيشن اوف ذا ميزانجيوم تمام. الميزانجيوم اللي هو الحته ده هي ده الحته الزرقاء دي ما حصلش اي بروفريشن شايف هنا بقى شوف البروفريشن هيبقى عامل ازاي في اللي بعد كده. طيب تمام نكمل بيقول لك بقى الايتيولوجي ايديوباثيك زي ما احنا قلنا او سكندري الحاجات ديت اللي هتطلع لي اميون ريسبونس تمام. طيب بيقول لك الكلينيكال بيكتشر هتكون نفروتك او اسيمتوماتيك او كرونيك رينال فيلير تمام. البروجنوسيس بتاعه بيقول لك السيرد هيتحول لكرونيك رينال فيلير او سيرد ريسبونس اميون سبريسيف او سيرد شو سبونتينيس خدت بالك اميون سبريسيف عشان كل حاجه عندي هنا بتبقى اميونتي تمام. طيب واللي احنا قلناها اللي هو الاميونو ديبوزيشن ديت بيعمل لي حاجه اسمها سبايك هي هيها بتبقى هامب سبايك وات ايفر يعني تمام. وعندي الاكسبانشن بتاع البيزمنت برين في المينيمال تشينج ما كانش في اي كلام ده. طيب
ننزل اللي بعدها اللي هي حاجه اسمها بقى فوكال سيجمنتال جلوميرولونفرايتس. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ بص شايف الصور دي كده، اما يقول لك فوكال لوحدها معناها كل الجلوميرول انفولفد، تمام؟ دي جلوميرولس ودي جلوميرولس ودي كده، تمام؟ طيب ديفيوز يبقى كله كده، فوكال يعني واخد جزء بس واحد اثنين من الجلوميرولات، تمام؟ ديفيوز يبقى كله، تمام؟ لكن حاجه اسمها الفوكال سيجمنتال هيبقى واخد كده جزء من الجلوميرولات، هيبقى واخد جلوميرول بس معينه وكمان سيجمنت منها، تمام؟ يعني هنا الفرق بس عشان نوضح بس الفرق بين الصورتين دول بدل الصوره موجوده، الديفيوز والفوكال. شوف هنا الديفيوز واخد كل الجلوميرولاي، تمام؟ الديفيوز واخد كل الجلوميرولاي، لكن في الفوكال بيكون واخد بس جزء وجزء. الفرق بين ده وده هنا بيبقى حاجه اسمها سيجمنتال. طيب ايه اللي هيعمل لي الكلام ده بقى؟ نروح كده للتكست عندنا اهو. اول حاجه شوف هنا برضه هنا كاتب لك ايه؟ كاتب لك ايديوباسيك، تمام؟ بس ممكن يبقى اسوشيتد مع الاتش اي في مع الهيروين يوز مع المورويد اوبيزيتي، تمام؟ نعرف دي الاتش والاتش، تمام؟ والاوبيزيتي. طيب عايز اقول لك بقى هنا ايه اللي بيحصل؟ انت عارف بيقول لك هنا حاجه اسمها جلوميريولو سكليروز، تمام؟ لو رحنا للصوره دهيت فين؟ بصين كده هنا شايف الصوره ديت اهو، بيقول لك شايف الحته الحمراء ديت بيقول لك بيحصل سكليروزس. يعني ايه؟ يعني بيحصل عندي حاجه اسمها ان اليومن بتاع الجلوميريولس او التيبيول عموما بيتقفل، تمام؟ طيب اما يتقفل ده يبقى بدل ما كان ماشي فيه عندنا، بدل ما كان ماشي عندي بلد كده في الجلوميرولس ده واليون بتاعه، لا ده هيبدا يضيق، تمام؟ لما يضيق ده كده معناه ان انا بزود حاجه اسمها ايه؟ الهيدروستاتيك بريشر. الهيدروستاتيك بريشر ده هو اللي يعمل لي المانيفستيشن بتاعت البروتينوريا بتاع لو ايفن يعني لو ممكن حصل هيماتوريا، تمام؟ طيب نروح كده للكتاب بتاعنا. طيب يبقى انا عندي دلوقتي بيقول لك هيحصل سكليروزس وفوكال سيجمنتال، يعني مش كل الجلوميرولس اتاثر، وكمان مش كل الجلوميرولس حته بس منها اللي هيحصل لها، وريتك الصوره جزء منها بس هو اللي كان احمر، تمام؟ التاني سليم اهو. ده بيحصل ايه؟ بيقول لك اليومن هيضيق، يعني بيحصل فيه سكليروزس، تمام؟ طيب وده يرفع لي حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر. طيب يعمل لي ايه؟ يعمل لي اللي هو البروتونيريا والكلام ده. هل قلت لك هنا اي سيره لل اسمها ايه ديت للكومبلمنت ولا كده؟ لا، يبقى انا عندي هنا حاجه اسمها ايه؟ نورمال كومبلمنت برضه، تمام؟ طيب اهو بيقول لك ال ال ام اسكلوريز سام جلوميرولاي، تمام؟ سيجمنتال وستيبل اتروفي. اهو تيبل اتروفي ده انا بقول لك اما كل ما بعمل سكلوريزس اليومن بيضيق بيقل البلاد سبلاي، وبرده عندي في حاجه اسمها البريشر في الجلوميرولاس بيزيد، تمام؟ طيب كو اكزيستنج بقى قد يكون البرزنتيشن قد يكون نفروتيك مع نفروتيك، تمام؟ طيب الريسبونس للستيرويد ماتش ليس ذان مينيمال تشينج. بص هو الترتيب بتاع الحاجات ديت من حيث سيفيرتي، انا عندي اول حاجه المينيمال تشينج، تحتها يعني اقول لك حاجه، انا البيشن بتاع المينيمال تشينج ده تركت شاير، تمام؟ وهيرسبوند للستيرويد، تمام؟ طيب اللي بعده على طول البيشنت اللي بعده على طول اللي اسوأ منه على طول حاجه اسمها فوكال سيجمنتال جلوميرولونفرايتس، تمام؟ لسه ما فيش هنا اميون حصل ديبوزيشن ولا حصل سيكينج ولا الكلام ده، تمام؟ طيب فايه اللي بيحصل عندي هنا؟ اما تعطوا لي ستيرويد الى حد ما بيكون ليس ذان المينيمال تشينج، يبقى انا عندي دلوقتي لو عطيت ستيرويد واستجاب خلاص ده مينيمال تشينج، لو ما استجابش الى حد ما ده فوكال سيجمنتال جلوميرولونفرايتس، تمام؟ طيب نتكلم بعد كده على ايه بقى؟ طيب انا اللي بعد الديزيل اللي بعد كده حاجه اسمها اي جي اي نفروباسي، تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى في ده؟ هنا يحصل حاجه اسمها ميزانجيال بروفريشن. شايف الميزانجيوم ده هو الحته اللي بين الكابيلير وبعضها، يعني الميزانجيوم ده حاجه اسمها هولد ذا كابيلير توجيذر، تمام؟ طيب اما حاجه شايل الكابيلير مع بعضها، وانا عندي حاجه اسمها دلوقتي يحصل اي جي اي ديبوزيشن، تمام؟ لما يحصل ديبوزيشن بتوين الحاجتين دول، الحاجه اللي ماسكه الكابيلير ديت، يبقى اول مانيفيستيشن عندي هيبقى في حاجه اسمها ديسربشن للكابيلير، يبقى اول حاجه مانيفيستيشن الناس بتقول هيماتوريا، تمام؟ طيب الاي جي اي بقى ده بيقول لك فولو الريسبيريتوري تراكت انفكشن او الانتستينال انفكشن. ليه الكلام ده؟ بص انا عندي الميكوزا، تمام؟ عشان تحمي نفسها في حاجه اسمها اميونوجلوبولين اي، ده هو اللي عامل لايننج كده للميكوزا، موجود كده خط يدفعه كده في الميكوزا بيدافع عليها، تمام؟ يبقى لو حصل عندي انفكشن سواء كانت ريسبيريتوري سواء كانت انتستينال بدل انفولفينج ميكوزا، يبقى عندي حاجه اسمها انكريز في الاي جي اي، تمام؟ طيب اهو هنا برضو انا قلت لك الجلوميرولونفرايتس ده عموما حاجه اسمها انفلاماتوري، تمام؟ يبقى هنا برضو برسيدد باي انفلاماتوري اللي هو سواء كانت ريسبيريتوري او انتستينال، تمام؟ وهيبقى معايا حاجه اسمها اي جي اي، اي جي اي ده هيروح يعمل ديبوزيشن فين؟ في الميزانجيوم، تمام؟ عشان كده عندي حاجه اسمها هنا ميزانجيال بروفريشن، تمام؟ طيب نرجع للكتاب بتاعنا اهو، هتلاقي بيقول لك الاي جي اي نفروباسي موست كومون برايمري جلوميرولوباسي اند ادلت، تمام؟
نكمل بعد كده، هبقى اقول حته عليها بس مش دلوقتي. بيقول لك اتس فوكال سيجمنتال بروليفيريف، انا عايز فين 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 اهو ميزنجيال اي جي اي ديبوزيشن، وفي فين هو مش كاتب بروليفيريشن بس كاتبها هنا اهو ميزنجيال بروليفيريف، يعني عندي هنا البروليفيريشن في الميزنجيال مالوش دعوه بالميزمنت برين والكلام ده. البيزمنت برين لسه هنقول عليه دلوقتي اللي او احنا قلناها عموما تمام. طيب بيقول لك اهو فهم occurring 1 to 3 days after upper respiratory or intestinal infection. قلنا ليه ولازم يكون معاه حاجه اسمها هيماتوري سواء كانت جروس او مايكروسكوبي تمام. طيب ايه تاني؟ الديفرنشال دايجنوز بقى عند يا اما يكون البوست ستريبتو جلوميرولونفرايتس او الهونشلاين بربرا تمام. هنا برضو هيها بس هنا يكون معاها سكن مانيفيستيشن تمام، الجوب باسترا سندروم تمام، دي لازم يكون معاها اللنج والكيدني يعني بيكح دم وكمان هيماتوريا تمام. اوريك كده صوره عشان تفتكرها، شايف الصوره دي كده، هنا اللنج بتاعته فيها دم والكيدني فيها دم، يبقى معاها هيموفتومسيس ومعاها هيماتوريا تمام. طيب نكمل بعد كده، يبقى احنا قلنا الوقت بتاع البوست باسترال سندروم ولسه هنتكلم عليها كمان شويه. طيب بيقول لك كبروجنوزيس للاي جي اي ده بيقول لك جود ان ذوس نورمال بلاد بريشر والابسنس اوف بروتينوريا تمام، والحته دي بيقول لك كل ما جه بدري يبقى احسن تمام، اهو ريكرنت ميكروسكوبيك كيماتوريا از ا جود بروجنوستيك ساين لان البيشنت هيجي بدري تمام. التريتمنت هنا لو كان جايب نيفروتك بستيرويد، بس على فكره على فكره هنا البيشنت بيجي بهيماتوريا بتاع النيفروتك ما بيجيش بهيماتوريا تمام، لو لو النيفروتك جاب هيماتوريا دي تيبيكال مانيفستيشن تمام. بيقول لك بقى بنعالجه بايس، بنعالجه بالفيش اويل تمام او بتنسلوكتومي لان هناك المشكله قلت لك كانت ابر ريسبيرتوري تراكت وطلعت اي جي اي تمام، هنعالج المشكله يعني عموما. طيب طيب هو كاتب لي الايس وكاتب لي الفيش اويل والكلام ده، بص كل الكلام ده عايز يتحكم بس في البريزر ما يعلاش، ما يعملش الهيماتوريا يكترها لي، لان قلت لك هنا عندي المين برزنتيشن اللي هو الاي جي اي راح الديبوزيشن فين؟ في الميزانجيوم اللي هي المنطقه اللي بتشيل ماسكه الكابيلر من بعضها تمام، فانا مش عايز يحصل البريزر يزيد يعمل الهيماتوريا تمام. طيب عشان كده برضه اهو بص لو رجعنا هنا اهو فين؟ في بتاع برضه الفوكال سيجمنتال، فين الفوكال سيجمنتال؟ فين الفوكال سيجمنتال؟ الفوكال سيجمنتال كان بيقول لك في حاجه اسمها ايه؟ ريفراكتوري هايبرتنشن، مش مكتوبه تمام؟ يعني هنا برضو انا قلت لك عندي في الفوكال سيجمنتال عندي بيكون المشكله اليومن لما يضيق ده بيعمل لي هايبرتنشن في اليومن، فانا برضو مش عايز اكتر هايبرتنشن، فهي هي برضو هنا برضو واخد بالك؟ هنا برضو عشان ما يحصلش الهيماتوريا تزيد والكلام ده فبدي حاجه اسمها ايس انهبيتور تمام؟ طيب والتنسلوكتومي ديت عشان يشيل الاي جي اي اللي عمل لي اساسا المشكله من البدايه. تمام. طيب ننزل بعد كده على حاجه اسمها بقى ميمبرونوبروفيتيف جلوميرولونفرايت تمام. طيب انا عندي بقى دلوقتي في حاجه اسمها اللي هو ميمبرونوبروفيتيف جلوميرولونفرايتس، وقلت لك ميمبرون معناها البيزمنت تمبرين تمام، بروفيتيف معناها عندي حاجه اسمها الميزانشيم تمام، يبقى انا عندي البيزمنت تمبرين هنا هيبقى سيكن وكمان معاه الميزانشيم هيبقى كمان يحصل له بروفيشن تمام. طيب هنا ايه اللي هيحصل بقى؟ بص انا عندي هنا المشكله اللي في عندي انتيجين وانتي بودي كومبليكس تمام، ايا كان السبب لسه هنقولها دلوقتي تمام. الانتيجين اند بودي كومبليكس ده هيعمل كمان اكتيفيشن للكومبلي تمام، يبقى عندي دلوقتي ثلاث حاجات يعملوا دمج رهيب عندي هناك في الكيدني تمام. طيب هيروح يعملوا ديبوزيشن فين؟ وهم لو تريبلس طالعين في اليومن هنا اول لير هنا اهو، يا اما يعملوا الثلاثه يعملوا ديبوزيشن عند الاندوثيليوم من اهو او ورا الاندوثيليوم من اهو تمام. فاول نوع قال لك ده هيبقى حاجه اسمها سب اندوثيليوم حوالين الاندوثيليوم من اهو تمام. طيب وثاني نوع حاجه اسمها انتر ميمبرانس. يعني ايه انتر ميمبرانس؟ بص هوريك الصوره، شايف الاسود اهو، شايف الاسود اهو، ده حاجه اسمها الكترون دنس ديبوزيشن تمام. طيب اهو عملوا ديبوزيشن هنا بقت حاجه اسمها انتر ميمبرانس، سموها لي برضه ساعات بيسموها ترام تراك ابيرانس تمام. طيب وانا قلت لك هنا عندي حاجه اسمها بقى الكومبلمنت هنا انفولفد، فهيبقى هنا ديت معاها حاجه اسمها لو كومبلمنت تمام. طيب يعني الكومبلمنت ساب البلد وراح هنا عمل ديبوزيشن هنا تمام. طيب يبقى انا عندي هنا المشكله يا اما تكون تايب 1 وتايب 2، تايب 2 هيبقى الديبوزيشن هنا يعمل حاجه اسمها دنس الكترون دنس ديبوزيشن تمام. طيب لكن الثانية طيب 1 هتبقى سب اندوثيليوم تمام؟ طيب وكل المشكلة عندي الجسم عمل طلع انتي بودي لاورجانيزم معين سواء كانت عندي مكتوب هنا في التايب 1 حاجة اسمها الاس ال اي او كرايوجلوبينيميا تمام؟ او اتش بي او سي تمام؟ بس انا عايز اقول لك بس الاس ال اي الاس ال اي كان مكتوب برضه ريزون فيم، كان مكتوب من احد الاسباب اللي بتعمل ميمبرنس والميرونفرايتس، وغالبا البيشنت بتاع الاس ال اي بيجي باللي هو ده تمام. لو احنا شفنا كده الصوره بتاعت الاس ال اي بيكون بريزنتد ازاي، شايف اهو ده الاس ال اي اللوبس اهو تمام. بص كده على الكيدني بيقول لك
شوف بيكون الديبوزيشن بيكون عامل ازاي، بيكون صب بسيليا تمام اهو. طيب غالبا يا اما ده يا اما ده، بس عندي الموست كومن كونتيجوريتي بيكون صب بسيليا تمام. طيب نرجع تاني لكتابنا فين هنا. يبقى انا عندي هنا الميمبرن اوبيرتيف عندي حاجتين، الميمبرن هيبقى سك تمام، وعندي ديبوزيشن للانتي بودي كومبلكس هيكون كمان معاه كومبلمنت، ودول اللي هيعملوا دامج ويعملوا لو كان في بروتينوريا او هيماتوريا تمام. طيب الطيب 1 بيكون معاه الاي اتش بي سي الاتش بي في والسي والاس ال اي تمام. طيب عندي طيب 2 بقى هيبقى عامل ازاي اهو. طيب 2 ورينا الصوره انتر ميمبرنس دنس ديبوزيت ديزيز تمام، وبيكون معاه طيب 2 دي بس حاجه معاها كده، بيكون معاه ريديوس سي 3 اند بريسنس اوف سي نيفريتيك فاكتور. ايه الكلام ده؟ بص انا عندي حاجه اسمها سي 3 وده نوع من انواع الكومبلمنت عندي تمام. طيب اما يحصل له اكتيفيشن بحاجه اسمها سي 3 كونفرتيز انزيم بتحول سي 3 اي وسي 3 بي، خلاص كده بقى في كومبلمنت اكتيفيشن ويحصل ديستركشن وكده تمام. طيب عاده انا لما يبقى عندي كومبلمنت عايز اعمل له اكتيفيشن لمده صغيره عشان ما يحصلش الاوفر دامج والكلام ده تمام. لكن انا هنا عندي الانتي بودي اللي طلعت ديت بتعمل لي استابلايزيشن للسي 3 كونفرتيز ده اهو تمام، بقى عندي انتي بودي بتعمل لي استابلايزيشن ليها للسي 3 ده، فبقى عندي على طول قاعد يطلع سي 3 اي وسي 3 بي تمام. فعشان كده بيقول لك اهو اتس كاركترايزد باي ريديوز سيروم اوف سي 3 اند بريسنس اوف سي 3 نيفريتيك فاكتور اللي هو سي 3 كونفرتيز انزيم يعني تمام. طيب بيقول لك اسوشيتد ويز بارشال ليبي لايبو ديستروفي اند كاندينيس، دي اللي هي ايه بقى؟ دي اللي هي لوس اوف سبكوتينيس فات في الفيس والابر ترانك تمام. بصراحه ما اعرفش ليه بس بيقول لك اسوشيتد يعني بيكون البيشنت بيكون بريزنتد معاه. طيب لما يكون مانيفيست از نيفروتيك او هيماتوري تمام. طيب البروجنوز هنا وحش، انا قلت لك عندي انتي بودي وانتيجين كومبلكس وكمان معاه كومبلمنت، البروجنوز بور بروجريسنج تو اند ستيج رينال فيلير تمام. وافتكر عشان خاطر بس هنا الاجابه كانت ايه اتش بي او السي او الاس ال اي، وكان الاس ال اي كانت كمان معاه الميمبرنس تمام. طيب ذا ديزيز از جزء ستيرويد ريزيستنس تمام، قلت لك ده كل الجمهور النفرتس عندي حاجه اسمها انفلاماتوري فغالبا او اميون يعني فغالبا هعالجها بالستيرويد تمام. طيب ده بريشر كنترول از مانداتوري تو ديكريز ذا ريت اوف بروجريشن. طيب نتكلم بعد كده على حاجه اسمها بقى ريبيدلي بروجريسيف جلوميرو نفرايتس، ده مش ديزيز على فكره، ده مش ديزيز، ده الخلاصه بتاعه كل اللي فات ده، يعني ممكن كل اللي فات ده يؤدي الى ريبيدلي بروجريسيف جلوميرو نفرايتس، بس غالبا في ديزيز اول ما بتبرزنت على طول بكده، اللي هم مين؟ اللي هم الجود باستر سندروم تمام، والكلام ده الثاني اللي هو الويجنر جرانيولوماتوزيس تمام. طيب انا عندي هنا ايه بقى؟ بص هو يا اما يوصف الديزيز كفانكشن هتقل فوصفها رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونفرايتس، لا اما يوصفها بالهيستولوجي اللي هو شايفه. فاما اروح احط كده الاستاذ تحت الهيستولوجي لا حاجه اسمها كريسنت شيبد ماسس اوف سيل، اللي هو ايه؟ اللي هو انا عندي بيحصل انفلاميشن، وعند انفلاميشن ده سيفير قوي ده هيطلع حاجه اسمها فايبرين تمام. طيب المكتوب هنا اي ثينك، لا مش مكتوب بس هي موجوده في النسخه بتاعه الكتاب الجديد، اللي هو انا عندي بيبقى اللص بتاع في سيفير لص للكلام ده للفانكشن بتاعه الكيدني والجلوميرولي بس بيحصل له رابشر وكده، فبيبقى عندي حاجه اسمها فايبرين بتكون لي حاجه اسمها كريسنت تمام. طيب ايه تاني؟ انا عندي دلوقتي الفانكشن بيكون ديتيريوريشن تمام. فالقصه هتبقى عامله ازاي؟ هنا البيشنت هيكون جاي، ده غالبا بيكون نيفريتيك سندروم بيكون جاي وبلاقي بيحصل ديفولوب للرابيد رينال فيلير تمام، فاخد منه بايوبسي مثلا هلاقي في البايوبسي مثلا عندي حاجه اسمها كريسنت تمام، فهعمل حاجه اسمها اميون فلوريسنس تمام. ليه بقى؟ يعني القصه اول حاجه البيشنت جاي لي برابيد رينال فيلير ورابيد بروجريسيف تمام. طيب هعمل حاجه اسمها اخد بايوبسي الاقي حاجه اسمها كريسنت، اشوف لها صوره ولا كده شايف الصوره ده، هي دي كريسنت فورميشن، واخد بالك عامله زي شكل الكريسنت ازاي؟ بقى كل حاجه عامله ازاي؟ بقى في ده بتكون عموما من الفايبرين اللي هو خلاص الجلوميرولس ماتت وكل الكلام ده تمام. طيب يبقى انا دلوقتي خدت بايوبسي حطيتها كده لقيت كريسنت، هعمل حاجه اسمها اميون فلوريسنس تمام. الاميون فلوريسنس دي بقى تعمل لي ايه؟ عشان توضح لي شكل انه نوع من الانواع اللي اما جود باستر يا اما ويجنر جيرماتوزيس يا اما الكلام ده. يعني ايه؟ يعني الاميون فلوريسنس ديت هيوريني هل في اميون جلوبولين ديبوزيشن ولا لا تمام. وعلى شكل الاميون فلوريسنس اللي هيطلع ده خلاص كل شكل كل ديزيز وليه شكل معين على اميون فلوريسنس تمام. طيب هنشوف اول حاجه عندي ايتولوجي اللي هو الجود باستر سندروم تمام، ونروح عندي هنا الجود باستر سندروم فين؟ اهي هقول لك اوريك الصوره وبعدين نيجي نشوف الديزيز تاني.
طيب بص، دي الصوره بتاعت مين؟ بتاعت حاجه اسمها انتي بيزمنت تمبرين انتي بودي. يعني انا دلوقتي انتي بودي راحه ضد البيزمنت تمبرين، راحه اجينست تو بيزمنت تمبرين بتاعت الفيولاي اللي هو موجود في اللنج، اللي هي موجوده في اللنج، والبيزمنت تمبرين بتاع اللي هو الجلوميرولس موجود في الكلى. تمام. او الانتي بودي دي شوف اما تروح تعمل ديبوزيشن كده هتعمل لي حاجه اسمها لينير شيب كده. تمام. فراحه اجينست الجلوميرولس ممبرين ده. تمام. وهنا قلت لك ده ساعات بتبقى بريزنت مع رابيد بروجريسيف جلوميرولونفرايتس، جاي بحاله رابيد رينال فيلير. تمام. طيب ودي الاميونوفلوس بتاعتها بصراحه ما اعرفش، فما اعرفش اتكلم فيها فهسيبها. تمام. شوف عندك بيقول لك ده في الايرلي ستيج بتاع الجلومير انجري يكون عندي الديبوزيشن بتاع الميونوجلوبين. شوف في الليت ستيج ايه اللي بيحصل، بلاقي عندي كريسنت وده على طول ساعات ممكن البيشنت يكون جاي لي بيها. تمام. والاقي عندي بقى بيقول لك القلب من طالع خلاص. تمام. والسيكننج وكل ده. تمام. طيب نرجع تاني للكتاب عندنا. يبقى انا عندي جول باشر سندروم ديت الانتي بودي راح لحاجتين، تو بيزنت مبرين سواء كان في الاي في سواء كان في الجلوميرولاس. تمام. اهو والبيوبسي حاجه ده حاجه اسمها لينير اميونوجلوبولين جي ديبوزيشن الونج بيزنت مبرين. يعني ايه لينير؟ انا وريتك لسه الخط اللي كان معمول حوالين البيزنت مبرين ده. تمام. اهو ده اتعمل لينير كده، شوف اهو. تمام. بيقول لك اكستنسيف كريسنت فورميشن، وشفنا الصوره دهيت واللي قلنا الكريسن ده بيكون ايه؟ ما هو الا عند فايبرين وماكروفاج واتجمعوا. تمام؟ طيب. والكريسن ده برضه بتعمل بروليفريشن. تمام؟ طيب. البيشنت كلينيكال بيكشر اكسكلوزي رينال اند بالمونري. تمام؟ اللنج والكيدني. تمام؟ هيماتوريا اكيوت نيفريتيك سندروم. نيفريتيك سندروم قلت لك معظم الرابيد بروجريسيف جلوميرولونفرايتس بتكون نيفريتيك سندروم وجايه رابيد بروجريسيف. تمام؟ الكورس بتاعها سريع قوي. تمام؟ ومعاها هومتمسيس هيماتوريا وهومتمسيس لنج وكيدني. تمام؟ والتريتمنت الانتي بودي ده اشيلها بلازما فيرسز او استرويد وسيتوكس دراج. هي على فكره احنا بنبدا اول حاجه بلازما فيرسز، ما استجابش استرويد، ما استجابش سيتوكس دراج، يعني هي ستيج كده. تمام. طيب اخيرا بقى عندي حاجه اسمها البوست انفكشوس جلوميرولونفرايتس. معناها بوست انفكشوس هنا بقى انا عارف السبب اللي هو بكتيريا. تمام. عشان كده في السيرولوجي، اللي هو في الانفستيجيشن هلاقي مكتوب عندي حاجه اسمها ديبستي انيشيال انفستيجيشن، اللي هو عامل حاجه اسمها انتي ستريبتوليسين او هيبقى هاي وسي 3 هيبقى لو. هنفصل الكلام ده. انا عندي دلوقتي بكتيريا دخلت سواء عن طريق الفارينكس او عن طريق السكن. تمام. طيب البكتيريا دي طلعت لها انتيجين. تمام. اما دلوقتي الانتيجين انتي بودي كومبلكس ده هيعمل اكتيفيشن، هيجي معاهم الكومبلمنت كمان هنا في الديزيز ده، وهيروح يعمل ديبوزيشن فين؟ في الكيدن. تمام. اما يروح يعمل ديبوزيشن هناك في الجلوميرولاي كده هيعمل لي حاجه اسمها، هتبقى بيقول لك بيسموا الديزيز ده ساعات ديفيوز اكيوت بروليفريتيف جلوميرولونفرايتس. قلت لك كلمه بروليفريتيف معناها هيبقى في بروليفريشن للخلايا بتاعت الميزانجيوم. تمام. اللي هي بتولد الكابيلاري مع بعض، يعني هنا هيبقى عندي ريبريزنتيشن هيماتوريا. تمام. طيب وشايف كل الصوره ديت، شايف الصوره دي كلها فيها هايبر سيلولاريتي. تمام. فيها ميزانجيوم بروليفريشن، فيها انفلمتوري سيت انفلتريت. تمام. وكل ده عامل لي ضيق في اليومن. تمام. الضيق في اليومن ده هيعمل حاجه اسمها اوليجوريا. تمام. لو رحت في الاطفال هتلاقي عندك في البوست ستريبت جلوميرولونفرايتس البيشنت بريزنتد اس اوليجوريا. تمام. وهيماتوريا هيقول لك الام جايه البيشنت ده بينزل اللي اسمها ايه البول بقى لون الشاي. تمام. وكميته قلت. تمام. طيب الديبوزيشن هنا بيكون سب ابيثيليال هام زي بتاع اللي هو مين الممبرنس جلوميرولونفرايتس، هو اللي اسمها ممبرنس افتكرها بس، لكن بعد كده حاجه اسمها بوريفريتيف مالناش دعوه بيها. تمام. انا عايز اقول لك بس حاجه مش مكتوب عندنا هنا، ان الديبوزيشن اول حاجه بيكون سب اندوثيليوم وبعدين بيروح ممبرنس وبعدين بيكون سب ابيثيليال وبعدين يختفي. تمام. عشان كده البروجنوزيس بتاعه بيكون جود. تمام. يعني لوحده لو سبت البيشنت كده لوحده من غير تريتمنت هيخف، بس انت ابدا الانتي بيوتيك عشان ما يحصلش رينال فيلر والكلام ده. تمام. فبيقول لك ابدا تريتمنت انتي بيوتيك والدايريتيك والانتي هايبرتنسيف ار از نيسيسري. يعني عندي هنا التريتمنت مش استرويد، عندي هنا التريتمنت دي مختلفه، حاجه اسمها انتي بيوتيك لازم. تمام. طيب نرجع لكتابنا. مكتوب عندي لو الانفكشن كان بتاع البكتيريا دي اللي هو استريبت كانت بتاع عامله السكن هيوصل للكيدني بعد مده كبيره، لكن لو كان في الفارنكس هيوصل على طول. تمام. طيب طبعا رينال بايوبسي سيلدوم نيسيسري، لكن في الانواع الثانيه بعمل بايوبسي عشان اعرف النوع. تمام. طيب سواء كانت ميمبرنس او الحاجات دي، لكن هنا سيلدوم نيسيسري. تمام. انا عندي الهيستوري هي عارفان اهو، وقلنا سب ابيثيليا هام ورينا الصوره والاي جي جي وان سي سي ديبوزيشن ذا سيم هيستولوجيكال بيكتشر في جولد باستر سندروم او اللوبس نيفرايتس. تمام. ايه تاني؟
عند اللازم الهيستولوجي ده حاجه معينه، دي مختلفه عن الباقي خالص، اي اس او هاي والسيروم سي 3 لو. تمام. طيب انت بقيت دايريتك خلاص قلنا الكلام ده. بص انا هتكلم بس كده عشان ما نعرفش نعرف الكلام كده، هتكلم عليها بسرعه، اللي هو ايه الويجنر وايه اللي اشراج استراوس سندروم دي. تمام. الاثنين ده هما الاثنين ده هما سيستميك ديزيز، سيستميك فاسكولايتس، يعني هيكون مأثر على السكن، على الفارينكس، على الساينس، اي حاجه هيبقى معايا انفلاميشن، ساينسايتس، فارينجايتس. تمام. لكن كمان هيكون انفولف معايا حاجه اسمها الكيدني. تمام. في الجود باستشر كان الكيدني واللنج. تمام. طيب الفرق بين الشرج استراوس سندروم ده هي نفسها بتاع الويجنر، بس البيشنت هنا بيكون عنده بس كده، يعني هيكون عنده حاجه اسمها ايزينوفيليا. تمام. يعني الايزينوفيليا هيكون عنده زايده، لكن هنا في الوجنر هيكون معايا افكشن اللنج، هيكون معايا افكشن للكيدني، هيكون معايا افكشن للفارينكس. تمام. يعني البيشنت هيكون بيكح دم، بيعطس، الكلام كل ده، وكمان معايا هيماتوريا. الفرق هنا الكلام بتاع الاشتراك سندروم ده بيكون معاه ايه؟ ايزينوفيليا. تمام. طيب هحط لك عشان نقسمهم كده صح، لحظه كده، شايف دهيت؟ بص اهو، انا عندي الاول اما عرفت اللي قلت لك البيشنت بتاع اللي هو رابيد بروجريسيف جلوميرولونفايتس، البيشنت ده هيكون جاي برابيد رينال فيلر والكلام ده، وجاي بريزنتد غالبا بنفريتك. تمام. هاخد منه ويبسي مثلا، هلاقيها الكريسنت موجوده، هعمل حاجه اسمها اميون فلورسنس. تمام. انا كنت سامع الكلام ده، مش عارف بقى هم بيمشوا بالسيكونس ده ولا لا. تمام. طيب هيعملوا حاجه اسمها اميون فلورسنس عشان يعرفوا الاميون ديبوزيشن حصل فين. تمام. طيب انا اول حاجه جو باستشر سندروم دهيت، جو باستشر سندروم هلاقي الديبوزيشن وقلنا فين، هيبقى شكله لينير وكده. تمام. الاثنين التانيين بقى اللي هو الويجنر والشراك ستيرويد سندروم ده، الاميون فلورسنس مش هلاقي فيه اميون ديبوزيشن. تمام. هعمل حاجه اسمها الانكا، الانكا ديت اللي هو ايه، الانتي بودي هنا راحت لايه بالظبط؟ راحت لاتجاه الانتي بودي، راحت هاجم الانتي بودي، فسموها انتي نيوتروفيل، انتي نيوتروفيلك سيتوبلازم انتي بودي. تمام. طيب وليه في عندي نوعين، سي انكا وبي انكا؟ لان الانتي بودي ديت اما جو وشافوها لقوها ساعات الانتي بودي يا اما تكون جنب النيوكلس فتبقى اسمها بري انكا، لما الانتي بودي دي في السيتوبلازم بتاع النيوتروفيل فسموها سي انكا. تمام. طيب يبقى انا عندي الوقت هنا لو ما لقوش اميون فلورسنس ما نورش كده. بص هي فين الصوره عشان يبقى بس فاهمين فكره، انا بصراحه مش فاهمها بس اوريك بس الصوره ليها. ده الاميون فلورسنس اما ينور كده بيعرف هو اما يكون لينير. تمام. واخد الشكل يعني ده، يعني ده اللينير بتاع الجوب باستشر سندروم. تمام. بعد كده ما لقوش اميون فلورسنس، لو نيجاتيف يعني معناها سو اميون، ما فيش اميون ديبوزيشن عندك، فيعملوا حاجه اسمها سي الانكا، وده اما يكون سي اما يكون بي. تمام. الحاجات دي زياده كده مش لازم نعرفها. طيب يبقى احنا كده اي ثينك خلصنا الجلوميرولونفايتس، بس نقول بس الانفستيجيشن هنا يبقى عامل ازاي. طيب احنا قلنا البيشنت ممكن يكون كل الانتي بودي وكل الكلام ده. تمام. فيعمل ديبوزيشن، ممكن يبقى في البيزنت بريم، ممكن يبقى بسيليا، ممكن كل الكلام ده. فعند الاكيور دايجنوز هيبقى ايه؟ البيوبسي عشان اعرف هو ايه. تمام. طيب لكن بتاعه اللي بص ستريبت ديت بيقول لك البيوبسي رير اللي هي تتعمل. تمام. طيب فبعد قبل ممكن اعمل بايوبسي، البيشنت هيكون اساسا بريزنت بايه؟ بعنده هيماتوريا او فيرسينوريا. تمام. فاعمل يورين اناليسيز، هعمل اشوف السي بي سي، اشوف الكومبلمنت عشان افرق بين الحاجات اللي كانت بتعمل معاها اكتيفيشن للكومبلمنت ولا لا. تمام. وبعد كده اشوف السسبكت كوز، زي ما احنا كنا بنقول الاتش سي في بيعمل انه نوع، اللوبوس بتعمل انه نوع. تمام. والانكا واحنا قلناها دلوقتي. تمام. طيب ندخل بعد كده على كده ايه، على النفروتيك سندروم. طيب نبدا دلوقتي النفروتيك سندروم. بعد ما خلصنا الجلوميرول نفراتيس عندنا هنا دلوقتي، انا عندي دلوقتي شوف قبل بس ما نبداها اوريك الحته ديت لانه كاتبها تعريف حلو قوي. فين؟ اهو بيقول لك ان النفروتيك سندروم ده مش سنجل سبيسيفيك ديزيز، ده بيوصف لي اللي عندي دي سندروم وصفت عندي دامج، سيفير دامج للجلوميرولاي. تمام. اما يحصل دامج للجلوميرولاي بعد ما كانت عندي بتعمل ريتين للبروتين ما ينزلش وتقلل لي بكده الانكوتيك بريشر وكده، لا انا عندي حصل سيفير دامج للجلوميرولاي بالحاجات الاسباب اللي احنا قلناها كلها بتاعت الجلوميرولونفرايتس ديت كده. تمام. وده اكسيدنج هيحصل عندي بروتينوريا. تمام. اكسيدنج ذا ابيتو الليفر اللي هو الريبليس، بيقول لك الليفر عنده بيتصنع في اليوم 3.5 جرام بردي. تمام. لو حصل ان الكدني بقى بتطلع اكتر من كده هيحصل عندي حاجه اسمها هايبو ادرينيميا. تمام. طيب وكمان من البروتينات اللي بتنزل عندي في اليورين حاجه اسمها ليبوبروتين. تمام. طيب دي الليفر كان بيطلعها ودي اللي كان بتظبط الليبيد عنده كده. تمام. طيب اما يحصل بص كمان من الليبوبروتين ديت هيحصل عندي ايه؟ ان الليبيد هتزيد. تمام. فيبقى عندي حاجه اسمها هايبر ليبيديميا وهايبو ادرينيميا. تمام. والهايبو ادرينيميا دي تعمل لي اديمه. تمام. طيب
وبيكون عندي طبعا بروتينوريه. طيب نرجع بقى لكتابنا عندي تاني كده اهو، بيقول لك كلينيكال ستيت لازم يكون معايا هيفي بروتينوريا، هيفي بروتينوريا ايوه ينتج عنها هايبو بروتينيميا او البيومينيميا تمام. طيب ويعمل معاه ايه؟ اديما والهايبركوليستيروليميا تمام. طيب بص انا هسيب بس كده، بص البصولوجيكال كلاسيفيكيشن انا عايز اسيب ده كله، وانا عايز دلوقتي اقول الانفستيجيشن. ليه عايز اقول الانفستيجيشن؟ بص انا قلت لك ديت الكلينيكال سندروم ديت اول حاجه فيها، اول حاجه فيها ان حصل عندي افكشن للجلوميروراي، بقى في حاجه اسمها ماسيف بروتينوريا تمام. يبقى انا عندي في الانفستيجيشن اما البيشنت يكون بريزنتد ليا باللي هو عنده اديما وعنده الليبيد عالي تمام، وفي حاجتين لسه اقولهم بعد كده ممكن يبرزنت بانفكشن او بثرومب امبولاي تمام. اما يكون بريزنتد ده كله اول حاجه عندي البيست انيشال سيرو عندي اللي انا ابداها، البيش انيشال قصدي تيست او انفستيجيشن عندي اللي انا اعملها ايه؟ حاجه اسمها يورين اناليسيس تمام. انا قلت لك المشكله عندي كلها البروتينوريا هي اللي بدات ده كله، يبقى عشان اعرف ان دي نيفروتيك سندروم المفروض اعمل اول حاجه عندي يورين اناليسيس، هعرف منها البروتين قد ايه في اليورين تمام. طيب يبقى لو نزلنا تحت كده الانفستيجيشن نسيب ده كله، هتلاقي اول حاجه يورين اكزامينشن اللي هو يورين اناليسيس اللي انا اتاكد ان اللي عامل الاديما، اللي عامل الانفكشن، اللي عامل الثرومب والمضاد ده حاجه اسمها نيفروتيك سندروم، يعني عندي ماسيف بروتينوريا تمام، يعني عندي افكشن في الجلوميرولاي تمام. فهعمل اول حاجه عندي اللي هو البيست انيشال انفستيجيشن اللي هو ايه؟ اليورين اناليسيس تمام. بيقول لك بقى اليورين اناليسيس ده من انواع كتير، لا اما اعمل حاجه اسمها بروتين تو كرياتين ريشيو تمام. ايه البروتين تو كرياتين ريشيو ده؟ ده باخد عينه البول كده هو لسه قدامي كده، هو معامل اخد منها يعني على سنجل تيست يعني، لكن بتاع ال 24 يورين ده بقعد اقيس اللي اسمها ايه؟ اليورين بتاع، بقعد اجمع اليورين لمده 24 ساعه، يعني البيشنت يكون عايز يورينيت يروح عندك هناك هيل كاستر ولا مش عارف بيعملوها ازاي تمام، واقيس البروتين في كل اليوم تمام. طيب بس هنا المشكله عندي في تحت ال 24 يورين ممكن يحصل مس لمره تمام، ف الاحسن عندي اللي هو مثلا بتاع ايه اللي هو اليورين بروتين تو كرياتين ريشيو تمام. اكتر من 3.5 معناها ايه؟ اكتر من 3.5 معناها ان البيشنت بيكسكريت اكتر من 3.5 جرام بير داي بروتين في اليورين بتاعه تمام. طيب اليورين اناليسيس ده، اليورين اناليسيس هيوريني فيه بروتين ولا لا في اليورين، هيوريني فيه وايت بلاد سيل ولا لا في اليورين، لكن ما يعرفش يقول لي، ما يعرفش يقول لي هل الوايت بلاد سيل ديت ايزينوفيل ولا نيوتروفيل تمام، ما يعرفش يقول لي هل البروتين اللي طالع ده البيون ولا جلوبين تمام. فعشان كده في حاجه لما اصبغها مثلا او اعمل كده، او في حاجه عندي عشان اميز بين البيون وجلوبين حاجه اسمها ايه؟ كاميرون اند بلاند فورد اندكس تمام. طيب والحاجه الثانيه حاجه اسمها يورينري بروتين سيلكتيفيتي تمام، عشان اعرف بالظبط ان هو اللي بيطلع تمام، وده بيقول لك يوزد ميلي ان بيدياتريك تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي قلت لك عندي الكلينيكال البيشنت جاي بريزنت عندي بالبروتينوريا وعندي اديما وعندي ممكن يبقى فيه ثرومبو امبولاي وعندي ممكن يبقى فيه انفكشن وعندي هايبركوليستيروليميا، كل اول حاجه هعملها له ايه؟ اللي هو اليورين اناليسيس تمام، دي اللي ببدا بيها. انا كنت ملاحظ التسجيل واقف فما اعرفش انا بصراحه اسجل ايه وما اسجلش ايه، فاقول الحته بسرعه دي تاني. انا عندي اليورين اكزامينشن لما عندي السندروم هناك ديت خاصه بان البروتين بيطلع كتير يعني نك عندي في اليورين تمام. فهيبقى عندي اول حاجه في الانفستيجيشن البيست انيشال انفستيجيشن اللي هو اليورين اناليسيس تمام، وقلنا ممكن يبقى عندي اعمل يورين بروتين او بروتين تو كرياتين ريشيو، والفرق بين البروتين تو كرياتين ريشيو عندي اللي هو ايه ده بعمله باخد بس عينه الدم وهو البول عندي وهو قدامي كده هشوف البروتين تو كرياتين ريشيو، لو هي اكتر من 3.5 معناها ان البيشنت اكسكريت اكتر من 3.5 بروتين بير داي تمام. ال 24 يورين بروتين ديت بقعد اجمعه طول اليوم تمام، وبعدين اشوف البروتين فيه قد ايه تمام. والمشكله عندي اللي ممكن يحصل مثل لمره ولا حاجه تمام. طيب قلت لك اليورين عندي اليورين اناليسيس ده ممكن يوضح لي عندي الوايت بلاد سيل، ممكن يوضح لي عندي البروتين تمام، لكن مش هيقول لي سبيسيفيك هل البروتين ده البيون ولا جلوبين، مش هيقول لي الوايت بلاد سيل ديت ايزينوفيل ولا نيوتروفيل. فعشان كده بعمل حاجه اللي هي مصبوغه او كده، فعندي حاجه اسمها يورينري بروتين سيلكتيفيتي بيقول لك ديت يوز مني امبيدريتيك تمام، اللي هو مثلا بتاعت المينيمال تشينج ديزيز او كده تمام. طيب بعد كده ممكن اليورين اناليسيس عندي تاني مش وضح لي بس مشكله البروتينوريا، لا ممكن عندي يكون في فات نازل فتعمل لي حاجه اسمها فاتي كاست تمام. طيب والميكروسكوب الكريماتوريا بيقول لك موجوده في 20% من الحالات. طيب نسيب بقى كده شايف 20% من الحالات ديت، نحتاج ان احنا نرجع تاني للصفحه الاولى ده هي. فبص بيقول لك باثولوجيكال كلاسيفيكيشن يعني ايه؟ يعني انا عندي حاجه اسمها مينيمال تشينج ديزيز واتكلمنا عنها في الجلوميرولونفرايتس، وعندي حاجه اسمها فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروزيس تمام، وعندي حاجه اسمها ميمبرنس وميزنجل بروفريشن وميمبرن بروفريشن تمام. ايه اللي بيحصل عندي بقى هنا؟ انا عندي دلوقتي البيشنت في المينيمال تشينج ديزيز قلت لك عندي بس بروتينوريا وكمان بتكون سيلكتيف احيانا تمام. طيب
الفوكال سيجمنتال جلوميرولوس سكلروزيس ديت بيحصل عنده سكلروزيس والبريشر بيزيد فبيحصل اللي هو البروتين بيطلع كده من عشان البريشر زايد في الجلوميرولاي فبيحصل عندي ايه البروتين بيحصل له ايه فلتريشن تمام. طيب الممبرنس جلوميرولونفريتس قلت لك ديت ما فيهاش الا ايه السيكننج للجلومير البيزمنت تمبرين عشان بيحصل عندي ديبوزيشن للانتيجن اند بودي كومبلكس ودي اللي بتعمل انجري وبتعمل عندي بروتينوري تمام. طيب يبقى كل ده هم تكون بروتينوري. شايف ممكن الممبرن جلوميرولونفريتس او الميزنجيال بروفريشن لان دول بيحصل بروفريشن للميزنجيوم يعني اللي هو هولدنج ذا كابيلاري توجذر ده اللي ممكن يحصل ايه عندي بهيماتوريا تمام. وممكن كمان ما يحصلش هيماتوريا بس لو حصل هيكون بريزنت بنفروتك تمام. طيب عشان كده بقول لك نادرا يعني الاسباب دي بتعمل نفروتك والسببين دول ممكن يعملوا هيماتوريا فعشان كده بقول لك بنلاحظ لحد ما في 20% من الحالات تمام. طيب يبقى احنا كده قلنا اول حاجه بسرعه كده اللي احنا قلنا النفروتك ديت هتكون جايه البيشنت هيبريزنت بالحاجات المكتوبه ديت بروتينوريا تمام. وقلنا بيحصل عند افكشن للجلوميرولاي والجلوميرولاي دي هي اللي بتعمل ريتين للبروتين والكلام ده فما يفقد البروتين هيفقد عنده معاه كل حاجه بقى البروتين هيقل عندي في الجسم هيحصل لي عندي اديمه وكمان هيحصل لي نقص للليبوبروتين يعمل عندي هايبر كوليستيروليميا تمام. طيب ويحصل عندي يكون اديمه تمام. طيب ننزل بعد كده. طيب نكمل انفستيشن عندنا بدانا قلت لك اول حاجه البيشنت بيكون جاي بريزنت بالحاجات ديت اللي هو الهايبو البينوميا والاديما ممكن يكون جاي بثرومبو امبلي او انفكشن ودي هنقول لي في الاسباب تمام. اول تاني حاجه هعملها بعد ما عملت اليون اناليسيس ديت هعمل ايه تاني يا فين هعمل بعدها حاجه اسمها الليبوراتوري بقى انفستيجيشن يعني هلاقي عندي البيشنت بيقول لك بيلوز بروتين وعلى البروتين ده هينزل كل حاجه بقى يعني ممكن الاقي عندي الفيم الالكترولايت كله هينزل الان ايه والبوتاسيوم والكالسيوم كل الحاجات دي هتنزل تمام. طيب الليبيد عندي هقول لك هيبقى عالي اللي هو ماركت اليفيشن اوف كوليسترول ال دي ال تمام. طيب بعد كده قال لك السي بي سي هيموجلوبين هيزيد عشان ايه البلازما فوليوم هيقل تمام. يعني في حاجه اسمها هيمو كونسنتريشن ودي اللي هتعمل لي حاجه اسمها ثرومبو امبولاي تمام. طيب الرينال فانكشن تيست هتبقى نورمال. فاكر لو انت شفت مش عارف لسه عامل جمع الفيديو ازاي بس في حاجه اسمها اكيوت رينال فيلير تمام. طيب الاكيوت رينال فيلير ديت قلت لك كل المشكله اللي فيها هيبقى عندي افكشن هي اوريدي مش فيليير لان في عندي لسه التيبيول بتعمل ابزوربشن سواء البوتاسيوم في البريرينا او بوست رينا تمام. هي انجري بس تمام. طيب فيليير دي بقى لو كبر لونجد او ريفرسبل بقت ريفرسبل ليتر اون تمام. طيب فعشان كده عندي الرينا فانكشن ليست هنا بيكون يوجوال نورمال انليس سيفير هايبوفوليميا از بروديوسنج بريرينا فيليير تمام. طيب يعني اساسا البريرينا الاكيوت كيدني انجري ديت كل اللي فيها عندي الويست برودكت علاج عشان كده في الاول سموها ان الكيدني فشل اكيوت رينال فيلير تمام. لكن بعد كده اما لقوا ان الصوديوم بيحصل له ده لسه الصوديوم بيحصل له ابزوربشن والتيبيول سليمه فقال لك لا نسميها اكيوت كيدني انجري لان لسه عندي في حاجات فانكشن في الكيدني ده ما حصلش فيلير فيها تمام. هم سموها في الاول فيلير لان عندي حاجه اسمها الهول مارك بتاعت الاكيوت كيدني انجري او اكيوت رينال فيلير ان عندي الويست برودكت بتاعي اللي هو البي او ان وال الثانيه اللي هو ايه الكرياتين تمام. طيب البيوبسي مش هعملها الا لو كانت اتيبيكال بقى اللي هو بقى معايا هيماتوريا فاكر في 20% من الاسباب او معايا هايبر تنشن البيشنت بتاع نفريتك سندروم مش معاه هايبر تنشن لسه نقول هيبقى امتى معاه او لو سي 3 ليفل فاكر في الاسباب بتاعت المينيمال تشنج ما كانش معاه انفولفمنت للكومبلمنت في السبب بتاع الممبرنس نفريتس ما كانش معاه كومبلمنت خالص تمام. في الفوكال سيجمنتال ما كانش معاه كومبلمنت تمام. لكن اما يبقى معاك لو معاه كومبلمنت وراح يعمل ديبوزيشن هناك يعني ساب البلاد وراح يعمل بوزيشن هناك وعامل انجري للكدني بقى معاه له 3 ليفل تمام. معناها كده هيبقى معاه ميكروسكوب كيماتوريا هنعمل دلوقتي بايوبسي تمام. طيب او لو انا عطيت استرويد والبيشنت ما استجابش تمام يعني فيلير ترسبونت استرويد ثيرابي او بعد ما عالجته ورجع تاني ريلابس تمام يبقى دولت الانديكيشن بتاعت ايه البايوبسي. واخر حاجه اعمل لو كان السبب طيب نرجع بقى نتكلم على ايه على الاسباب. واخر حاجه اقولها التريتمنت كنت عايز اقول التريتمنت بس نقول الاسباب تمام. التريتمنت عندي بقى هنا قصدي التريج عندي هنا فاكر كل اللي هم فاكر الاسباب بتاعت الفوكال سيجمنتال وبتاعت الممبرنس وبتاعت كل الكلام ده الاسباب دي هحطها هنا هي بس افتكر اللي انا عندي ممكن يبقى ايديوباسيك تمام. الممبرنس جلوميرولونفريتس ده ايديوباسيك المينيمال تشينج ديزيز ايديوباسيك. معناها ايه ايديوباسيك؟ يعني البيشنت كل اللي جاي بيه ما هي اللي جاي لي بنفريتك سندروم ما عندوش لوبس ما عندوش اتش سي في ما عندوش اتش بي في ما عندوش اتش اي في ما عندوش هيروين يوز
تمام، كل الكلام ده مش موجود تمام، فمكتوب ايه ايديوباثيك تمام. طيب بعد كده بقى كل الحاجات اللي ممكن تعمل، يعني البي والسي قلنا ممكن يعمل ميمبران نفريتس او ممكن يعمل بروليفيرف تمام. طيب بعد كده عندي الاس ال اي تمام، وعندي الانسيدز، الانسيد ديت بتعمل كل نوع تمام تقريبا تمام. طيب وعندي الازرز، واتكلمنا على الالبورت ده بيكون مشكله فين؟ في العين وفي الودن وبيكون معاه في الكيدني تمام. البيشنت ده بيكون بريزنتد ايرلي. ليه بريزنتد ايرلي؟ بيقول لك عنده مشكله دي بيكون معاه فاميلي هيستوري وبيكون عنده مشكله في الديفنس، فاكيد هيكون بريزنت ايرلي يعني هو بيكون مولود بيها تمام. ايه تاني؟ الباثوجينيسيس بقى، بص هنسيب الجزء ده ونخلينا هنا احسن تمام. البص هو نفس اللي مكتوب بس هنا بس مايند ماب كده تمام. انا عندي الباثوجينيسيس هنا ايه اللي بيحصل؟ انا عندي قلت لك كل اللي حصل ان الجلوميرولس حصل له افكشن، وبالتالي لما الجلوميرولس يحصل له افكشن كان ما كانش بيطلع بروتين، بقى دلوقتي عندي حاجه اسمها بروتينوريا تمام. طيب البروتينوريا دي هتؤدي حاجه اسمها بعد كده على طول السبب اللي بعدها هايبو البيونيميا تمام. الهايبو البيونيميا دي هتعمل لي حاجه اسمها اديما تمام. طيب نبدا نتكلم على البروتينوريا، يعني خدهم كده مر، يعني دي بتؤدي لدي ودي بتؤدي لدي تمام. طيب ليه البروتينوريا هتحصل؟ قلت لك عندي افكشن للجلوميرولاي، لو فاكر الصوره بتاعت الجلوميرولونفريتس كان كل حاجه حصل افكشن بقى الفيجر بقى دس، يعني بقى دس فيجر دي كده تمام. فبيقول لك بيحصل عندي بروتينوريا عشان البور حجمها سايز البور بقى كبير يعني انكريز، وبيحصل عندي حاجه اسمها نيوتراليزيشن للتشارج تمام، بقى النيجاتيف البيون بقى بيعدي. الهايبو البيونيميا حصلت ليه؟ عشان اللي فوق ده بروتينوري تمام، وعشان البيشنت ده بيكون انوركسيا مال ابزوربشن تمام. افتكر عندي من اسباب ممكن تكون اتش سي في، ممكن يكون اتش بي في تمام، فاساسا هيكون عنده انوركسيا ومال ابزوربشن تمام. طيب الايديما بيقول لك هتحصل ليه؟ عشان اللي فوق ده هايبو البيونيميا اللي هو ديكريس اون كوتوك بريشر يعني تمام، او عشان السولت اند ووتر ريتنشن اللي هو ايه؟ اللي هو انا عندي دلوقتي البيشنت بيفقد كل الكلام ده، فبيحصل عندي الرينين بيزيد تمام. بص انا هوريك الصوره ديت احسن نمشي معاها بالترتيب كده عشان ما ننساش. اول حاجه عندي البور حجمها زادت تمام، عشان الافكشن بتاع الجلوميرولر من الجلوميرولونفريتس والكلام ده ايا كان السبب. فيحصل عندي البيرميلتي هتزيد، هيعمل حاجه اسمها ماسيف بروتينوري تمام. الماسيف بروتينوري ديت هتؤدي الى حاجه اسمها هايبو بروتينيميا اللي هي هايبو البيونيميا تمام. يعني الانكوتك بريشر دلوقتي قل، فيعمل لي حاجه اسمها ان الووتر اند الكترولايت ديفيوج للانترستيشن، يعمل لي حاجه اسمها اديما تمام. طيب دلوقتي بقى عندي الفوليوم بتاع البلد قليل، البلازما فوليوم قليل يعني، وبالتالي الفينس هيقل، او عندي او الدم الرينا بلاد في اللي رايح للكدن هيقل، فيطلع حاجه اسمها الرينا انجيوتنس سيستم تمام. طيب بس افتكر بس ان البريشر هنا عاده بيكون نورمال تمام، يعني ايه نكمل احسن ماشي اول الحته دي. طيب انا عندي دلوقتي يبقى اول حاجه قلت لك بروتينوريا، وبعدين هايبو البيونيميا، وبعدين اديما تمام. وقلنا الاديما ديت هتحصل ليه؟ لان انا عندي دلوقتي ناخدها كده بالترتيب، انا عندي البور زادت تمام، فطلع البروتين نزل تمام، فبعد كده ادى الى الالبيومين قليل، فادى بعد كده ايه ديكريز اون كوتك بريشر تمام. يبقى دي اول حاجه عندي تمام. بعد كده السولت اند ووتر ريتينشن، ليه بقى؟ بيقول لك بعد ما الالبيوم نزل كده انا عندي البلاد فوليوم قل، لو فاكر الصوره البلاد فوليوم قل، وبعدين وبالتالي الرينال بلاد فلو قل، فبعدين كده طلعت الرينال عمل اكتيفيشن انجيوتنس سيستم تمام. اهو عمل حاجه اسمها الالدوستيرون، عمل حاجه اسمها ايه؟ سولت اند ووتر ريتنشن. خلي الالدوستيرون ده الدوسترونج، يعني ايه الدوسترونج؟ يعني بيرفع البلاد بريشر، بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن تمام. اهو وديكريس سنسيتيفيتي تو اي ان بي تمام. طيب بعد كده حاجه بقى اسمها ايه؟ الديسليبيديميا. قلنا الديسليبيديميا ده تحصل ليه؟ لان من الاسباب اللي عندنا ميكانيزم انكلير، بس اعرف السبب ده اهو، ان الانكريز ديابيتك سينسيت اوف لايبو بروتين دي برضه هتنزل في اليورين تمام. طيب اهو لان في عندي بروتينوريا تمام. طيب اما اللايبو بروتين دي هتزيد، دي اساسا اللي بتعمل اصلا السيميوليشن للليبيد اللي هو يكثر تمام. بيقول لك عندي ريديوس كاتابوليزم اوف لايبو بروتين تمام، وعندي ديكريز الوم كارين كاباسيتي تو ليبيد. المهم نتكلم بس اعرف بس بتاعت ايه برضه الدكتور موفق نركز عليها، الاسوشيتد هايبوثايرويديزم اللي هو ايه؟ اللي هو انا عندي اساسا من البروتينات اللي كمان اللي بتنزل في اليورين اللي هو ايه؟ البروتينات اللي شايله الايرون، اللي شايله الهرمون، اللي شايله الالبيومين، كل الكلام ده تمام؟ فعشان كده هيبقى عندي ايه؟ اسوشيتد هايبوثايرويديزم. بس بصراحه انا مش عارف ليه هيبقى الهايبوثايرويديزم هتقل، يعني انا دلوقتي عندي هيبقى ايه؟ اما البروتين يقل وبالتالي الفري هيزيد. نسيبها دلوقتي، نخليها احسن دي في الاندوكراين. هيبقى معايا هايبوكالسيميا لانه قلت لك ايه؟ الالبيومين بيقل تمام؟ نخلينا احسن هنا في الصوره دي. واخدين كده جنب بعض تمام؟
طيب بيقول لك هيبقى معايا هايبوكالسيميا ونورمال ايونايزد كالسيوم. ليه؟ لان عندي الهايبو الومين. بص انا عندي ايه الكالسيوم ده مين اللي شايله؟ الالومين. تمام. طيب اما الالومين يحصل له بص هناك في اليورين هيبقى هايبوكالسيميا، لكن التوتال بس هو اللي اتغير. ليه؟ اللي هو ايه الباوند يعني التوتال بالكالسيوم هو اللي اتغير، لكن الفري الكالسيوم الموجود عندي هناك في الدرج ما اتغيرش. اللي اتغير بس اللي هو اللي كان شامل في الالومين، الالومين نزل فما عادش خلاص ما عادش موجود. تمام. لكن الفري لسه موجود. تمام. فعشان كده ويز نورمال ايونايزد كالسيوم. تمام. طيب وهايبوكاليميا ديو تو ايه؟ انا عندي دلوقتي الالدوسترون زايد فبيعمل اكسكريشن عندي لمين؟ للبوتاسيوم. تمام. طيب وممكن كمان يحصل عشان الاسترويد اللي هستخدمها بعد كده او فوميتنج سكندري تو جاستريك اديما. طيب يبقى احنا كده قلنا البوسوجينيسيس عندي بورتنوريا ادت الى هايبو ايبونيميا ادت الى اديما. تمام. هما حاجتين تانيين اللي هو الديسليبيديميا والهايبوكالسيميا والهايبوكاليميا. هايبو هايبو. تمام. طيب وديسليبيديميا هو اللي زايد. طيب بص الكلينيكال بيكتشر سهل قوي تقراها، بس هركز بس على حاجات. انا عندي الاديما قلت لك خلاص دي من الديفينيشن عندي، بس عندي شايف اللي هو مانيفيستيشن اوف هايبر كواجيبيلتي. ليه بقى ديت؟ لان عندي دلوقتي الدم بقى هيمو كونسنتريشن. تمام. فعشان كده ممكن يحصل عندي حاجه اسمها ثرومبوس مانيفيستيشن. تمام. مكتوب عندنا الثرومبوس دي ممكن تبقى فين في الكتاب؟ اهو بيقول لك ممكن يحصل عندي الدي في تي او البلونري امبوليزم او الرينال فينوس ثرومبوزيس. تمام. فعشان كده بمشي البيشنت ده على حاجه اسمها ايه في التريتمنت. لو نزلنا للتريتمنت بسرعه كده اهو هايبر كواجيبيلتي. لازم خلي بالك من دي. البيشنت بتاع النيفروتيك سندروم عرضه للي هو اساسا بيكون ممكن يبقى قاعد على طول. تمام. فممكن كمان عرضه اللي هو اللي يحصل له هايبر كواجيبيلتي فبعمل له حاجه اسمها موبيلايزيشن، بعطي له انتي كواجلان. تمام. انتي بليتليت. تمام. وذ افكتيف اوف ايبرين بي امبيرد باي كونكومينانت انتي ثرومبين 3 ديفيشنسي، اللي هو اساسا بيحصل عندي ايه للوصل للانتي 3 في اليورين مع البروتين وكده يعني. تمام. طيب يبقى انا قلت اول حاجه عندي الكلينيكال بيكشر دي عندي حاجه مميز فيها عندي حاجه اسمها هايبر كواجولابل. تمام. طيب الحاجه المميزه عندي تاني الانفكشن. طيب الانفكشن ده هتحصل ليه بقى؟ الانفكشن قلت لك عندي بيبقى لص للبروتين، من البروتينات اللي هتحصل لها لص ديت الجلوبين. تمام. طيب او كومبلمنت. تمام. ممكن كمان ينزل في اليورين. تمام. طيب من الحاجات الثانيه برضو اللي ممكن تؤدي للانفكشن لان ممكن بستخدم استرويد كسيرابي. تمام. طيب طيب مكتوب عندنا هنا بيقول لك الموست كومن انفكشن هو البيرتونايتس والموست كومن اورجانيزم هو الستريبتوكوكاس نموني. تمام. طيب فعشان كده بص عشان كده في الانفكشن هلاقي برضو عندي هناك في التريتمنت ان انا اعطي الفاكسين بتاع الحاجات اللي كابسيوليتد. تمام. طيب طيب بيقول لك نو هايبرتنشن ان بيور نيفروتيك سندروم. فاكر الازال بتاعت اللي هو قلت لك المينيمال تشينج والممبرن سفريتس كل الحاجات ديت؟ قلت لك لو فاكر عندك المينيمال تشينج ده ممكن ساعات بيكون اليوباسيك، يعني البيشنت انت مش عارف ليه جاي له نيفروتيك سندروم، ما عندوش هايبرتنشن ما عندوش اي حاجه، فاوريدي البيشنت اساسا مش هيكون عنده هايبرتنشن. تمام. طيب وحتى لو كمان جاي له السبب ده مش هيعمل له هايبرتنشن. تمام. بس خلي بالك بس انا قلت لك عندك الالدوستيرون بيكون عالي. تمام. بس عشان اساسا ايه انا عندي دلوقتي الالدوستيرون عالي يعني بيرجع عندي الصوديوم وبيرجع عندي مثلا الميه، بس انا عندي اساسا اوريدي الجلوميرولاس في مشكله فقاعد يلص البروتين. تمام. فالبيشنت مش هيديفلوب هايبر تنشن. تمام. على عكس بتاع هناك النفريتك. تمام. طيب اهو بلاد بريشر از يوزي نورمال اس انلس لو كان معاه نفريتك. تمام. او لو كان في كولاجين زي الدايبي او دايبيتس. تمام. او استرويد. تمام. طيب ومعهوش دي تاني عشان قلنا ايه الكالسيوم هيبقى ايونيز دي كالسيوم نورمال. تمام. طيب ندخل بعد كده على التريتمنت. اعتقد ده اي ثينك اللي هو سهل يعني تقرا. طيب التريتمنت قلت لك اول حاجه عندي اعمل ايه؟ بص عاده شايف الانواع كل كتير اللي احنا قلناها مينيمال تشينج وممبرنس وكل ده قلت لك عاده مبدا استرويد. تمام. فنخلي اول حاجه كده نعرفها اول حاجه نعرفها كده الاسترويد ده المين تريتمنت عندي هنا في النوفروتيك. تمام. طيب بعد كده بقى نتكلم على الحاجات الثانيه الكومبليكيشن يعني عليه كومبليكيشن يعني البيشنت عنده هايبر كواجولابل ستيت هعمل له موبيلايزيشن هعطي له لونج تيرم وقلنا اتكلمنا على الكلام ده. طيب الانفكشن هعطي الفاكسين بتاعها الهايبر ليبيديميا هعطي الاستاتين. تمام. يعني هجيب الباثوجينيسيس دهيت الباثوجينيسيس او الكلينيكال بيكتشر وهعالجها. تمام. طيب بعد كده بقى بيقول لك الدايت خلي بالك بس ان عنده الالدوستيرون زايد عنده ثاني فبيعمل ايه
اللي هو بيعمل لوس للبوتاسيوم عنده في اليورين، فبقول لك بس ممكن تزود بس البوتاسيوم، تمام؟ موجود في الموز، موجود في الحاجات دي، تمام؟ طيب الهايبوفوليميا انكريز فيوجن اوف بلازما اور البيومين، الحاجات دي اوريدي اساسا حتى لو خدها ممكن يعمل لها لوس، فده ممكن تبقى في السيفير كيسز يعني، او في الدايريتك بيقول لك في السيفير اديما، تمام؟ طيب وده الاسترويد بقى بنعملها ازاي؟ الجرعه بتاعت الاسترويد، بص الجزء ده لقيته مكتوب كويس عندنا في الاطفال فقلت اجيبه منه. يعني انا في الاول بدي ايه؟ بدي اول حاجه اللي هو البريدنزولون 60 مللي جرام لمده 4 اسابيع، تمام؟ طيب ساعات الاستجابه لمده 4 اسابيع، الاستجابه بيحصل ريسبوند ساعات في الاسبوع الثاني او الثالث، تمام؟ طيب بعد كده بقللها الجرعه ل 45 مللي جرام، تمام؟ وبعدين بقعد اقللها تاني ل 15 مللي جرام بعد كمان اسبوعين، تمام؟ طيب لو البيشنت ما استجابش من اول حاجه اللي هو ال 60 مللي جرام بريدنيزولون ده الاورال، تمام؟ بعد حاجه اسمها ايه؟ معلش، بعد 3 دوز من مصايل بريد ده افري اذر داي، تمام؟ طيب لو في استجابه، لو في استجابه هكمل ده بقى اللي هو ده 45، تمام؟ وبعدين اقعد اقلل الجرعه. طيب لو ما فيش استجابه اعمل حاجه اسمها رينال بايوبسي، عشان كده انا اهو فين؟ كانت في الانديكيشن بتاعت الرينال بايوبسي كنا اللي هو ايه؟ ما كانش بيستجيب لل فين؟ اهو الانديكيشن بتاعتها فيلير تو ريسبوند تو ستريت ثيرابي، تمام؟ ديت بعد كمان معطوب من ميسايل بريد، تمام؟ طيب يبقى احنا اي ثينك كده خلصنا اللي هو طيب لو في حاجه ثانيه برضه اللي هو التريتمنت اوف ريلابس، اللي انا بعطي بقى حاجه اسمها اللي هو سايكل فوسفومايل والريزيستنس، بعطي حاجه اسمها خلي بالك هنا الايس انهيبيتور ده اللي بعطيه يوزد فور اللي هو عشان اصلا دي انتي بروتينوريك افكت، تمام؟ تمام في كل الانواع بتاعت الجلوميرولونفرايتس بيقلل البروتينوريا وبعدين كده هيقلل ايه اللي هو الفلتريشن بريشر، تمام؟ طيب يبقى اي ثينك كده خلصنا خلصت النفريتك سندروم. ثانك يو، مش عارف هيبقى في حاجه ولا لا. طيب نبدا اول حاجه دلوقتي بقى ايه بالنفريتك سندروم. طيب النفريتك سندروم ديت لو مكتوب عندنا هنا الديفينيشن بيقول لك كلينيكال سندروم كاركترايزد باي اكيوت، وقام كاتب لك شويه حاجات دي، تمام؟ طيب انا عايزك بس تعرف ان اشهر سبب عندي الموست يعني حوالي 80% مكتوب اكتر من 90% من الحالات بتكون اكيوت بوست ستريبتو كوكال جلوميرولونفرايتس، تمام؟ طيب دلوقتي هوريك بس صوره تشرح البصو في السوجي ده وبعدين نرجع تاني. طيب دلوقتي شايف الصوره اللي قدامك دي؟ طيب هنبدا القصه من البدايه كده بسرعه. انا اول حاجه عندي داخل انفكشن، تمام؟ كان ستريبت طلعت انتي بودي، طيب وقام جاي كومبلمنت شبك معاه، يبقى ده حاجه دخلت البكتيريا قامت حاجه طالعه له انتي بودي قامت حاجه شبكه اللي هو الكومبلمنت، تمام؟ تمام قاموا رايحين الثلاثه دول كده، قاموا رايحين ثلاثه قاموا عاملين ديبوزيشن حاجه اسمها سب بسيليال، تمام؟ طيب وكنا قلنا هناك في الجلوميرولونفرايتس اللي هو السيكونس بالظبط بتاع الديبوزيشن بيكون عامل ازاي. المهم حصل ديبوزيشن اللي هو المنطقه السوداء ديت سب بسيليال، تمام؟ طيب اهو اللي هو بيعمل ديبوزيشن ده بيحصل برضه حاجه اسمها ميزنجل بروليفريشن، تمام؟ يعني في حاجه عندي دلوقتي بيسموا الديزيز ده حاجه اسمها ديفيوز وبروليفريتيف جلوميرولونفرايتس، تمام؟ يعني ديفيوز هياثر على كل الجلوميرولونفرايتس، تمام؟ طيب انا قلت لك لو فاكر عندي السيكونس اللي هو عندي بيبقى اول حاجه سب اندوثيليوم، يعني بيبقى هنا عند الاندوثيليوم وبعدين هيروح البيزمنت برين وبعدين هيروح اخيرا لهنا ايه؟ سب بيسيليوم. كل حته يروحها ديت هيعمل فيها هيعمل فيها ستيميليشن للبروليفريشن، تمام؟ طيب بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ ان كل حته عايزه يعني مثلا الابيسيليوم ده المفروض يبقى قاعد على الريزمنت تمبرين، فاول ما تيجي الديبوزيشن ديت تيجي هنا يعمل بروفريشن عشان بيحاول يزقها يعني، تمام؟ طيب الوقت كده اللي حصل عندي شايف البروفريشن بتاع الميزنجم اللي بين ده اهو، شوف بقى هايبر سيلوريتي عامله ازاي اهو، ودي اللي بيشيل مثلا الكابيلر وبعضها. طيب يبقى انا عندي اول حاجه هنا لو خدنا بالنا هيبقى اليومن هيدي وكمان عنده هايبر سيلوريتي، تمام؟ شايف اليومن ده ايه ده وكمان الديفيوز ده اهو، ده يعمل لي حاجه اسمها اوليجوريا، يعني الميه البول ما عادش هينزل، تمام؟ طيب بيبقى الوقت عندي حاجه اسمها الفوليوم هيزيد عندي فين؟ في الدم. اهو الفوليوم هيزيد عندي في الدم ده مشكله في الهارت، تمام؟ طيب الفوليوم اللي زايد ما هو والهايبر تنشن ما هو الا فوليوم زايد والدايمتر بتاع كبير، تمام؟ طيب انا عندي الوقت الفوليوم اللي زاد ده هياثر على الهايبر تنشن، تمام؟ احنا قلنا الفوليوم الزايد هيعمل لي مشكله في القلب، الهايبر تنشن الزايد هيعمل لي مشكله في القلب وفي البرين، تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي كومبليكيشن ممكن استنتجها، الفوليوم اللي زايد ده هيأثر لي هناك على القلب، والهايبر تنشن اللي زايد ده هيأثر لي على البرين وعلى الهارت، تمام؟ طيب هل هنا في اديمه؟ اه
لان الفوليوم اللي زاد عندي في البلاد ده هيعمل لي اديم. يبقى انا عندي الفوليوم اللي زاد هيعمل لي حاجتين، هيعمل لي هيأثر لي على الهارت، ممكن يعمل لي هارت فيلير، وهنقول نتكلم عن الكلام ده ريتر اون، وكمان او ممكن يعمل لي اديمه. تمام. طيب هل هنا في اديمه هتبقى اخبارها ايه؟ لا، ده انت اصلا ما بتنزلش اي، عندك اوليجوريا ما عندكش اي، اللي نازل بس عندك ار بي سيز هي اللي نازله، عندك هيماتوري. الام هتجي لك تقول لك بدل ده طفل صغير، هتيجي تقول لك ايه الولد ده ما عادش بيجيب بول، وكان كل والبول اللي بيجيبه بقى لونه عامل زي الشاي. تمام. طيب وكمان كان بريسيدنج بابر سبيريتوري تراكت انفكشن او كده، او سكين انفكشن او كده. تمام. طيب يبقى دلوقتي عندي كل اللي هيعمله البتاع الديبوزيشن ده اللي هو هيضيق اليومن. تمام. اليومن دي يبقى كده دلوقتي ما عادش فيه بلاد نازل، ما عادش فيه يورين نازل. اليورين النازل ده هيعمل لي فوليوم هيزيد. تمام. طيب الفوليوم ده هيأثر لي على الحاجتين، هيأثر لي على الهارت ويعمل لي اديمه. تمام. طيب يبقى الاديمه هنا هتكون موجوده في اكتر من 90% حاجه يونيفرسال. تمام. طيب اللي بعد كده، اللي بعد كده دي مشكله الفوليوم، والفوليوم هيعمل لي حاجه اسمها هايبر تنشن، هتاثر لي على البرين وهتاثر لي على الهارت. تمام. طيب مش قلت لك بيحصل ديبوزيشن بالترتيب ده، بالسيكونس ده، سب اندوثيليوم وبعدين عند البيزمنت برين وبعدين سب اندوثيليال. تمام. طيب اهو كل حته يعني قلت لك يعمل ده في ديبوزيشن، يعمل فيها هايبر سيلاريتي. تمام. وده اللي كونتريبيوت لليومن هيجي اكتر. تمام. طيب من الحته اللي هيحصل فيها هايبر سيلاريتي اللي هو الميزنجيم ده. تمام. طيب اهو الميزنجيم ده هولد كابيلاري توجذر. تمام. فهيحصل عندي حاجه اسمها هيماتوريا، ولابد لابد يحصل عندي هنا هيماتوريا. تمام. على عكس بتاع النفروتيك، النفروتيك هو كل اللي هناك ايه، لو فاكر كان المينيمال تشينج، المينيمال تشينج ما حصلش ديسربشن للكابيلاري، كل اللي حصل هناك في المينيمال تشينج هوريك الصوره، شايف الصوره دي كده، كل اللي حصل في المينيمال تشينج اللي انا بس البتاع اللي دهمت حصل فيوز اللي هو الفود بروسيس دي مع بعض. تمام. طيب لكن في الممبرانس، ممبرانس برضه من نوع من انواع النفروتيك سندروم، اللي حصل ايه؟ حصل ديبوجيشن هنا، فحصل دي سينك سيكننج هنا للبيزمنت تمبرين. تمام. طيب لكن الهيماتوريا ما حصلش قوي بروليفريشن للميزانجيم ده. تمام. امتى الهيماتوريا تبقى واضحه؟ لو حصل بروليفريشن للميزانجيم. تمام. اللي هو لانه ايه بيهولد كابيلاري جزر. تمام. طيب عشان كده، عشان كده لو رحنا بص لحظه كده فين هنا اهو، ننزل كده تحت خالص فين، الديفرنشال دياجنوز، الديفرنشال دياجنوز يقول لك ايه اذر كوز اوف هيماتوريا. تمام. سواء كانت اي جي اي نفروباسي، سواء كانت جود باسر سندروم، فاكر الاي جي اي نفروبسي في الجلوميرول نفروتس، قلت لك ايه اللي بيحصل؟ كل اللي بيحصل عندي ان الاي جي اي، وقلت لك دي حاجه برضو الاي جي اي هيعمل ميزنجر بريفريشن. تمام. طيب الجود باسر سندروم، الجود باسر سندروم هنا انتي بادي لو فاكر الصوره كان بيجيب ويحصل ديبوزيشن لينير ديبوزيشن كده، راح يهاجم البيزمنت برين بتاع اللنج وبتاع الايه الالفيولاي. تمام. تمام. اهو فاكر ديت، ده كان الايه اللي هو الايرلي ستيج بتاع الانتي بيزمنت برين اللي هو كان اسمها ايه؟ الجو باسر سندروم، اللي انا عندي انتي بادي وراح تهاجم البيزمنت برين، سواء بتاع اللنج سواء بتاع الكيدن هو الجلوميرولس. تمام. طيب فالحاجات دي برضو هتعمل لي هيماتوريا. تمام. طيب انا ليا برضو من الاسباب اللي عندي كاتب لي اللوبس نفرايتس. تمام. اللوبس نفرايتس قلنا ممكن اللوبس نفرايتس ده بريزنت از مين، اللي هو الممبرنس. بص المشكله بتاعت الكيدن بتاعت اللوبس ممكن حاجتين يبرزنت بحاجتين، يا اما يكون ممبرنس نفروباسي اللي هو الديبوزيشن بس بسيله كده ومفيش هيماتوريا، كل هيبقى عنده بروتينوريا وكده. تمام. طيب او ويبقى في عنده حاجه اسمها الميزنجن ده يحصل له بروليفريشن، هتبقى زي الصوره ده اهي. تمام. اهو دي الصوره بتاعت اللوبس الثانيه اللي هو حصل ديبوزيشن بس معاه كمان بروليفريشن للميزنجن. تمام. طيب يبقى اكيد لو في بروليفريشن للميزنجن هيبقى معايا هيماتوريا. تمام. اخر واحده بقى عندي من ديفرنشال دايجنوز اللي هو ايه؟ هيموليتيك يوريميك سندروم. ايه البتاع ديت؟ خلي بالك هنا عندي حاجه اشرح الموضوع بس كده هنا اهو. فين؟ هنا اهو. بص انا عندي اهو لو مثلا دي البكتيريا مثلا اللي هو اسمها الايكولاي. تمام. النوع فيه لها سيرو تايب كده معين. تمام. اهو الايكولاي ديت اما تدخل الجسم هتطلع حاجه اسمها فيروتوكسين. تمام. الفيروتوكسين ده اهو راح الكدنه مثلا اهي، الكدنه اهي وراح للبلاد فيزل اللي هنا اهو، تقوم راح عامله ايه البلاد فيزل ده لاين ديب اندوثيليوم. تمام. طيب الفيروتوكسين ده هيروح يعمل ديسربشن، يبقى ناخد البلاد فيزل هنا اهو مثلا، طيب وده الاندوثيليوم مثلا اللي مغطيها اهو، يقوم عندي التوكسين يقوم راح عامل دامج للاندوثيليوم ده. تمام. اما يعمل دامج هيجي حاجه اسمها ايه، هيجي حاجه اسمها اللي هو البليتليت، تقوم شابكه فيه هنا بقى خلاص في دامج. تمام. طيب فتشبك هنا اهو، اول ما تشبك هنا دي كده هيقل عدد البليتليت عندي في البلاد. تمام. فيعمل لي حاجه اسمها ثرومبوسيتوبينيا. تمام. طيب دلوقتي الثرومبوسيتوبينيا ديت البليتلت هتتجمع كده، هتتجمع كده. تمام. يجي عندي حاجه اسمها ار بي سيز معديه، الار بي سيز دي اول ما تيجي تعدي كده، اول ما تيجي تعدي هتقوم متكسره، لان بقى عندي هنا في بليتلت فوق هنا اهو، وهنا برده في بليتلت تحت، فالار بي سيز دي لما تعدي هتتكسر، يبقى يسموها حاجه اسمها شيستوزاين، يعني وهي بتعدي من مرض الضيق ده شكلها بتغير كده. تمام. فالشكل لما اتغير كده هتعمل لي انيميا. تمام. بقى الوقت عندي بليتلت قليله، وكمان عندي الار بي سيز بتتكسر. تمام. طيب وعندي المشكله عموما ان الفيروتوكسين ده راح يهاجم الاندوثيليوم بتاع مين؟ بتاع اللي هو اسمها ايه؟ الكدني. تمام. طيب
لو رحنا عندنا الكتاب عندنا اهو فين؟ اهو اهو. يبقى انا عندي دلوقتي حاجه اسمها دي بتحصل امتى؟ اما البيش المهم بتحصل الاطفال تمام؟ اللي هم كانوا فين؟ اللي هم اتعرضوا للانكوكد بيف تمام؟ طيب كانوا يعني اللحمه ما كانتش مطبوخه كويس بس كده. فيبقى عندي هيموليتك انيميا قلنا ليه؟ عندي ثرومبوسيتوبينيا وعندي اكيوت رينال فيلير وكمان اللحمه هتعمل لي بلاد دايريه تمام؟ طيب اتس ذا موست كومون كوز اوف اكيوت رينال فيلير لونج تشيلدرن تمام؟ طيب واسوشيتد مع ايكولاي واندر كوكد ميت اور امباستريز ميلك تمام؟ طيب يبقى احنا كده قلنا بسرعه ديفرنشال دايجنوز بتاع الهيماتوريا تمام؟ طيب نرجع بقى للموضوع بتاعنا خالص. الموضوع معلش اللي انا سبت كده. طيب الموضوع بتاعنا احنا كنا ماشيين فين؟ كنا بنتكلم فين؟ كنا بنتكلم من اهو على الباثوجينيسيس بتاع ايه؟ بتاع اللي هو النفريتك سندروم. وقلنا الفوليوم ما يقل هيعمل لي الفوليوم قصدي ما يزيد في الدم هيعمل لي حاجتين، هيعمل لي الاديما وهيعمل لي هارت فيلير تمام؟ ككومبليكيشن يعني كومبليكيشن ممكن البيشنت يبريزنت بدري تمام؟ طيب ولما الفوليوم يزيد هيأثر لي على الهايبر تنشن. طيب وكمان عندي قلت لك دلوقتي اليوم من المداء ده اهو اليوم من المداء يبقى عندي دلوقتي اوليجوري تمام؟ امال ايه اللي هينزل؟ الدم هو اللي هينزل تمام؟ طيب نرجع بقى لكتابنا هنا اهو اهو بيقول لك انا عندي فين الباثوجينيسيس. عندي اول حاجه ديكريز طبعا للفين للديبريشن للسيروم سي 3 تمام. بص نخلينا احسن في الصوره ديت بدل ما نعمل ايه عشان نخلص بدري. اول حاجه انا عندي دلوقتي هنا ايه اللي بيحصل؟ قلت لك في الباثوجينيسيس نروح لهنا اهو معلش نكبر بس اهو الباثوجينيسيس. قلت لك انا عندي دلوقتي اول حاجه ان اليومن ده عمل لي حاجه اسمها ايه؟ اوليجوريا. طيب واليومن ده ليه؟ عشان في حاجه اسمها هايبر سيلولاري تمام؟ يبقى معايا هيماتوري. الاوليجوريا ديت هتعمل لي حاجتين، الاوليجوريا ديت هتعمل لي اللي هو الدم هيزيد، الفوليوم هيزيد، هتعمل لي اديما تمام؟ طيب وكمان هيأثر لي على اكتب جنبين اهو مشكله في الهارت تمام؟ اللي هو الفوليوم اللي زي ده تمام؟ طيب او الاوليجوريا ديت تعمل لي هايبر تنشن، تعمل لي حاجتين دول تمام؟ طيب يبقى ده بيقول لك الهيماتوري عشان البوزيشن خلاص قلنا الكلام ده. والاوليجوريا ليه؟ عشان اليومن ده خلاص. او بيقول لك نرفنج جوز افريت ارتريول تيوبولر اوبستراكشن باي كاست تمام. طيب ايه تاني؟ كلينيكال بيكتشر بقى كلينيكال بيكتشر. بس انا بس بص هقول حاجه بس شايف هنا اهو في الانفستيجيشن قبل ما نعمل هو بقى انا قلت لك كل الموضوع بدا بان اليومن ده عشان هايبر سيلولاريتي حصلت ليه؟ عشان انا عملت البلوفريشن الميزنجم ده شايل الاثنين كابيلري مع بعض تمام؟ طيب يبقى انا عندي هنا حاجه اسمها الهيماتوريا لازم تكون موجوده تمام؟ طيب والاوليجوريا ما عادش خلاص ما عادش في بول تمام؟ عشان كده في الانفستيجيشن البيست انيشال بدا بايه اول حاجه؟ اليورين اناليسيس تمام؟ زي هناك برضو فين؟ في الاكيوت رينال فيلير مثل ما قلنا يعني هتلاقي هناك البيست انيشال ثيرابي الاكيوت رينال فيلير المشكله فين؟ في الكيدني فانكشن تمام؟ طيب يعني الكيدني هي مش فيلير هنقول بعد كده مش فيلير هي بس جاست انجري تمام؟ لان لسه الكليه بتعرف تابزورب الصوديوم تمام؟ سواء كانت بري رينال او بوست رينال تمام؟ فهناك بدانا البيست انيشال ثيرابي اللي هو ايه؟ الرينال فانكشن تيست اللي انا اشوف الكرياتين اللي هو بلاد يوريا بالكرياتين ريشيو تمام؟ طيب وبعدين كده بعمل على طول بعدها اليورين اناليسيس. لكن هنا المشكله بدات بين بيشنت يغيلي بهيماتوريا فبدات بحاجه اسمها يورين اناليسيس تمام. برده في النفروتيك بدات من هناك بحاجه اسمها اليورين اناليسيس بس هناك راح اشوف البروتين هنا راح اشوف البلد تمام. طيب الهيماتوريا يعني تمام. طيب نتكلم بعد كده بقى فين في نكمل الكلينيكال بيكتشر. طيب دلوقتي عندك الكلينيكال بيكتشر ديت بيقول لك ايه اللي فيها. اول حاجه كاتب لي اكيوت اوتونسيل تمام. شايف الاكيوت اوتونسيل دهيت دي خليه الحاجات لو حصلت هتبقى مور سيفير يعمل لي كومبليكيشن تمام. خاف من الاديما اللي هي ممكن تعمل هارت فيلير، خاف من الهايبر تنشن ممكن ياثر لي على البرين تمام. طيب بعد كده بيقول لك الايدج هيبقى الايدج هيبقى يونج تمام. طيب وطبعا الهيستوري طبعا من الستريبتوكوكال انفكشن كل ما كانت الانفكشن في السكن هيوصل الكيدني متاخر لكن كل ما كانت الفارنكس هيوصل بدري تمام. طيب عندي بقى هنا الجنرال مانيفستيشن دي اكيوت انفكشن هيبقى عندي فيفر وهيدك ونيس انيروسيا تمام. شايف اللوكال دهيت شايف اللوكال بيقول لك اللي هو بين بص عايز بص افتكر الصوره اهي شايف ده كله قاعد يحصل في الكيدني وكمان بقول لك ديفيوز بروجريسيف يعني ما خدش سيجمنتال ولا خد فوكال سيجمنتال تمام. لا ده ديفيوز يبقى اكيد في لوكال بين تمام. طيب نكمل بعد كده عندي بقى حاجه اسمها هيماتوريا وقلنا الهيماتوريا ديت خلاص تمام فسرناها ده الشكوى اللي هتيجي بقى الام ودي اول حاجه نعملها في الانفستيجيشن ودي اللي بنينا عليها ديفرنشال دايجنوز تمام. دي اليونيفرسال عندي تمام اليونيفرسال فايندنج عندي تمام اللي بنيت عليها كل حاجه. طيب
الاوليجوريا اقول لك هتحصل، هتحصل ليه؟ انا ضيقت الهيومن اوريدي تمام. فالاوليجوريا دي لما تعمل هتعمل لي عندي الايديما، هتعمل لي عندي الهارت لتر اون، ممكن يحصل له كومبليكيشن تمام. طيب الايديما اهو بقول لك موجوده في 90% من الحالات فيرست، هتظهر از ايليد بافنس وز ايليد وبعدين تحصل تمام. طيب الهايبر تنشن بقى، الهايبر تنشن قلنا يحصل ليه؟ انا قلت لك اول حاجه الفوليوم عندي بقى فيه اوليجوريا واللي خلاص ما عادش فيه فوليوم نازل تمام، فيحصل ديفلوب الهايبر تنشن، واكتب جنب الهايبر تنشن اهو مشكله في الهارت او مشكله في البرين تمام. طيب الكومبليكيشن بقى عندي دي، الكومبليكيشن قلت لك ديت هتحصل ليه؟ لان اول حاجه الديزيز عندي اكيوت تمام تمام. طيب ثاني حاجه عندي اللي هيحصل ممكن تكون هايبر تنشن او ممكن تبقى ايه عشان الهايبر فوليميا اللي حصلت دي تمام. طيب الهايبر فوليميا هتاثر على الهارت تمام، او موست كومن كومبليكيشن هوسبيتاليزد شيلدرن والاي جي ام او سيركيوليتري كونجيشن، يعني هايبر فوليميا يعني الكدني ما عادش بتنزل دم تمام، ما عادش بتنزل قصدي اليورين تمام. بس افتكر افتكر هنا الكونجيشن هيبقى عشان الكيدني ما عادش بتنزل اليورين تمام. طيب وبقول لك ليد تو هارت فيلير بالمنري اديما تمام. طيب ديزنيا وارثيديا وقف تمام. طيب انا عندي الكومبليكيشن اوف هايبر تنشن، شوف هنا بقى في النيفريتك حصل هايبر تنشن عشان انا ضيقت اليومن تمام. لكن هناك في فين في النيفروتك، النيفروتك هناك اليومن انا كل اللي عملته ايه؟ عملت مثلا في الممبرن سكروبسي او في المينيمال تشينج او في الفوكال سيجمنتال، انا كل هناك اثرت مثلا على البيزمنت برين، لكن انا عندي لحد ما حصلش قوي، ما حصلش قوي اللي هو الميزنجيوم ما تاثرش، اللي قال لك في 20% من الحالات، عشان كده ممكن الاقي هيماتوريا ودي هتبقى تيبيكال حاجات كده تمام. طيب لكن هناك ما حصلش هايبرتنشن ليه؟ لان الايفين بص هقول لحاجه، يعني بصوا الصوره دي كده، لو في النفروتك ايديما في النفروتك هناك المفروض ان عندي دلوقتي في مشكله عندي في البيزنت مريم، فبقى بيعمل بروتينوريا، فبقى البروتين عندي قليل في الدم، فالدم قام رايح سايب الاوضه بتاعته وراح طلع في البلكونه بره تمام. طيب قام عامل لي حاجه اسمها ايه؟ اما طلع قام عامل لي حاجه اسمها ايديما، وبالتالي البلد اللي رايح للكيدني قليل، فيطلع حاجه اسمها رين انجيوتنسي سيستم. طيب ليه هنا مع رين انجيوتنسي سيستم ما عملش الهايبر تنشن؟ قال لان اوريدي اوريدي الكيدني عندي بتطلع كل حاجه، ده بتطلع البروتين، وكمان البروتين ده هيسحب معاه كل حاجه بقى تمام. فعشان كده الفوليوم مش هياثر قوي على اللي هو الهايبر تنشن. لكن انا عندي هنا في فين هنا اهو فين احنا كنا فين نعم. هنا انا عندي هيبقى هايبر تنشن ليه؟ لان عندي حاجه اسمها اساسا نروينج اليومن، عندي حاجه اسمها اوليجوريا، عندي حاجه اسمها هايبر فوليميا تمام. كل ده كونتريبيوت للهايبر تنشن تمام. طيب الهايبر تنشن اثر على مين؟ على الهارت وعلى البرين اهو. على الهارت هيعمل لي حاجه اسمها الهايبر فيلر والاكيوت بالموري ايديما، وعلى البرين هيعمل لي حاجه اسمها هايبر تنسيف انكفالوبس تمام. طيب بيرسنت يبقى انكريز انترنال بريشر، فوميتنج، هيدنج، فيجن، فيجن امبيرنج تمام. طيب امبيرمنت في كونشسنس تمام. اكيد ممكن يعمل حاجه اسمها بقى اخر كوميونيكيشن اكيوت رينال فيلير تمام، لانها بتكون رابيد بروجريسيف كورس بتاعها كمان بيقول لك بتكون ديفيوز تمام. طيب كانفستيجيشن كانفستيجيشن نروح للجهه الثانيه اهو. قلت لك اول حاجه لازم ابدا بيها، قلت لك عندي اصلا دي اسمها كلينيكال سندروم كاركترايزد باي، اول حاجه هيماتوريا هناك في النفرتك كانت برضو كاركترايزد باي بيرسنوريا، فهناك بدات الاثنين باليورين اناليسيز، باليورين اناليسيز هي مشكله في اليورين نازله في اليورين، البيشنت هيجي يشتكي من اليورين بتاعه تمام. فهبدا باليورين اناليسيس تمام. طيب بعد كده بقى تختلف، هناك في النفرتك كنا بدانا اليورين اناليسيس بايه؟ بالبروتين، هنا بدانا اليورين اناليسيس بالايه؟ هشوف ادور على الار بي سيز او كده هيماتوريا او كده تمام. طيب اوريدي ممكن اللون بتاع البلاد يبان يعني اليورين يبان يعني تمام. طيب لكن هناك في الاكيوت رينال فيلير مشكله هناك في الفانكشن، فبدات اول حاجه بال الكيدني فانكشن تيست اللي هو البي يو ان تو كرييت انرجي تمام. طيب نتكلم هنا بقى، انا عندي دلوقتي يورين اكزامينشن عندي اوليجوريا وز هاي سبيسيفيك جرافيتي، بس عندي شايف الماتيريال دهيت تمام. ار بي سيز كاست او ديسمورفيك ار بي سيز اب تو سموكي كولا كولرد يورين، وممكن الاستربشن في الجلوميرس ده يعمل لي ايه؟ بورتنوريا تمام. طيب لكن البورتنوريا هتكون بريزنتد اكتر مع النفروتك تمام. طيب لكن البيشنت ده هيجي يشتكي هيماتوري، وازاي تفرق بين الديسمورفيك؟ الديسمورفيك ار بي سيز معناها مشكله في اسمها ايه؟ الكابيلا اللي هو الجلوميرس تمام. طيب نعمل بقى اللي هو الليبوراتري، يعني ايه نعمل ليبوراتري؟ نشوف مثلا الاخبار اللي سيرب كومبلمنت ايه المفروض يبقى لو تمام. انا قلت لك المشكله كلها بدات ببكتيريا دخلت انتي بودي طلع كومبلمنت شبك معاها تمام. طيب استيرون بوردين هيبقى عندي لحد ما الالبوم ديكريز تمام، والسي بي سي هيبقى عنده مايلد انيميا لان عنده حاجه اسمها هايبر بوليميا تمام. طيب الالكترولايت بيقول لك مايلد هايبر كاليميا. انا عندي هقول لحاجه، هو دلوقتي ايه الفرق بين الالكترولايت هنا في النفرتك وبين النفرتك؟ انا عندي دلوقتي في النفرتك عندي ضيق في اليومين تمام، يبقى عندي حاجات مش هتنزل تمام. طيب على فكره على فكره معلش دي سموات شبه او سمهاو
تمام، شبه بتاعت اللي هو ايه الاي تي ان. انا عندي برضو هناك حصل ضيق في اليومن، فهنا برضو حصل برضو ضيق في اليومن، بس هناك كانت في التيبيول، هنا في البلوميرولاي. تمام طيب، فهنا برضو عندي حاجه اسمها مايلد هايبر كاليميا. تمام طيب، الانفستيجيشن بقى نكملها. يبقى انا اول حاجه بدات باليورين، مشكله اليورين. تمام، وبعدين عملت اللابوراتوري، هعمل حاجه اسمها بقى الايفيدنس اوف الريسنت ستريب. ليه؟ ليه هعمل الكلام ده؟ لان لو ما لقيتش الكلام ده دي بقى تيبيكال خلاص. تمام اهو، وبعدين اخر حاجه هعمل اليورين تو كرياتين ريشيو يوجوالي ريز. تمام، اقول لك بس اقول لك افكرك تاني، الكيدني فانكشن تيست هناك في النفروتك ما كانتش ريزد. انا قلت لك عندي المشكله في النفروتك ان البروتينات هي اللي طلعت فسحبت معاها كل حاجه، فاليوريا والكرياتين مش هيرتفعوا الا لو حصل مشكله كومبليكيشن تاني. تمام، لكن انا هنا عندي ضيق في اليومن، هيرتفع البوتاسيوم، هيرتفع اليوريا والكرياتين ريشيو. تمام طيب، طيب نكمل بعد كده اهو. عشان كده بيقول لك في الكومبليكيشن هناك ممكن تعمل لي اكيوت رينال فيلير. ما انا قلت بدات هناك في الاكيوت رينال فيلير انفستيجيشن بايه؟ بداتها باول حاجه كرياتين بيو انتو كرياتين ريشيو. تمام طيب، نكمل بعد كده الرينال بايوبس امتى؟ لو اتبك البرزنتيشن. بص احكي لك القصه من البدايه. انا عندي بكتيريا دخلت، انتي بودي طلع، شبك معاهم اللي هو الاميونوجلوبين. تمام، اللي هو الكومبلينت، معلش. تمام، قاموا رايحين هنا اهو، قاموا رايحين اهو عند بوزيشن، وبعدين انا بدأ اللي حصل لي هيماتوريا، وبعدين قلت لك في السيكونس بتاع البوزيشن ده قام راح هنا في الاندوثيليوم، وبعدين بقى عندي في البيزم تيوري، وبعدين بقى هنا، وبعدين انا اختفى. يعني بعد شويه هلاقي كل الامور رجعت لطبيعتها. تمام، يعني المفروض ما يحصلش بريزيستنس اكتر مثلا من 8 اسابيع. تمام طيب، يبقى انا عندي دلوقتي نتكلم نعكس القصه دي بقى اهو. لو كان البيشنت ما كانش عنده ستريبت انفكشن، شوف عشان كده هنا قلت لك ايفيدنس اوف ريسنت ستريبت انفكشن. تمام طيب، يبقى ما فيش بكتيريا داخل، او ما فيش بعدين قلت لك بكتيريا تدخل تطلع انت بادي يشبك معاهم ايه الكومبلمنت، وبالتالي المستوى يقل في الدم، يبقى عندي دلوقتي نورمال سي 3 ليفل. تمام طيب، يبقى ده تاني حاجه. القصه الثالثه ايه اللي قلت لك بعد كده؟ قاموا رايحين هناك عملوا حاجه اسمها هيماتوريا. تمام، وليه؟ لانهم راحوا عملوا ديسربشن بتاع الاندوثيليوم، وبعدين راحوا هناك للبيزنت مرين، وبعدين راحوا للسيليوم، وبعدين اختفوا. تمام طيب، لو كان بقى بيقول لك بريزيستنس للوسي 3 ده المفروض يختفي بعد فتره. تمام، لا بريزيستنس، لو كان بريزيستنس للهيماتوريا. تمام، لو كانت الرينال فانكشن لسه امبير. تمام، او بروتينوريا ل 1 يير. تمام طيب، يعني بتعكس القصه اللي احنا خدناها. تمام طيب، او التاثير على البيشنت كان سيفير لدرجه هو عامل سيفير انيميا وماركت جروس ريتارديشن. تمام طيب، معناها اللي بقى حاجه كرونيك، يعني ديزيز تحول ماركت جروس ريتارديشن، حاجه تحول هو اساسا ده اكيوت بريزنتيشن. تمام طيب، الدايت بقى هنا التريتمنت، قصدي التريتمنت هعمل ايه؟ انا عندي ده كلها بدأ بانفكشن، فلازم اقعد حاجه اسمها انتبيوتيك. تمام، سنجل دوز اوف لونج بنسلين جي بنسازين بنسلين. تمام طيب، انتر ماسكر والجرعه بتاعته هنا اهو. تمام طيب، عندي بقى المشكله الثانيه. عندي ايه المشكله الثانيه؟ اللي هو اي حاجه بقى من كلينيكال بيتشر، البيشنت كان عنده اديما، خلي بالك من السولت ريستريكشن واللوب دايرتيك. تمام، هناك هناك في النفروتك ينفع استخدم اللوب دايرتيك، ده البيشنت بيقول لك بيفضي كل اللي في جسمه. تمام، البروتين نازل فساحب كل حاجه معاه، فهناك ما كانش بيستخدمها الا كانت لو سيفير 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 كيس. تمام طيب، وهناك قلنا معاه اديما ليها، لان البروتين نزل فقلل الكوتك بريشر، فالدم خرج للبلكونه، يعني خرج من الاوضه اللي كان قاعد فيها. تمام طيب، عنده هايبر تنشن، عندك كالسيوم شان بلوكر او ايس انهيبيتور. تمام، او فازو ديليتور، الهايبر كاليميا بريفنتد باي ريستريكشن اوف بوتاسيوم انتيك. وشوف الفيديو بتاع الالكترولايت ديستربنس اللي ده مشروح فيه كويس، اي هوب يعني. تمام طيب، امتى اعمل دايلسيس بقى؟ امتى اعمل دايلسيس؟ انا قلت لك المشكله عندي، المشكله عندي في رقم 7. تمام، يعني ايه؟ لو البوتاسيوم عالى عن 7. تمام طيب، لو اسيدوزس، يعني ايه اسيدوزس؟ يعني بقى اقل من 7، خلاص ديت دايلسيس. تمام طيب، والكلام ده مكتوب هناك في الانديكيشنال دايلسيس، مكتوب في الاكيوت والكرونيك رينال فيلير. تمام طيب، او اثر على 3 اورجان عندي، لا اما اثر على الهارت، لا اما اثر على البرين، لا اما اثر على اسمها ايه اللنج. هنا حاجه اسمها بلمونري اديما. تمام طيب، البروجنوزيس بيقول لك ديبند اون ذا كوز، نفريتك كوز باي اي بي سي جي ان، شيلدرن يوجوال اكسلنت، لانها اول حاجه عندي ايه لها تريتمنت اول حاجه، والكورس بتاعها قلت لك يعني هتديسبير لوحدها الديبوزيشن، يعني المشكله اللي حصلت ده هتسيب لوحدها، يعني هيحصل لها ديسبيرنس لوحدها. تمام طيب، يبقى اي ثينك كده خلصنا النفريتك سندروم. ثانك يو فور لسننج، اي هوب تو جيت سام سبورت. طيب، نبدا اول حاجه بالاكيوت رينال فيلير. تمام طيب، بس ما تقولش عليها اكيوت رينال فيلير، لان المشكله ما حصلش اللي هو رينال فيلير، حصل انجري في الكدني. ليه برضو بقول لك كده؟ لان انا عندي الفانكشن بتاع الكدني لسه شغاله،
لان لما اروح للاسباب هلاقي عندي سبب اسمه بري رينال وهلاقي سبب اسمه بوست رينال. السببين دول لسه الكدني شغاله فيهم. يعني ايه؟ يعني لسه الفانكشن بتاعها شغاله. يعني ايه؟ يعني الفانكشن بتاعه التوبيو اللي هي بتعمل ابزورب للصوديوم والحاجات الثانيه لسه شغاله. تمام؟ يعني المشكله نقطه زي كدني. تمام؟ عشان كده مكتوب في كتابنا اهو بيقول لك ان الرينال تيشو از انتر. تمام؟ لكن المشكله عندي قال لك ليه فيلير؟ قال لك ليه فيلير؟ لان انا عندي الايتري ويست برودكت اللي هي الكرياتينين والبلاد يوريا نيتروجين بقوا عاليين في الدم، فقال لك لا ده الكدني دخل في فيلير. تمام؟ ولكن هي لسه فانكشن. تمام؟ فعشان كده قال له اسمها ايه؟ اكيوت كدني انجري. تمام؟ طيب هقول لك حاجه. انا قلت لك دلوقتي لو رحنا للديفينيشن هنلاقي بيقول لك ايه؟ كاركترايزد باي رابيد ديتيريوريشن اوف رينال فانكشن ويز ريزلت الجوري. تمام؟ طيب مكتوب اللي هو الريبت ده مكتوب في كتابنا حد الوقت بالظبط كام؟ حدده ويزن 48 ساعه. تمام؟ طيب عايز اروح بقى ارجع للحته دي مهمه. بيقول لك ريبت وقلنا 48 ساعه ديتيريوريشن اوف رينال فانكشن. هي الرينال فانكشن بنقيسها بايه في اللاب؟ مش بنقيسها بالبلاد يوريا نيتروجين الكرياتين او الريشيو بينهم يبقى احسن قوي. تمام؟ وبهذا عشان كده هلاقي من بيست انيشال ثيرابي البيست انيشال ثيرابي اللي انا اسس الرينال فانكشن تيست. تمام؟ اللي هي مكتوب عندنا في الانفستيجيشن فين؟ اهي الرينال فانكشن تيست. تمام؟ امبير اللي هو هلاقي حاجه اسمها اليوريا والكرياتين هلاقيهم عاليين. يبقى انا عندي عشان اول حاجه البيست انيشال ثيرابي في الاكيوت رينال فيلير لازم اعمل اللي هو الريشيو بتوين البلاد رينالجين بي ان والكرياتين. تمام؟ لان ده اول حاجه هيقول ان البيشنت داخل في رينال فيلير في اكيوت كيدني انجري، وكمان هيميز لي بين حاجتين مهمين قوي. تمام؟ بين السببين الكاتيجوري اللي هيختلف معاهم التريتمنت. تمام؟ طيب نروح بعد كده. طيب بعد كده هيقول لك ان الاسباب عندي بيقول لك يا اما بري رينال او رينال او بوست رينال. تمام؟ طيب شايف البري رينال والبوست رينال؟ يعني المشكله نوتن ذا كيدني. تمام؟ يعني الكيدني تيشو انتكت، يعني الابسوربشن بتاعها هيبقى كويس قوي. تمام؟ لكن المشكله خارج الكيدني. تمام؟ هو ايه اللي قبل الكيدني؟ قبل الكيدني جاي لها بلاد فيزل الرينال ارتري. تمام؟ طيب اللي بعد الكيدني لا اما رينال فين او اليوروتر والكلام ده اوبستراكشن. تمام؟ المشكله في البوست رينال هتبقى في الاوبستراكشن للاستراكشر اللي طالعه دي. تمام؟ والبري رينال هيبقى برضه الى حد ما اوبستراكشن، بس مش اوبستراكشن قوي. عايز اقول لك ديكريز بيرفيوجن. تمام؟ هما نفس الى حد ما الكونسبت في الاثنين، بس هنا هنقول ديكريز بيرفيوجن في البري رينال او في البوست رينال هنقول اوبستراكشن. تمام؟ طيب يبقى دلوقتي انا عندي دلوقتي بري رينال او بوست رينال لسه الكيدني فانكشن لسه كويسه بتعمل ابزوربشن كل حاجه. عشان كده كلابوراتوري انفستيجيشن هلاقي هما الاثنين البلد يوريا نيتروجين والكرياتين ريشيو هلاقيهم هما الاثنين عاليين وباقي الانفستيجيشن زي بعض هنا. لكن في الرينال اللي في النص دهيت لا هتختلف الانفستيجيشن هنا. تمام؟ عشان كده انا قلت لك البيست انيشال ثيرابي عندي اللي انا اعمل اللي هو البلد يوريا نيتروجين والكرياتين ريشيو. تمام؟ ده هيفرق، هيقول لي اول حاجه نديك اي كي اي، وكمان هيفرق لي بين الاثنين دول بين البري رينال والبوست رينال وكمان بين الرينال. تمام؟ طيب اول حاجه البري رينال قلت لك المشكله كلها ديكريز بيرفيوجن. تمام؟ طيب وقلت لك حاجه اسمها اكيوت كيدني انجري في خلال 48 ساعه، يبقى انا عايز الاسباب تكون اكيوت زي مثلا كارديوجينيك شوك، زي بيرن، زي ديهايدريشن، زي هيموريج. تمام؟ طيب وبالتالي معاهم كمان هايبوتنشن. تمام؟ طيب الرينال ارتري سنوزز ده الوحيد اللي هيبقى معاه هايبرتنشن. تمام؟ وحصل ليه؟ هوريك صوره كده لحظه. طيب شايف الصوره ديت كده؟ دي رينال ارتري سنوزس. تمام؟ بالانجيوجرام. طيب اهو هنا البرفيوجن برضو قليل، يعني في كل الاسباب عندي الرينال البري رينال يبقى عندي برفيوجن قليل. عشان كده في التريتمنت لازم ازود هناك اعمل ريهيدريشن. تمام؟ طيب اهو البرفيوجن اللي قليل ده هنا في الرينال ارتري سنوزس، وبالتالي بقى في دم راح قليل للكدني طلع اللي هو الالدوستيرون عمل كمان ايه؟ زود الهايبرتنشن. تمام؟ طيب نرجع للكتاب بتاعنا. يبقى انا عندي في كل الاسباب بتاعت البرينال قللت البرفيوجن. تمام؟ طيب شايف الهيباتو رينال سندروم دهيت اهو ده السبب ممكن الوحيد اللي ما يتحسنش لو عطيت اللي هو الفوليو لو عطيت ريهيدريشن. يعني لو تفتكر كان هناك في الهيباتو رينال سندروم عندنا في الليبر كان قال لك اساسا عندي اثنين ماينور كريتيريا وميجر كريتيريا، كانت واحده من الميجر كريتيريا بتاعتها اللي انا مش هيتحسن البيشنت معايا لو عملت كمان عملت فوليوم اكسبانشن. تمام؟ لكن انا عندي في الهايبوفوليميا هنا البيشنت هيتحسن. تمام؟ المشكله عندي هنا في الديكريز بيرفيوجن. تمام؟ طيب يبقى في البري رينال اهو لو الانفستيجيشن بتاعتي البيشنت جاي للبري رينال يبقى هيبقى ايه؟ اول حاجه انيشال ثيرابي هتاكد اول حاجه المشكله عندي في الاي كي اي، وكمان عندي المشكله بري رينال يعني لسه الابسوربشن كويس، هلاقي عندي اول حاجه ايه؟
المشكله هتبقى عندي البلاد يوريا نيتروجين، وهعمل اول حاجه رينال فانكشن تيست يعني اللي هو البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين هيبقوا عاليين، تمام؟ لسه نعرف عاليين بقد ايه بالظبط، تمام؟ طيب وده هيبقى زي الانفستيجيشن بالظبط فين؟ في البوست رينال، تمام؟ طيب نروح للبوست رينال كده ونسيب الرينال ديت، البوست رينال اهو المشكله كل المشكله كلها ان انا عملت اوبستراكشن، تمام؟ طيب لكن الكيدني از فانكشن لسه شغال، لسه تعمل ابزوربشن وكل الكلام ده، تمام؟ اهو وعشان يحصل المشكله لازم تبقى ايه؟ بايلاترال، تمام؟ بايلاترال او تكون يونيلاترال مع كونترالاترال نون فانكشن كيدني، تمام؟ طيب او اوبستراكشن في البلادر، طيب. طيب هقول لك حاجه دلوقتي كده، دلوقتي شايف ايه الفرق بين البري رينال والبوست رينال بقى؟ الوقت اللي انا عرفت المشكله هنا في البري رينال ديكريس بيرفيوجن، لكن في البوست رينال كانت اوبستراكشن، تمام؟ يعني ده حاجه قبل وحاجه بعد، لكن الكيد لسه شغال، وقلنا الليبوريتوري تيست هتبقى هي، امال ايه بقى؟ انا عندي حاجه اسمها دايجنوستيك تيست، اللي هو انا عملت خلاص الانيشال ثيرابي وعرفت هنا في الانفستيجيشن عندي اللي تحت اللي هو البلاد يورينا البي يو ان الكرياتينين ريشيو، تمام؟ هنا بقى كدايجنوستيك تيست اعرف السبب من البرينا، هل هو مثلا هايبوفوليميا ولا كده؟ مش عارف، او مفيش حاجه اسمها فيزيكال هقول لي بالظبط ان ده الهيموريدج، هيقول لي هيكون واضح قدامي، لكن مفيش لسه عامل هيوضح لي قوي. لكن انا عندي هنا في البوست رينال ممكن اعمل لو عملت مثلا بلبيشن على السوبرا بيوبيك اعرف المشكله في البلادر، اعرف يعني عندي حاجه اسمها ايمجنج، تمام؟ هتوضح لي المشكله فين، تمام؟ طيب وهنا كمان حتى لو حطيت الكاستر ممكن يعمل لي ايه؟ يحصل يورينيشن وكده، تمام؟ طيب لكن عندي بقى في التيوب في الرينال هنا لا الكيدني فانكشن هنا هتتاثر، يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي التيوبيول اللي هي بتعمل ابزوربشن هي هتتاثر، تمام؟ وعندي اهو بيقول لك اكيوت تيوبولار نكروزس، تمام؟ يبقى المشكله هنا ان انا اثرت على الكيدني فانكشن، تمام؟ طيب واز انفستيجيشن برضه كان انفستيجيشن بيست انيشال سيرفي برضه اللي انا هبدا بيها اول حاجه البي يو ان وايه والكرياتين ريشيو، ده اول حاجه هتقول لي ان في مشكله في الكيدني، هيوجهني اول حاجه اللي في مشكله في الكيدني، تمام؟ بعد كده الانفستيجيشن اللي هو البي يو ان والكرياتين ايوه هيرتفعوا سواء في البري رينال او البوست او الرينال، بس في البري رينال والبوست هيبقوا زي بعض، لكن في الرينال هنعرف ليه الوقت مش هيبقوا زي بعض. طيب دلوقتي انا عرفت يعتبر التريتمنت عموما، كان هناك في البري رينال كنت بعمل الى حد ما ريهايدريشن، في البوست رينال لو ما ركب كاستر لو كان في اوبستراكشن او كده، تمام؟ طيب في الرينال بقى المشكله، شوف عندك بيقول لك الاكيوت تيوبولار نكروزس وعندنا الاكيوت انترستيشال نفريتس والاكيوت بابيلر نكروز، تمام؟ هنا المشكله عاده بتكون توكسين سواء كانت في الاكيوت تيوبولار او في الانترستيشال، تمام؟ طيب المشكله عندي في الاكيوت تيوبولار نكروزس وهي الموست كومن، خلي بالك ديت بيقول لك المشكله هتكون توكسين غالبا، اللي هو ايه؟ ان انا عندي دراج وراح عمل افكشن للتيوبيول نفسها. طيب واكثر ايه اكثر منطقه في التيوبيول هتتاثر؟ اكيد اللي هي حاجه اسمها بروزيمال كونفليتد تيوبيول، ليه؟ لان ديت هي اللي بتقوم بكل الشغل، لان هي اللي بتعمل ابزوربشن للصوديوم لليوريا لكل الكلام ده، تمام؟ طيب يبقى انا عندي الوقت هنا توكسيك وراح ضرب اللي هو بروزيمال كونفليتد تيوبيول، تمام؟ طيب كاستراكشر التوكسين ديت لما تضرب الجزء ده من التيوبيول هلاقيه بقى موجود فين؟ في اليورين، حاجه اسمها ايه؟ كاست، تمام؟ طيب وكمان اول حاجه قبل ما تنزل في اليورين هتسد حاجه اسمها ايه؟ اللي هو اليومن بتاع التيوبيول، تمام؟ طيب يبقى كاستراكشر اول حاجه السيلز دي هتقع كده تسد اليومن وبعدين تقوم نازليه في اليورين. طيب كفانكشن بقى ما عادش هتعرف تقدر الفانكشن بتاعها، فالابزوربشن بتاع الان ايه؟ هيقل، تمام؟ طيب وقال لك عندي ممكن اسكيميك برضو يعمل الكلام ده. يعني ايه اسكيميك يعمل الكلام ده؟ يعني البرولونجد برينال كوز يعمل لي تيوبولار اسكيميا ونكروز، واكتر مكان يتاثر قلنا اللي هو ايه؟ البروكسيمال كونفليوت تيوبيول، لانها محتاجه اي تي بي كتير، لانها بتقوم بمعظم الشغل اللي بيقوم بيه الكيدني، تمام؟ طيب بعد كده بقى شايف اللي هو الراديو كونتراست داي دهيت، بيقول لك ان الداي بتاع الكونتراست ديت بتعمل ايه؟ بتكون توكسيك للكيدني تيوبيول نفسها، وكمان بتعمل فاسكو كونستريكشن للابرنت ارتيريول، تمام؟ طيب وبيقول لك ان بعد 40 سنه بعد سن ال 40 دي واللوز 1% من زير نفرون برير، تمام؟ ولو ضفت كمان مع كده الدايابيتس والهايبر تنشن يبقى انت في عرضه اكتر، في ريسك اكتر اللي يحصل لك اكيوت كيدني انجل اللي هو اكيوت تيوبولار نكروزس، تمام؟ طيب نرجع كده للكتاب بتاعنا هنا، يبقى الوقت هنا انا عندي في البري رينال هنا كنت بعمل التريتمنت عموما هيبقى ريهيدريشن اعالج السبب بتاعي، تمام؟ وفي البوست رينال يا اما اركب كاستر يا اما اعمل اعالج برضه المشكله عندي هنا واعرفها كمان بالايمجنج، تمام؟ طيب لكن في البوست هنا بقى انا عندي توكسين، وقلت لك البيشنت هيكون عرضه اكتر للتوكسين ده لو انا عملت ايه؟ لو كان ديهايدريشن، تمام؟ فانا عموما برضه هوقف الدراج ده واعمل ريهيدريشن، تمام؟ طيب لكن مفيش حاجه هنا اسمها بايوبسي ولا الكلام ده. طيب ننزل بعد كده
ده اللي بيقول لك الباثو فيسيولوجي بتاع ايه؟ بتاع الاكيوت تيوبولر نكروزس، اللي هو انا عندي ايه الوقت اللي حصل؟ كل اللي حصل عندي دلوقتي ان السيلز اللي هو التيوبيول كاتوكسن ضربها خلي موتها يعني، وبالتالي بقى تسدى اليومن كيدني. تمام؟ طيب يبقى البيست انيشال سيرف اللي قلت لك عندي في الثلاثه كلهم دول اللي هو ايه؟ اللي هو انا اشوف البلاد يوريا بي يو ان، بلاد يوريا نيتروجين، الكريتين ريشيو هيبقوا عاليين. تمام؟ طيب طيب ايه هنا بقى اللي هيقول لي ان التيبيول ما عادش شغاله؟ التيبيول حصل فانكروزيس اللي هو ده اهو، شايف الهايبركاليميا وشايف الاتش اي ان ده اهو. تمام، لان انا عندي هناك في البريرينال او هيبقى عندي الالدوسترون طالع، لان المشكله عندي ديكريز بفيوجن، فالرينا هيطلع فالالدوسترون هيطلع. تمام، هيزود البوتاسيوم اكسكريشن، مش هيبقى معايا هايبركاليميا. تمام، طيب يبقى ده اهو اللي عملت البي سي انيشال ثيرابي عندي، هزود هعرف المشكله عندي في الكيدني باليوريا والكرياتين ريشيو هيبقوا عاليين. تمام، لكن المشكله بقى في التيوبول نفسها اللي هو الهايبركاليميا والهيدروجين ايون هيبقوا انكريز. تمام، طيب بيقول لك ان عندي اوليجوريا. تمام، لان اللي عندي القصد، لان التيوبول اما اول عقد حصل لها ثبت اما نزلت في اليومن عملت اوبستراكشن، فبقى عندي حاجه اسمها اوليجوريا، يعني ما عادش في عندي حاجه اسمها جي اف ار، جي اف ار بقى قليل. تمام، فبيقول لك هيحصل عندي حاجه اسمها ان البلاد فوليوم هيزيد، حاجه اسمها دايليوشنال هايبو ناتريميا. تمام، طيب بعد كده حاجه اسمها ان التيوبول بعد ما حصل لها نكروزس بيحصل لها ريجينريشن، بس الريجينريشن ده بياخد وقت. تمام، طيب هو مكتوب عندك في دكتور الشافعي كان قال برضه تفسير الدايوريتك دي فيز، ممكن تبقى تروح تشوفه هناك. او عندك هنا بص، انا عندي كان اول حاجه حصل نكروزس اللي هو ايه الابيثيليوم سيل موجوده في التيوبيول دي. تمام، طيب فاول حاجه بدل ما انت لسه بتاخد التوكسين وكل حاجه فقعد يحصل نكروزس للتيوبيول دي. تمام، فاول حاجه بتكون لسه سده اللي هو اليومن. تمام، طيب بعد كده هلاقي القص ده نزل تحت في اليورين وبقى موجود كمان في اليورين، عشان كده في الانفستيجيشن هلاقي حاجه اسمها ايه؟ يورين اناليسيز. اليورين اناليسيز ديت اللي هي نفسها اللي هي بعد اول حاجه ايه؟ بعد الرينال فانكشن تيست. تمام؟ طيب بعد ما كانت سد المنطقه ديت اللي هو القص والكلام ده نزل. تمام؟ وكمان قلت لك الرينال تيبيول بتاخد وقت عشان تحصل لها جنريشن، فبعد كده بعد ما تنزل القص ده في اليورين هلاقي حاجه اسمها دايوريتك فيز. تمام؟ بس ليه بيقول لك اهو ان المي تيك سيفرال دايز بيفور كرياتينين ستارتس دروب. تمام؟ لان انا عندي حاجه اسمها ان التيبيول البروكسيمال كونفليت تيبيول ده المنطقه اللي بيحصل فيها اكسكريشن للكرياتينين. تمام؟ طيب اما يحصل اكسكريشن للكرياتين انا عايز التيبيول تكون فانكشن، بس التيبيول هنا بيكون ايه؟ دامج. وقلت لك هي بتاخد وقت عشان ايه؟ الكرياتين يقل، فعشان كده بتاخد وقت قصدي عشان يحصل لها ريجنريشن. تمام؟ طيب يبقى بعد اول حاجه هيحصل اللي هو اللي كانت سده اليومن دي هتنزل في اليورين، فيبقى عندك حاجه اسمها ديوريسيس. وكمان بعدها كمان ليه مش هيحصل الكرياتين مش هيقل ليه؟ لان بقول لك بتاخد وقت اللي هو عشان ترجع لللايف سايكل السايكل يعني بتاعتها تاني اللي هو ايه؟ التيوبيول دي. طيب كلينيكال بيكتشر بقى عموما لكل البريرينال لكل الاي كي اي ديت، بيقول لك اول حاجه عندي الاوليجوريك فيز، ودي اكيد طبيعي سواء كان السبب كان بريرينال او سواء السبب كان بوست رينال او حتى السبب في الرينال نفسها. تمام، انا قلت لك عندي في الرينال نفسها لسه الوقت اهو، لسه بقول لك في حاجه قافله اليومن. تمام، فاكيد هيكون عندي اوليجوريا. فعندي في البريرينال كان عندي ديكريز البرفيوجن، فاكيد هيكون عندي اوليجوريا. عندي في البوست رينال عنده اوبستراكشن، فاكيد هيكون عندي اوليجوريا. تمام، طيب اهو بيقول لك الاوليجوريا ديكريزون او بوت، بس على فكره بقى الاوليجوريا بتختلف سواء كانت سبب بري رينال او بوست رينال. يعني البوست رينال ده اكيد هيكون الاوليجوريا، يعني مثلا كنت سمعت مثلا ايه بيقول لك ان السبب لو كان بوست رينال البيشنت مش هيجيب اي يورين خالص. تمام، لكن لو السبب كان بري رينال ممكن يبقى فيه يورين. تمام، طيب نكمل بعد كده. قال لك بقى المانيفيستيشن بتاعت الهايبر فوليميا اللي هو ما عادش فيه يورين فالفوليوم كتر في البلاط، عشان كده قلت لك عندي في الاي تي ان الاكيوت تيوبولار نكروزس عندي حاجه اسمها ايه؟ نيوتريشنال هايبو ناتريميا. تمام، بيقول لك بقى هيكون عندي هيدك كوجيسنيك فين بالمونري ايديما هايبر تنشن ايديما اللور ليم. شايف كل ده همت اهو دوت اللي هعمل بيهم حاجه اسمها امتى الانديكيشن اوف دياليسيس. تمام، يعني لو ظهر عندي اللي هما الهايبرمونر القديمه ديت، دي برده من الانديكيشن بتاعت مين؟ الدياليسيس. تمام، طيب المانيفيستيشن بتاعت الهايبرنتريميا هتكون على السي ان اس، المانيفيستيشن بتاعت الهايبركاليميا هتكون على المصل. تمام، طيب والبلاد يوريا واليوريميا اللي هتحصل ديت هتاثر لي على البريكار، شايف البريكارديتس برضو دي من ايه؟ من انديكيشن الدياليسيس. تمام، طيب والكوما والكونفلجن انديكيشن برضو للدياليسيس. طيب اهو شايف في الانفستيجيشن، شايف اللي كنت بقول لك عليها ان يوريا از كاركترستيك اوف بوست رينال كوز. تمام، طيب
يبقى انا دلوقتي قلت لك كبيشنت جاي لي وبيشتكي مثلا، بيقول لك ايه البيشنت ده ما جابش اي يورين خالص، تمام؟ لو ما جابش بيقول لك اليورين بتاعه قليل، لو سالته ما فيش اي يورين خالص خلاص يبقى دي بوست رينال، تمام؟ قال لك بقى لا كان في ساعات بيجيب، يبقى دي حاجتين، يا اما يكون بري رينال او يكون رينال اللي هو اكيوت تيوبر نكروزس، تمام؟ فانت ممكن تساله خدت دواء، عملت اشعه، عملت الكلام ده، تمام؟ او تعمل ايه؟ في حاجه اسمها تيست بقى اللي هنعمله هنا، بس قلت لك اول حاجه البيست انيشال سيرب اللي هو مين؟ اللي هو رينال فانكشن تيست ده اهو، تمام؟ طيب تساله بقى حاجه ممكن تعرفها ازاي بقى ديت؟ اليورين اللي هو بيجيبه ده اعمله اناليسيس، تمام؟ لكن في اليوريا ده بص رينال، يعني معلش اعمل اناليسيس ازاي؟ هو مفيش رينال، تمام؟ ادخل بقى بالكاستر وبالتالي اعمل ده هيكون ايه؟ تريتمنت، تمام؟ طيب هنا بقى في اليورين اكزامينيشن عندي هيكون ايه؟ سواء كان البرينال او الرينال نفسها، هعمل حاجه اسمها يورين اناليسيس. يعني ايه؟ يعني اشوف الاوزمولاريتي ديت، والاوزمولاريتي هتدلنا على حاجه اسمها السبيسيفيك جرافيتي، واشوف حاجه اسمها مستوى الصوديوم فين في اليورين، تمام؟ طيب انا قلت لك عندي في البرينال لسه الكدني فانكشن، لكن انا عندي في الرينال اللي هو الاكيوت تيوبر نكروزس عندي حصل بقول لك نكروزس في التيوبيول، يبقى الوقت عندي في البرينال لسه الكدني حست ان في مشكله، قال البريفيوجن عندها قليل، فعرفت ان في مشكله فين؟ هناك في البادي، تمام؟ طيب فعشان كده بقى زودت الابزوربشن بتاع الان ايه؟ ودت الان ايه تاني هناك فين؟ في البلاد عن طريق الالدوستيرون هو اللي طلع، تمام؟ طيب يبقى ينزل كده تحت هنا اهو، عشان كده مكتوب هنا اهو اليوري ان ايه ديفرنشيت بين الريبرينال وبين الاكيوت تيوبر كوز، هلاقي الان ايه هنا قليل في البرينال، قلت لك حصل ابسوربشن لسه التيوبول شغاله، لكن التيوبول ما عادش شغال فيزيد عن 40 ملي ايكوليفالنت بالليتر، تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي قلت لك البيشنت اللي جاي لي ده بيقول لك عنده مشكله ما فيش يورين، تمام؟ هتساله لو ما فيش يورين خالص خلاص دي بوست رينال، تمام؟ طيب لو في يورين خلاص هعمل بقى ايه؟ هعمل اللي هو اليورين اللي اخده ده اعمل له حاجه اسمها يورين اوزمولاريتي، يورين اخد السيروم بتاعه واشوف الاوزمولاريتي، تمام؟ الان ايه في اليورين هلاقيه قليل، لكن هنا في الاي تي ام هلاقيه عالي، تمام؟ طيب انا عايزك تبص للجدول ده، هو موجود عندنا في الكتاب بس مش موجود في النسخه اللي انا شغال بها، فبص كده شايف اللي هو بيقول لك البي يو ان تو كرياتين ريشيو، وده قلت لك ده البيست انيشال سيروم في اي حاجه، عشان اول حاجه هيقول لي ان المشكله في الكدني، وهيفرق لي بين البرينال ازيتوميا وكمان بين انترنسك رينال ديزيز. ازيتوميا دي معناها الانكريز بياض اليوريا نيرجن والحاجات دي الويست برودكت دي، تمام؟ طيب ليه هنا اليوريا زايده قوي كتير في البري رينال عن الرينال؟ لان انا قلت لك عندي في البري رينال عندي تيبيول شغاله، تمام؟ طيب فما تمتص عند الصوديوم اما يحصل ابزوربشن للصوديوم تاني من بروكزم الكونفليت تيبيول، هي كمان هتمتص معاها حاجتين الميه واليوريا، تمام؟ طيب فعشان كده هلاقي ان البلاد يوريا نيتروجين هيبقى عالي مع البريرينا، لكن مع الانترنسك رينال ديزيز انا عندي مشكله التيبيول مش شغال، تمام؟ فعشان كده هتبقى عاليه لكن هتبقى 10 لواحد، تمام؟ مش هيبقى في ابزوربشن، تمام؟ طيب عندنا قلت اليورين اوزمولاريتي والسبيسيفيك جرافيتي، هو بيقول لك هم اليورين اوزمولاريتي اند سبيسيفيك جرافيتي ايدنتيكال ان ترمز اوف ويذر زيرو هاي اور لو، تمام؟ طيب اليورين اوزمولاريتي عندي هتزيد قوي كده ليه؟ لان قلت لك انا عندي امتص الصوديوم والصوديوم بيروح معاه كمان الووتر، تمام؟ فعشان كده حاجه اسمها اليورين اوزمولاريتي هتزيد، تمام؟ طيب اليورين صوديوم لا هيقل مع البرينا لكن هيزيد مع الرينا، قلنا السبب خلاص، تمام؟ طيب والاثنين دول زي بعض، هو اليورين صوديوم والفراكشن اكسكريشن اوف ايه؟ اوف صوديوم. طيب ولو انا عندي عايز اعمل اشعه، الاشعه هتكون عشان الاوبستراكشن اللي هو البوست رينال، يعني سواء كانت اللي هو اللي انا ورتها بتاعتي او ممكن بتاعت انجيوجرام اللي انا ورتها بتاعتي البرينا بتاعت هو ايه؟ الرينال ارتري ستنوزس، تمام؟ طيب كتريتمنت بقى كتريتمنت بقول لك طبعا بروفيكتيك افويد النيفروتوكسيك دراج از بوسيبل وافويد الكونتراست داي، تمام؟ طيب الكيوريتيف بقى انا قلت لك هتختلف دي لو كان السبب بري رينال او بوست رينال، تمام؟ لو السبب بوست رينال هركب حاجه اسمها يورينري كاستر، تمام؟ طيب اللي هي حاجه اسمها اللي هي الفولي كاستر عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل درين اليورين اللي حصل له اوستراكشن ده، تمام؟ طيب وكمان ممكن اليورين اللي طلع ده ممكن اعمل اسيس الفوليوم بتاعه واعرف اللي هو اشوف قسط او كده يعني، تمام؟ طيب بعد كده immediate فوليوم انفيوجن تو بريفنت اي تي ان، شفت الاي تي ان منعناه بالفوليوم انفيوجن عشان التوكسين ديت اعمل لها ديليوشن، تمام؟ طيب لكن الدايوريتكس والدوامين دول ما يستخدموش، اي ثينك انا مش عارف ليه هم مكتوبين. طيب الكونسيرفيتيف تريتمنت عندي بقى هنا عشان المشكله عندها هتبقى هايبر فوليميا، الكدني ما عادش عارفه، بقول لك عندي اوليجوري فبقى عندي حاجه اسمها هايبر فوليميا، فاقلل الاتش 2 او، اقلل ان ايه، اقلل البوتاسيوم، تمام؟ طيب الدرجز طبعا سيمبتوماتيك تريتمنت سواء كان هايبر تنشن عالي السبب انك عندك البرينال او الهارت فيلير، تمام؟
طيب انا عندي دلوقتي دي كلها اسباب بعالج بيها السابع. طيب دلوقتي انا عندي الانديكيشن بتاعت الدايليسيس في البيشنت مع اكيوت رينال فيلير، اللي هو امتى البلاديوريا نيتروجين ده، او امتى الكدني احتاج ليه اعملها دايليسيس، ما عادش ينفع اعملها سبورتد ميجر. تمام، في الحاجات دي اللي هو اما ياثر على الثلاثه اورجنز اللي انا عايزهم، اللي هو اللنج، اللي هو السي ان اس، اللي هو الهارت. تمام، اما ياثر على اللنج حاجه اسمها اكيوت بالمونري ايديما، دي من انكريز الهايبر فوليميا، خلاص الكدني ما عادش بتعمل اكسكريشن لاي فوليوم. تمام، فبقى عندي حاجه اسمها الفوليوم زايد، فعندي بقى الهيدروسيسك زايد عندي، في حاجه اسمها تعمل لي اكيوت بالمونري ايديما. تمام، طيب ممكن اكيوت بالمونري ايديما دي تعمل لي كوربومنال تاثر على الهارت بعد كده. تمام، طيب او عندي مشكله دكاتره الهارت البريكارديتس، اللي هو اليوريا انكريز، اليوريا هي اللي بتعملها، لو رحت هنا الاسباب اليوريا هتلاقي مكتوبه اهو، شايف البريكارديتس مانيفيستيشن اوف يوريميا. تمام، يبقى انا عندي اول مشكله يا اما تكون في اللنج نفسها، او تكون في الهارت، او تكون في سي ان اس اللي هو الكومون كونفالجن. تمام، ديت الان ايه تعملها واليوريا تعملها. تمام، طيب او بريزيستنت دايريا او ديتيريوريشن اوف جنرال هيلث. تمام، طيب كالبيوريتري بقى انا عايزك تعرف لي بس حاجه اسمها ان الكدني بتعمل اكسكريشن للبوتاسيوم. تمام، طيب وبتعمل اكسكريشن للهيدروجين. تمام، طيب وبتعمل كمان اكسكريشن للويست برودكت، اللي هم الثلاثه دول مهمين عندي، لان دول هيعمل لهم لابوريتري اللي هيقول لي امتى اعمل دايسيس للبيشنت، واعرف لي كمان رقم سبعه. تمام، طيب لو البيشنت اقل من سبعه في البي اتش خلاص ده انديكيشن دايسيس، لو البوتاسيوم اكتر من سبعه خلاص يبقى ده ايه دايلسيس، لو عندي السبعه تاني كرياتين اعلى من سبعه خلاص ده دايلسيس. تمام، طيب يبقى عايزين كده الاكيوت رينال فيلير خلص. كان في بس حاجه اللي هو مين البيشنت ات ريسك اللي هو يحصل له اكيوت رينال فيلير. تمام، قالت السؤال ده في المحاضره وده كتبنا بالمناسبه. تمام، اول حاجه عندي الدايبيتس وعندي الهايبر تنشن او الكرونيك هايبر تنشن. الدايبيتس لانه اساسا عنده بيحصل لوس للريزيرف بتاع ايه اللي هو النيفرون، وكمان عندي سواء ده كان سواء الدرلي او دايبيتس. تمام، وكمان عندي كمان اللي هو الدايبيتك نيفروباسي. تمام، طيب عندي كمان اللي هو البري اكزيستنت رينال فيلير. تمام، او بريجنانسي، او لو كان في كورمود كونديشن زي سيبسيس هارت فيليا، الحاجات دي زي الحاجات دي كلها تعمل لي ايه سيبسيس وهارت فيليا، هتقلل لي البرفيوجن. تمام، طيب بس كده. طيب نبدا كده حاجه اسمها الاكيوت بايلونفرايتس. تمام، الاكيوت بايلونفرايتس ديت بداها كديفينيشن ان ده انفكشن للكيدني والبيلز اوف ذا اوردر. تمام، طيب انا دلوقتي بقول لك ده انفكشن. تمام، يبقى كانفستيجيشن كده، كانفستيجيشن المفروض الاقي عندي الاي اس ار عالي والاقي ليكوسيتوز. تمام، طيب والانفكشن ده حصل اكيد ببكتيريا او اورجانيزم او واتس ايفر. تمام، طيب يبقى هعالجه بحاجه اسمها انتبيوتيك. يبقى انفكشن ده عمل لي في الانفستيجيشن اي اس ار عالي وحاجه اسمها ليكوسيتوزز، وفي التريتمنت هعطي حاجه اسمها انتبيوتيك. تمام، طيب يبقى دلوقتي عشان اعطي انتبيوتيك المفروض اعرف هعطيه ايه، يعني سنسيتيفيتي هعطي انه اورجانيزم ده كان بكتيريا فيروس واتس ايفر. تمام، طيب يبقى انا عندي المفروض اعرف حاجه اسمها الكوزتيف اورجانيزم. تمام، طيب الكوزتيف اورجانيزم ديت هيحددها مين؟ هيحددها الروت اوف انفكشن، جاي لي من لور ريتراكت ولا جاي لي من الهيموتوشنس. تمام، طيب فعشان كده بص لو بصينا الصوره دهيت اهي، شوف هنا اهو بقول لك يا اما الكيدني يحصل لها انفكشن ازاي، يا اما جاي هيموتوجنس او جاي من تحت. تمام، تمام، طيب بقول لك الموست كومن يكون جاي عندي من بلادر. تمام، طيب اللي يعمل لي الاكيوت بايلونفرايتس ايه البريدسبوزنج فاكتور ناخدها كده بترتيب من فوق، لما تكون مشكله عندي في الكيدني او اليورتر او عندي هنا في ستون. تمام، طيب وبالتالي في ستاجننت يعني لليورين فعمل لي انفكشن وكده. تمام، او في اوبستراكشن عند اي ليفل، او ادمشن عند دايبيتيز. تمام، ده عرضه للانفكشن في اي حته. تمام، او بريجنانسي وعامل اوبستراكشن لليورتر، او عندي نيوروجينيك بلادر او انسترومنت طالعه هنا في البلادر. تمام، طيب يعني المشكله شوف هنا، بص المشكله شوف هنا، شوف بتاعت اللي تحت شوف قد ايه، فعشان كده بيكون عرض اكتر اللي هو المشكله بتكون جايه من اليو تي اي تحت. تمام، طيب نرجع تاني لكتابنا فين هنا. تمام، طيب قلت لك دلوقتي الانفكشن ده عامل لي في الانفستيجيشن اي اس ار عاليه والليكوزايتوز. تمام، وفي التريتمنت هبدا بانتبيوتيك، بس عشان ابدا انتبيوتيك المفروض اعرف انهي اورجانيزم، والاورجانيزم هيحددوا لي كان الروت اوف اسين انفكشن او كده. تمام، طيب قال لك الكومون عند اورجانيزم عندي يا اما يكون ايكوال اي او كده سي لا نيجاتيف او البوزيتيف اللي هو اوريس والفيكاليس. تمام، طيب حاجه بس كده نص شهور منها يعني، بس الاورجانيزم ده بيتحدد على تقريبا لو هو كان مثلا اسندنج او نيجاتيف او بوزيتيف، ده بيتحدد على هو مثلا كان جاي من اللور اللي لسه قايلها دلوقتي اليو تي اي ولا بتاع الهوموجينس روت، جاي مثلا من انفكتيف اندوردتس او كده يعني. تمام، طيب نتكلم بعد كده على حاجه اسمها
خلاص قلنا البرتوزبوزين فاكتور. على الباثولوجي بقى، بص الباثولوجي هنا ديت اكيوت تمام. طيب معايا حاجه ولا حاجه؟ ايه الفيفر وجيلي كوميز انوركسي تمام. طيب عندي ثاني حاجه، بص لو نروح فين الصوره ده، هي شايف الصوره دي هنا، انا دلوقتي عندي ده اكيوت انفكشن تمام. بيقول لك مش هيعمل لي زي الكرونيك، يعني الكيدني التيبيول بتاعتها بريزيرفد، يعني مش هيبقى في عندي لص للكيدني ولا اللص هيبقى كونتراكتد ولا حجمها هيقل ولا كده، لا كل اللي عندي هيبقى انا عندي دلوقتي انفلاميشن. الانفلاميشن ده هيجي اليورين يعدي هيعمل حاجه اسمها ديسيوريا تمام، ويزيد الفريكونسي والارجنسي تمام. طيب انا قلت لك عندي انفلاميشن وموجود في الكيدني، يبقى يعمل لي لوين بين. فاكر مين اللي كان تاني بيعمل لي لوين بين؟ اللي هو النفريتك، لان المشكله هناك كانت سيفير، عندي انفلاميشن وعندي هناك بروفريتيف جلوموري، يعني كل حاجه عندي هناك، وكمان اسمها ايه؟ ديفيوز بروليفريتيف جلوموري نفرايتس، اللي هو موست كومن كوز، اللي هو ايه؟ الاكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوموري نفرايتس، اسمها ديفيوز، يعني واخده كل الجلومولاي تمام؟ فهناك يبقى في لون بين، هنا برضه الانفلميشن عامل حاجه اسمها لون بين تمام؟ طيب نكمل بعد كده، قال لك نروح لكتابنا قال لك بعد كده في حاجه اسمها الكومبليكيشن تمام. طيب انا هناك لو فاكر في النفريتك، لو فاكر في النفريتك كنت قلت لك هناك عندي في كومبليكيشن ليه؟ لان دي حاله اكيوت، الكورس بتاعها هو اكيوت، فالبيشنت بيكون بريدسبوز للكومبليكيشن تمام. طيب ككومبليكيشن من نفرتك لحد ما قلناش هناك كومبليكيشن الا مثلا ثرومبوز او كده، ده عشان الكلينيكال بيكتشر تمام. طيب فالاكيوت هيبقى مور بيرديسبوزبل، هو يحصل له كومبليكيشن. الكومبليكيشن هنا ايه؟ قلت لك عندي هنا دلوقتي ده انفكشن، ممكن يعمل لي ابسس تمام، ممكن يعمل لي سيبسيميا او اكيوت رينال فيلير، ودي حاجه ريال، او ريكرنس. الريكرنس دي بقى ديت اللي هو انا عندي بريزيستنس للكوز عندي. طيب اما يكون عندي بريزيستنس للكوز اعالجه يرجع تاني، اعالجه يرجع، بس لسه عشان لسه عندي الكوز موجود تحت تمام. طيب حاجه اسمها بقى اكيوت نكروتايزنج بابيلايتيس، ايه البتاع دي بقى؟ بص شايف الصوره ديت، انا عندي دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ انا بقول لك اما مع الانفلاميشن الشديد ده ممكن يبقى شديد، مع السيفير كيسز يعني يحصل هو المظله ديت يحصل لها نكروزس، واما يحصل لها نكروزس تقوم راح اسلفد كده تحت هنا، اما يحصل لها اسلفد هنا ومع الانفلاميشن وكل الكلام ده يحصل لي هنا اوبستراكشن تمام. طيب اهو بقول لك الاوبستراكشن الشديد ده البريزنت البيشنت هيبريزنت بايه؟ اهو شوف هنا بيقول لك ذا سيم از بايلو فريتس، بس يكون معاه هيماتوريا ويونيتراكت اوبستراكشن، وكمان ممكن تعمل لي اكيوت رينال فيلير تمام. دي من الحالات السيفير والحالات الاكيوت ولازم امرجنسي تمام. طيب بدانا قلنا اول حاجه لو فاكر هناك بدانا الديفينيشن، وقلنا ايه؟ ان ده اكيوت انفكشن للكيدني تمام. طيب يبقى انا عندي مبدا الانفستيجيشن، مبدا الانفستيجيشن اشوف الانفكشن ده دليله، يعني في انفكشن الدليل هيبقى موجود فين؟ في اليورين تمام. طيب يبقى انا هناك بص هقول لك حاجه، انا لما كان عندي النفروتك والنفريتك هناك المشكله كانت البيشنت بتاع النفريتك جاي يقول لي ايه؟ انا البول بتاعي بقى احمر ومش عارف ما عادش اصلا بنزل بول وكده كل الكلام ده تمام. طيب يبقى انا دلوقتي اعمل حاجه اسمها يورين اناليسيس تمام، ادور على الار بي سيز والكلام ده تمام. طيب في هناك في النفروتك برده بيقول لي انا بقيت البول بتاعي مرغي وكده تمام، برده يورين اناليسيس يعني الاثنين اناليسيس، لكن البيشنت بتاع اللي قال لي ما عادش بنزل بول وكده ما عادش في يورين، ده اللي هو بتاع الاكيوت يورينال فيلير ده، لا دلوقتي ما حدش بينزل بول، يبقى انا عندي المشكله ده الرينال فانكشن، ده الكيدني هي المفروض بتخرج كل الكلام ده، يبقى المشكله عندي في الفانكشن تمام. فاروح ادور اول حاجه عندي في الاكيوت رينال فيلير هناك، عندي اول انفستيجيشن ايه؟ المفروض ابدا عندي باللي هو اسمه البي او ان تو كرياتين ريشيو تمام. طيب طيب نكمل الوقت عندي بقى هنا في الاكيوت بيلو نفراتيس، هنا المشكله البيشنت كان جاي بيقول لي انا عندي ديسيوريا وعندي كل الكلام ده، يعني المشكله عندي في البول تمام في اليورين، فانا هعمل ابداها عندي بحاجه اسمها يورين اناليسيس تمام. وقلنا هناك في الاكيوت فيلير بدانا بايه، والنفروتك والنفروتك بدانا بايه تمام. طيب هنا بقى البيشنت بص لو احنا امبارح بصينا هنا الصوره دهيت، بص البيشنت هنا عنده انفلاميشن وعنده ممكن يبقى فيه سمول ابسس او الكلام ده كله تمام، لكن انا عندي لحد ما شو بيقول لك اهو ايزليشن ارباتشي ويز بريزيرفد جلوميرال وفيزيت تمام، يعني الجلوميرال عندي والفيزيت لسه طبيعيه تمام. فيبقى عندي لحد ما اليورين مش هيحصل النجوريا، مش ما فيش حاجه عندي حمل اوبستراكشن للمكان ده تمام. امتى يحصل اوبستراكشن؟ لو اللي هو بتاعت النكروتايزنج دي تمام، اللي بتاعت النكروتايزنج بابيلايتيس تمام. طيب هنا يحصل اوبستراكشن، لكن انا عندي هنا لسه في بريزيرفد جلوميرولاي والفيزل تمام. لو السبب بقى كان بريزيستنس والكلام ده كله هيحصل عندي مشكله كرونيك، وهتبقى الكلينيكال بيكتشر ده خايف تمام. طيب يبقى انا عندي دلوقتي لو رحنا هنا ورجعنا عندنا فين الكتاب عندنا تاني، هتلاقي بيقول لك اهو اليون اناليسيس الفوليوم هيبقى نورمال تمام. طيب البروتين مايلد بروتينوريا، البصل هي دي بقى المشكله، هتلاقي بصل تمام. هناك كنت في النفروتك كنت بلاقي هناك بروتين، في النفروتك كنت بلاقي ار بي سيز تمام. طيب الكاست حاجه اسمها وايت بصل كاست تمام. طيب بس خلي بالك اليون اناليسيس ما يعرفش يفرق لي هي بين
النيتروفيل والنيوتروفيل والكلام ده، ده بحتاج تيست تاني. تمام. طيب هعمل حاجه اسمها يورين كلتشر عشان اعرف البكتيريا. تمام. بدل لقيت حاجه اسمها ايه وايت بلاد سيل كاست. تمام. طيب الرينال فانكشن تيست هنا نورمال. تمام. الرينال فانكشن تيست اللي هو ايه؟ بص الرينال فانكشن تيست ديت عايز يقول لك اللي هو انكريز الويست برودكت ان ذا بلاد. هل هنا الجلوميرولاي حصل فيها افيشن؟ بيقول لك في بريزيرفيت الجلوميرولاي. تمام. طيب فبالتالي عندي الويست برودكت مش هتزيد، يعني هتبقى نورمال. امتى تحصل تزيد؟ اما تكون مثلا زي فاكر في النفريتك كنت قفلت الجلوميرولاي وعملت ده فيبقى زيد عندي، لكن في النفريتك ما كانتش متاثره. تمام. طيب بعد كده بيقول لك حاجه اسمها رينال ايمجنج وبلاد اكزامينشن. دي بقى عشان البلاد اكزامينشن قلنا خلاص ديت انفكشن هيبقى معايا اي اس ار عالي وليوكوسايتوز. تمام. الرينال ايمجنج بقى ديت عشان اعرف السبب، ممكن يكون عندي فيستون، ممكن يكون اب نورمال كيدني، ممكن يكون اب نورمال يوريتر، فبعمل حاجه اسمها رينال ايمجنج. تمام. طيب كتريتمنت بقى هنا كتريتمنت قلت لك اول حاجه ده اكيد انفكشن، يبقى ابدا بانتيبيوتيك عشان الانتيبيوتيك المفروض اعرف السبب اللي هو البكتيريا واشوف البريدسبوزنج فاكتور كانت عنده ايه. تمام. طيب فقال لك عندي اهو الانتيبيوتيك وعرفناه طبعا من الكالتشر بتاعه اليورين. تمام. اهو يورين كالتشر سنسيتيفيتي. تمام. طيب الانتيبيوتيك بقى هبدا اقول لك بيفور ذا ريزلت اوف يورين كالتشر برود سبيكترم انتيبيوتيك. خلي بالك من الاول لان ده تختلف عن الكرونيك. يعني بص قبل نتيجه الكالتشر بدات بالانتيبيوتيك ليه؟ لان عندي فيه كومبليكيشن. تمام. لان ده اكيوت كورس. تمام. لكن لو رحنا للكرونيك، بص هنروح للكرونيك هنا اهو، معلش كده شفت في الكرونيك فين فين هنا اهو. شوف بدا لك الانتيبيوتيك اللي هناك التريتمنت بيقول لك سيليكشن از بيست اون كلتشر اند سنسيتيفيتي. ما بداش بحاجه اسمها برود سبيكتر وانتيبيوتيك لحد ما الكلتشر تطلع، لا لا لا، بدا اول حاجه هنا بالكلتشر. لكن هنا في الاكيوت، بص في الاكيوت قال لك اول حاجه ايه؟ شوف بيقول لك ابدا برود سبيكتر وانتيبيوتيك از جيفن بيفور ايفن ذا كلتشر ريزلت. ليه؟ لان انا عندي في الكرونيك بيقول لك السبب بريزيستنس. يعني ايه؟ لو عدت انتيبيوتيك هزود، ممكن وغلط كمان ممكن ازود الريزيستنس والسبب بيفضل موجود والسبب بيفضل موجود وتزود الكرونيستي ويعمل كومبليكيشن وكل الكلام ده. تمام. لكن هنا انا عايز اخيف من الكومبليكيشن، ابدا على طول بالانتيبيوتيك. لكن هناك اعرف لي الكالتشر المناسبه عشان اعطي الانتيبيوتيك عشان يتحسن، لان السبب عندي بريزيستنس، هعطي كمان انتيبيوتيك ويزود لي الريزيستنس ويزود لي الكرونيستي. تمام. طيب تاني حاجه بيقول لك في الريكورنت ريزيستنت كيس تريتنج اكوردنج تو او ذا ريزلت اوف كلتشر اند سنسيتيفيتي، زي بالظبط الفكره بتاعت الكورونيك. تمام. طيب والديوريشن بيقول لك من اسبوع لثلاث اسابيع، ديت بتختلف على حسب الشايلد او الادلت. تمام. التشنج في اليورين بي اتش لو اسيدك از كولاي اللي هو ان اتش سو 3 ولو الكولاي ان اتش اسكوربيك اسيد. تمام. فيتامين سي. سيمبتوماتيك تريتنج بقى انجيزيك والانتيبيوتيك لان عنده فيفر وفيدو كوميز اورنيرسيا وكمان عنده ايه اللي هو اليسيورين. تمام. طيب دلوقتي بقى عندي حاجه اسمها كورونيك بايلونفرايتس. الكورونيك بايلونفرايتس ديت تشوف الايتيولوجي، اول حاجه قال لك ريكورنت اتاك الاكيوت بايلونفرايتس. تمام. اهو ريكورنت اتاك ديت شوف هتعمل لي ايه هنا، شوف الكيدني بقى عامله ازاي هنا، واخد بالك شكلها بقى عامل ازاي هنا، بقى الكيدني سمول وسيجنيفيكانت لوس والتيبيول ار ديسترويد. تمام. يبقى التيبيول ار ديسترويد والريكورنت وكل الكلام ده. نيجي نبص هنا في الكلينيكال بيكتشر فين، بص اهو اهو بورتونوريا ديو تو تيبيولر ديسفانكشن. تمام. طيب يبقى دلوقتي هنا عندي التيبيول اتاثرت فعمل لي حاجه اسمها بروتينوريا، يبقى ده ما كانش موجود هناك في الاكيوت، لا هناك عندي بريزيرف التيبيول والكلام ده. تمام. طيب وحاجه اسمها طبعا ريكورنت هتاكل في بايلون براكتس فيفر وديسيوريا ولون بين. تمام. طيب الانفستيجيشن هنا هعمل اول حاجه يورين اناليسيس. تمام. طيب هلاقي في اليورين اناليسيس ايه؟ البروتين، هلاقي في اليورين بروتين، هلاقي القصد، هلاقي البصل. تمام. طيب هو طبعا في ليت ستيج هيبقى كرونيك رينال فيلر. طيب عشان الريكورنت اتاك والكونتراكشر والفيبروز كل الكلام ده هيؤدي الى حاجه اسمها كرونيك رينال فيلر. تمام. طيب الرينال فانكشن تيست هنا بقى امبيرد على عكس بتاعه الاكيوت. تمام. هنا بقول لك التيبيول خلاص ما عادش فيها، يعني اللي كانت بتعمل اكسكريشن مثلا الكرياتين التيبيول ديت بروكسيمال ما عادش خلاص شغاله. تمام. هيزيد الويست برودكت. تمام. دي زي برده بتاعه النيفرتك عندي زياده في الويست برودكت. تمام. طيب زي دي برده بتاعه الايت ان اكيوت تيبيول بروسس حصل نكروز في التيبيول. تمام. فزاد عندي الويست برودكت. تمام. طيب بس كل واحده مختلفه عن الثانيه خالص خالص، يعني هناك في الاكيوت تيور نكروزس البيشنت رينال فيلير وما بيجيبش اي يورين ولا اي بتاع. عملت اول عندي اول تيست عندي اللي هو ايه الرينال فانكشن تيست، هنا بتختلف. تمام. يورين اناليسيس. تمام. طيب الرينال ايمجنج هنا عشان هشوف هلاقي السمول كيدني، لو وريتك الصوره اهيت شوف الكيدني هنا، شوف الاكيوت والكرونيك دي مع الاسباب عادي السبب اللي هو البرسيستنت للسبب، شوف عملت ازاي. طيب
وانفستيجيشن الكوز اللي هو كالتشر ريسيستيف. طيب بص انا عندي بقى هنا في الانتي بايوتيك قلت لك بدا لي بيه الكالتشر ريسيستيفتي مش من الانتي بايوتيك اعرف الكالتشر عشان ما ازودش الريزيستنس وتزود لي كمان الكورنيس. تمام الدوز از ريديوس ديو تو امبيرد اكسكريشن اوف ذا دراج. تمام طيب وكوركشن البريزوزنج فاكتور سواء كاتستون او اي حاجه وتريتمنت ويونيلاترال نيفريتومي از جنرالي انديكيتد ان ادفانسد يونيلاترال كيس. تمام طيب يبقى احنا كده خلصنا الاكيوت والكرونيك بلانوفرتيس. ثانك يو. طيب نبدا موضوع الوقت الالكتروليت ديس اوردر. واول واحد معانا حاجه اسمها هايبونترمي. تمام هايبونترمي از ديفينيشن كده معناها اللي هو الليفل بتاعه قليل 135. تمام طيب عايز اقول لك بس حاجه, هو اما البيشنت يكون بريزنت عندي بهايبونترمي لو بصينا على المعدل دهيت ان السيروم اوزمولاريتي بيساوي 2 ان اي زائد الجلوكوز على 18 زائد البي ان على 2.8 او نخليها 3, هلاقي ان الصوديوم لو قليل ايون ناتريمي يعني اقل من 135 يعني هيبقى عندي الاوزمولاريتي المفروض تقل لان شفت دور الصوديوم هنا ده ال 2 ان اي. تمام طيب افرض دلوقتي البيشنت انا مش شايفه قدامي. تمام يعني انا مش واقف في المستشفى وده جاي لي سؤال, هو يعتمد على المعادله دي. تمام يعني ايه البيشنت بيقول لك ان هايبو ناتريميا هو مع ذلك السيرم اوزمولاريتي عاليه, دي معناها ايه بقى؟ دي معناها ان في اذر فاكتور افكت السيرم اوزمولاريتي اذر زي اللي هو ال ان ايه زي عندي اللي هو في معدل الجلوكوز والبلد يورين نيتروجين. تمام هتلاقي البيشنت ده بيعمل ايه؟ بياكل سكر كثير. تمام وبالتالي السكر الموجود في الدم ده هيرفع الاوزمولاريتي وكمان هيسحب له ميه, الميه الكتيره دي هتعمل لي حاجه اسمها نيوتريشنال هايبوناتريميا او حاجه اسمها سودو هايبوناتريميا. تمام يعني الصوديوم قليل كتركيز لكن ككميه كويس. تمام طيب يبقى ده كده في الامتحان, لكن اما في الريال لايف اما قابل كيس اوف هايبوناتريميا المفروض ابص على الجدول ده اللي هو ان احنا نطلع فوق كده. نعمل الاتريج دي بس انا هسيب بس الكتاب دلوقتي ونروح لصفحه ثانيه احسن. اول حاجه البيشنت جاي لي بهايبوناتريميا يعني اقل من كام؟ اقل من 135. اول حاجه هبص على البيشنت ده لا اما يكون في جفاف يعني عيني داخله لجوه يعني عنده بلد بريشر قليل او يكون مورم عنده بقى اسايتس اي حاجه بقى دي مفرج ليه اي حاجه مورم وخلاص. تخيل انت البيشنت بقى انت وخيالك. تمام طيب لو كان البيشنت عنده جفاف هشوف حاجتين طبعا, لو جفاف والبلد بريشر بتاعه قليل وكل ده المفروض طبعا اعمل له اي بي سي. تمام طيب نبدا الفلويد وكده. طيب لو هو البيشنت عنده الهايبوناتريميا وانا شايفه قدامي اهو والبيشنت عنده الجفاف ده هبص على المستوى اليورين ان اي. تمام لقيت اليورين ان اي زايد وانا عندي اساسا هو قليل في البلاد يعني المشكله عندي ان الكيدني خلاص اتفتح بقت مسلك كده وفتحته بقت كل حاجه طالعه كده من البلاد طالعه بره كده. تمام والمشكله عندي هنا هتكون رينال. تمام طيب زي ايه مثلا؟ يقول لك اكيوت يورينال كروزز. تمام يعني ايه؟ يعني انا عندي التوبيول اللي بتعمل ابزوربشن للصوديوم اتدمرت حصل فيها جات توكسين كده وقاموا اتدمرها. تمام طيب بقى الوقت الابزوربشن للصوديوم خلاص انتهى بقى الوقت ايه الميه طالعه وطالع معاها صوديوم فبالتالي الصوديوم عالي في اليورين لكن كل ده قليل في البلاد وكمان الميه طالعه مع صوديوم بره فعامل لي حاجه اسمها جفاف. طيب تاني واحدة الدايوريتكس عندي في دايوريتكس زي فورزوميد ده بقول لك ده اسمها الدايوريتك يعني هتعمل ناتيوريسيس هتعمل دايوريسيس. تمام هيطلع الميه والصوديوم هيبقى عندي جفاف وعندي كمان ايه هايبوناتريمي. تمام او ادرينال انسفشنسي. تمام الادرينال انسفشنسي ده بيعمل ايه؟ اللي هو الالدوستيرون ما عادش بيطلع الالدوستيرون كان بيعمل ابزوربشن للصوديوم وبالتالي ابزورب مع الميه. تمام هنا ما عادش في الكلام ده. تمام هيبقى عنده الصوديوم قليل وعنده جفاف. طيب لو لقيت بقى ان البيشنت هايبوناتريمي وعنده جفاف جاي ابص على الكليه لقيت الان ايه مش عالي فيها يبقى المشكله مش في الكدني المشكله بره الكدني. تمام هتكون فين بقى؟ اما يكون في الجي اي تي يعني او في السكن او في الادرينال انسفشنسي برضو او في حاجه اسمها سيريبرال سولت ويستنج وديت رير فمش هنقولها. تمام الجي اي تي بص ده سواء كان فوميتنج سواء كان ايه تاني ضياريه كده. تمام طيب ده اما ابص على البيشنت والاقي عنده جفاف ابص على الكليه هي اللي بتعمل او ابص على اذر ذان ذا كدني. تمام طيب لو لقيت بقى البيشنت اللي قدامي ده مورم. تمام انا عايزك بس اللي هو ال 20 ده الاي اس ار دي تجيبها هنا وتحت لان انا مش مقتنع بدي قوي. تمام طيب او سوتيو سيرف يعني. تمام طيب بس عشان كده اللي انا هتكلم عليها هخلي الاي اس ار دي دهيت تحت هنا. تمام ونشيل الارقام دي كلها. انا دلوقتي عند كل بيشنت عندي حاجه اسمها هايبر فوليميك يعني البيشنت اللي قدامي ده مورم. يعني ايه؟ يعني ايه مورم؟ يعني عنده ميه كتير. يعني ايه الميه كتير دي؟ يعني عملت حاجه اسمها ديلوشن هايبوناتريميا يعني الميه الكتيره ديت هي اللي قللت تركيز الصوديوم. تمام طيب
لان في الحالات دي كلها، عندي حاجه اسمها الدوستيرون هيطلع. الدوستيرون هيطلع ده هيعمل لنا ريزوربشن للصوديوم، تمام؟ فبالتالي ما تقوليش هنا الصوديوم هيبقى هو تركيزه هيقل، لكن هو ككميه كويس ده اي ثينك يعني، تمام؟ طيب يبقى انا عندي دلوقتي الهايبر فوليميا، هيكون البيشنت مورم، تمام؟ يعني عنده فيه ميه كتير، هبص اللي عنده اديما في رجليه، عنده مش عارف اسايتس، عنده كل الكلام ده، تمام؟ طيب باختلاف السبب، يعني مثلا عنده نيفروتيك، بص هقول لك هوريك صوره هتجمع لي كل الحاجات دي، لحظه كده. طيب بص هنا في النيفروتيك سندروم اللي بيحصل، انا عندي انتيجين انتي بودي كومبلكس زي ما احنا قلنا، في النيفروتيك سندروم عندي بيحصل ديبوزيشن هنا او في الجلوميرولر نيفرايتس، تمام؟ عموما يعني بيحصل ديبوزيشن عندي هناك في البيزمنت تمبرين هنا، هيعمل لي حاجه اسمها انجري هناك في البيزمنت تمبرين، هيعمل لي حاجه اسمها بروتينوريا، تمام؟ ولو ماسيف قوي هتبقى ايه؟ هنعملها كاتيجوريز او نصنفها على حسب تبقى ايه؟ نيفروتيك سندروم، تمام؟ طيب البروتينوريا، طلع ده هيعمل لي حاجه اسمها بروتين هيقل في الدم، البروتين يقل في الدم، الدم يطلع للبلكونات اللي بره، تمام؟ طيب هيبقى البلد فوليوم هيقل، تمام؟ يعمل لي حاجه اسمها ايديما، تمام؟ طيب يبقى عند البلد اللي رايح للفينوسرتين قل، البلد اللي رايح للكدني قليل، تمام؟ فيطلع حاجه اسمها ايه؟ رينين انجيوتنسين سيستم، تمام؟ طيب ليه هنا معلش لو ما كنتش تقريبا ما كنتش قلتها، لا قلتها تقريبا قلتها في ليه برضه هنا في النيفروتيك سندروم ما كانش حصل عندي هايبر تنشن؟ لان عندي قلت لك هو الرين انجيو سيستم طلع وكمان المفروض يعمل لي هايبر تنشن، بس انا اوريدي اساسا عندي الكدني مفتوحه قاعده تنزل كل حاجه، قاعده تعمل البومنيه وكل حاجه قاعده تنزل، تمام؟ فمش هيدفولو هنا هايبر تنشن. لكن انا عندي في كونجست هارت فيلر، لو رحنا للدهيات فين ايات، لو رحنا للدهيات انا عندي هنا الهارت فيلر، ايه المشكله؟ عندي البامب الهارت فيلد از بامب، تمام؟ فهيبقى عندي ديكريز رينال بلاد فلو، هيطلع الرينال يعمل له رين انجيو سيستم، يطلع له الدوثيرو، لكن هنا ما فيش حاجه بتطلع بره الكدني، هنا ما فيش، هنا عندي نيفروتيك سندروم ولا حاجه، تمام؟ طيب وكمان عندي السيمسيك هيشتغل يعمل لي كل الحاجات دي، تمام؟ عشان كده هي عندها هايبر تنشن، تمام؟ طيب في الكورونيك هارت فيلير يعني، تمام؟ طيب بنروح اللي كنا فيها. يبقى انا عندي دلوقتي المشكله ان البيشنت يكون مورم او يكون عنده جفاف، قلنا جفاف ابص على الكليه، تمام؟ يكون اكيوت نكروزس دايوريتكس اي حاجه كده في الكليه او حاجه بره الكليه، تمام؟ يكونش اي تي وكده لو عنده جفاف، تمام؟ يعني بيفقد حاجه، تمام؟ طيب اس اوت اوف سيت، تمام؟ لسه عامل ابديت. عندي التاني، المشكله عندي الثانيه اللي هو حاجه اسمها مورم، المورم ده قلت لك هيبقى عنده اسيتس، هيبقى عنده كل حاجه، والمشكله عنده حاجه اسمها ديليوشن هايبوناتريم، تمام؟ طيب افترض البيشنت اللي قدامك ده كان حاجه اسمها ايوفيلوميك، تمام؟ ايه الاسباب بتعمل ايوفيلوميك؟ حاجه اسمها سياده، تمام؟ ايه السياده دي؟ كل السياده اللي عندي في السياده، عندي حاجه اسمها سندروم اوف انبروبريت انتي ديوريتيك هرمون ريليز، تمام؟ طيب يعني ايه برضه هنا؟ يعني كل اللي عندي بمتص ميه كتير، برجع ميه كتيره بس، فعامل حاجه اسمها ديليوشن هايبوناتريم بس كده، تمام؟ طيب الادرينال انسفشنسي موجوده في كل حاجه، الادرينال انسفشنسي دي ممكن تعمل اي نوع، تمام؟ طيب والهايبوثيروديزم، واخيرا حاجه اسمها الدايريتكس، تمام؟ طيب انت ممكن تسال ليه الهايبوثيرويد هيعمل عندي هايبوناتريم؟ ليه الصوديوم هيبقى قليل مع الهايبوثيرويد؟ انا عندي هناك في الهايبوثيرويد ده البيشنت كل حاجه قال لك عنده سقط، كل حاجه بقت قليله، كل حاجه ركضت كده، تمام؟ طيب يعني حاجه عندي اسمها الانتستين بحاجه اسمها سلو موفمنت، تمام؟ طيب مش سلو موفمنت كمان، ما عادش بس بيتحرك، لا كمان حتى الابسوربشن بقى قليل، تمام؟ طيب وبالتالي عندي حاجه اسمها ايه؟ ما الابسوربشن بس كده ببساطه خالص، تمام؟ طيب يعني مفيش نص هنا لا تقريبا، تمام؟ طيب ده البيشنت هيكون عنده كونستيبيشن مش عنده دايريا، تمام؟ طيب على العكس بتاعت الهايبر ثايرويد، تمام؟ طيب يبقى انا عندي دلوقتي المشكله لما البيشنت يجي لي ابص عليه، هل انت مورم؟ هل انت عندك جفاف؟ تمام؟ طيب نطلع فوق الصوره الاكبر اهو، هل البيشنت ده مورم؟ هل عنده جفاف مورم؟ يبقى المشكله عندي اللي هو الحاجات اللي بتورم اللي احنا خدناها اللي هو ديجنوز اوف ايديما، تمام؟ طيب عندي الهايبوفوليميا بقى، لا ده البيشنت عنده جفاف، لما يكون المشكله عندي في الكيني او بره الكيني، لما يفقد من الكيني او بره الكيني، تمام؟ طيب وقلنا الايوفوليميا، تمام؟ نرجع بقى للكتاب عندنا تاني هنا اهو، بيقول لك هنا عندي بقى المشكله الايتيولوجي ممكن يكون هايبوفوليميك هايبوناتريمي، واتكلمنا على الكلام ده كله. يعني ايه؟ يعني المشكله ان البيشنت ده يكون عنده جفاف، تمام؟ يا اما المشكله عندي في الرينال، يا اما المشكله بره الرينال، واتكلمنا على الكلام ده كله، ننسي بقى من ده. وقلنا لو البيشنت عندي هيبقى مورم، اي اكتب الدفرنشال دياجنوز اللي احنا قلنا عارفينها، هارت فيلير، رينال فيلير، واتس ايفر يعني، تمام؟ طيب ولو ايوفوليميك قلناها هتبقى ايه؟ سياده او هايبوثيرويد، تمام؟ طيب كاتب انو ميكانيزم،
كل حاجه يعني. بص بص ولا حاجه، انت عندك دلوقتي كل حاجه حصل لها نزلت تحت، سواء كانت ابسوربشن سواء كانت الهارت ريت، كل حاجه نزلت تحت تمام. فعندك حاجه اسمها مال ابسوربشن تمام. طيب الدايريتيك تمام. طيب وفسرنا بتاعت السودو هايبونتريميا ديت. الكلينيكال بيتشر بقى، بص الكلينيكال بيتشر سواء كان الصوديوم علا سواء كان الصوديوم قل، كل اللي هيعملوا صوديوم، كل اللي هيعملوا صوديوم سواء قل او علا، نفس الديستربنس هيبقى فين؟ في السي ان اس تمام. البوتاسيوم هيعمل سواء علا او سواء علا او هو او قل، هيعمل لي مشكله عندي في المصل تمام. يبقى الصوديوم سي ان اس، البوتاسيوم مصل تمام. طيب هيعمل لي ايه؟ بيقول لك اهو اما الصوديوم يقل عندي هيبقى الاوزمولاريتي تقل في البلاد فيزل تمام. يعني بص لو مثلا ده اهو، دي كده سيل ده اهو في البرين، ودي تاني سيل لهيت، ودي تالت سيل لهيت تمام. طيب انا عندي دلوقتي هنا الصوديوم ده اهو بقى قليل بقى قليل بقى قليل، فايه والصوديوم عندي هنا السوليوت هنا عندي في الخليه كتير قوي تمام. طيب ايه اللي يحصل؟ تقوم الميه راحه هنا اهو، تقوم الميه راحه هنا اهو جوه تمام. فيعمل لي حاجه اسمها ايه؟ يعمل لي حاجه اسمها إديمة، سيريبرال إديمة تمام. طيب اهو مكتوب هنا فين؟ مكتوب اكيد برين إديمة او سيريبرال إديمة. فده هيجيب بيشنت هيبريزنت بايه؟ هيك كونفيوجن، كونفالجن، كوما، ريسبيرتوري اريست اند ديس تمام. تمام دي في الليتر اون يعني تمام. طيب هعالجها ازاي بقى؟ عشان خاطري لازم تعرف في البدايه، لازم تعرف في البدايه اللي هو اسس الفوليوم ستاتس بتاع البيشنت. هل انت عندك جفاف؟ هل انت عندك مورم تمام؟ طيب يعني شوف هنا كاتب ايه؟ بيقول لك اما الهايورن صوديوم، هايورن صوديوم معناها ايه؟ يعني انا عندي المشكله دلوقتي ان البيشنت عنده جفاف والكدني قاعده تخرج كل اللي عندها، يعني مشكله عندي في الرينال تمام؟ لكن لو قلت لك لو كان عنده جفاف لكن عنده اليورين صوديوم قليل، خلاص يبقى اي حاجه ثانيه، ايش اي تي لوس، ايش دايري، سكن لوس، اي حاجه بقى كان في بيرن ولا حاجه تمام؟ طيب او النفروتوك سندروم اللي احنا قلناها فين؟ فاكر ديت نفروتوك سندروم واحنا قلنا الميكانيزم بتاعها؟ فاكر ديت؟ طيب تمام نرجع بقى عندنا للكتاب بتاعنا. فين هنا؟ بيقول لك لو المايلد هنعمل اسيمتوماتيك، هنعمل حاجه اسمها فلويد ريستريكشن، بس الفلويد ريستريكشن ده ايه؟ انتل ذا صوديوم جيتس باك تو اتس ليفل نورمال ليفل تمام؟ طيب المودريت هايبونتريميا قال لك هنعطي نورمال سالين كومبايند وذ لوب دايريتك تمام؟ وفروزومايد ليه الكلام ده؟ ده انا هعطي فروزومايد ليه؟ بس اكتب لي جنبها هنا اهو، اكتب لي جنبها زود ليه هنا اهو، اما يكون البيشن ده هايبر فوليميك يعني ما عطاهاش لو عنده جفاف، يعني هو عنده جفاف فروح اعطي له كمان دايريتك يعني مش عارف تمام. طيب بنكتب هنا اهو لو البيشن كان مورم او هايبر فوليمي تمام. ليه؟ بص اصل الفروزامايد ده بيعمل ابسوربشن، بيعمل ايه؟ بيروح يشتغل هناك على اللي هو السيك اسيندنج جلوب في هنلي تمام. فيعمل هناك حاجه اسمها هيخلي يعمل يحصل يورينيشن للميه اكتر من الصوديوم تمام. يعني هيعمل لوس للفوليوم تمام. طيب بس طبعا عندي انديكيشن امتى استخدمه، كل الكلام ده لسه في الصفحه ديه. او ذا سالين جيفز ان ايه ان فروزومايد كوز ووتر لوس تمام. طيب وعايزين بس نعرف ان النورمالين ده اعلى سوليوشن موجود فيه الصوديوم اي ثينك، موجود في الصوديوم. طيب نكمل بعد كده. بيقول لك بقى في السيفير هايبونيتريميا اللي هيكون معاه سي ان اس مانيفستيشن، هنعطي حاجه اسمها هايبرتونيك سوليوشن. بس على فكره لازم الهايبرتونيك اي لازم اي صوديوم تعطيه لازم تعطيه 1 مللي لتر بير كيلو جرام بير اور، ونعمل له مونيتور كل ساعتين. لو انا زودت الجرعه ديت هيحصل حاجه اسمها سيبرال بونتين مايلونيز تمام، كنا خدناها في الاطفال دي تمام. اهو جرادوال كونريكشن اوف سيرم صوديوم از مانداتوري تو افويد سنترال بونتين مايلين دايس تمام. طيب اهو بيقول لك ما تزيدش عن 1 مللي جرام بير اور تمام. طيب ندخل بعد كده على حاجه اسمها ايه؟ خلاص ديت اوكي. طيب ندخل بعد كده على حاجه اسمها الهايبرنتريميا. يعني ايه؟ يعني الصوديوم عندها هيبقى اكتر من 145. طيب دلوقتي البيشنت عنده صوديوم اكتر من 145، هنعمل زي تاني، هنبص على البيشنت قدام، هل انت جفاف او هل انت مورم تمام. طيب اما البيشنت يكون هايبرنتريميك ومن جفاف، ده صح. يعني ايه؟ يعني البيشنت فقد ميه وبالتالي مستوى الصوديوم هو اللي عالي تمام. ده عكس اللي كانت مكتوبه هناك هنا في الجهه الثانيه هنا تمام. طيب لو كنت خدت يعني سكرين شوت اي حاجه تمام. طيب او كده ده الوقت عندك جفاف، ايه اللي هيعمل الجفاف ده؟ ممكن تكون ان ادكويت فلويد انتيك. ازاي ان ادكويت فلويد انتيك؟ يعني بقول لك حاجه، عارف البيشنت اللي هو عنده ديمنشيا وقاعد لوحده مثلا وما بيشربش ميه وكده الكلام ده، يحصل له الكلام ده تمام؟ طيب يعني
يعني هيبقى عنده هايبر نتريميا لانه ما شربش ميه. ايوه تمام. طيب تاني حاجه اسمها اكسسيف يورينري لوس تحصل امتى الكلام ده؟ يعني بيشنت قاعد يورينيت كتير كتير قوي لدرجه اللي هو دخله في الفلويد قل عنده بلاد فوليوم قل عنده فحصل لي كمان الهايبر نتريميا. تمام. دي اللي بقى ديت ممكن تكون بيشنت عنده جلوكوز كتير في الدم. طيب الجلوكوز الكتير ده هيعمل له يورينيشن. ايوه دي هتكون نيولي دايجنوزد بيشنت از دايابيتس ميليتس. تمام. طيب هتقول لي الجلوكوز اللي المفروض في الدم يرفع يعني يرفع الاوزمولاريتي ما انا عندي اصلا عندي حاجه اسمها هايبر نتريم. تمام. طيب حاجه اسمها ثانيه اكستريم دايريا. تمام. ده ايه بقى؟ دي ممكن مع الكوليرا او كده يعني. تمام. طيب يبقى كل الحاجات ديت عندي جفاف. وبص على البيشنت فوليوم اللي هو الفوليوم اوف ذا بلاد. تمام. طيب لو كان البيشنت مورم يبقى ده بياخد باكل ملح. تمام. هو الملح كده. تمام. طيب ايوغلوميك دايبيتس انسيبيدس. تمام. ايه اللي مع ايه هنا في الدايبيتس انسيبيدس؟ الدايبيتس دي معناها ايه؟ معناها يورين. والانسيبيدس دي معناها ايه؟ نوت شوجر. يعني بيحصل يعني البيشنت هنا بيقول لك انا بدخل الحمام كم مره 100 مره مثلا في اليوم ولا حاجه. تمام. بس هنا عنده الفوليوم هيكون ثابت. تمام. ليه؟ لانه يورينيت صوديوم مع هيورينيت الايه. بص خلينا نعرفها كده ان البيشنت بتاع الدايبيتس انسيبيدس ده اللي هو عنده اللي ما عندوش اللي هو الاي دي اتش. الاي دي اتش اللي كان بيخليك ما تروحش الحمام. لا هنا ما عادش خلاص اي دي اتش. تمام. فالبيشنت ده يورينيت يعني كتير قوي از ماتش از ما فيش اي دي اتش خلاص. تمام. طيب فده هيرفع الميه تطلع بره فيحصل حاجه جامده اسمها ايه؟ هايبر نتريميا. تمام. طيب نرجع عندنا للكتاب بتاعنا اعرف بس التقسيم ديت احسن اي ثينك يعني من الكتاب بتاعنا. طيب نتكلم بعد كده اهو بيقول لك ايه المشكله تكون ووتر لوس اللي هي المشكله فين؟ تكون صوديوم جين. طيب ما احنا ممكن نقسمها احسن ايه؟ الووتر لوس دي اللي هي ايه؟ اللي هو البيشنت ده يدخل في جفاف. تمام. او الثانيه اللي هي فين؟ الصوديوم جين دي البيشنت هيبقى ممكن يبقى عندي مورم او كده. تمام. لانه واخد صوديوم هيتمتص ميه. تمام. طيب ايه ثاني؟ نفس الاسباب اللي احنا قلناها. يعني مثلا عندي هنا في الجاي لوس اللي هو تراك الدايريه السيفير دايريه زي مثلا بتاعه الكوليرا. تمام. او عندي مثلا في الرينال لوس هي نفسها مثلا زي الايه الهايبر جلايسيميا قلت لك اللي هو ايه اكسسيف يورينري لوس. يعني نفس الحاجات اللي احنا قلناها. طيب نكمل بعد كده بقى الكلينيكال بيكتشر. بص قلت لك الكلينيكال بيكتشر بتاعت هايبر او هايبو هي نفسها. يعني هي نفسها يعني هتكون سي ان اس. تمام. واتس ايفر بقى كونفيوجن هناك كان هتبقى هي نفسها. تمام. طيب بيقول لك ممكن يبقى عندي هنا بوليوريا او اوليوريا ديبندنج اون زيتولوجي. تمام. في حاجات بقى يعني وسير سنسيشن طبعا ديو تو هايبر تنسيتي هايبر اوزمولاريتي. يعني طيب التريتمنت يبقى عندي هنا برضو لا هبص على الفوليوم بتاع البيشنت. لو كان البيشنت عنده فوليوم ديبليشن عنده جفاف. تمام. زي اللي احنا قلناها ووتر لوس اكسسيف دايريا ما بيشربش ميه بقول على حاجه اسمها البولس نورمال سليم. تمام. او ريجارد تيت حسب يعني. فبقول لك انه ايزوتونيك سليم از بريفيرد تو هايبوتونيك سليم تو ريديوس ريسك اوف سيريبرال ايديما. تمام. وبرده ما قللش الصوديوم اكتر من نص مللي جرام بير لتر بير اور. تمام. طيب طيب دلوقتي بقى نتكلم على الهايبوكاليميا. تمام. خلصنا الصوديوم دلوقتي. الهايبوكاليميا معناها الصوديوم هيقل عن 3.5 مللي ايكوفلنت بير لتر. تمام. شايف الايديولوجي ده اهو هنسيبه برده ونروح للصوره ده اهي. طيب الصوره دي بيقول لك ايه المشكله عندي اما صوديوم البوتاسيوم يقل. تمام. هتكون المشكله يا اما رينال او اكسترا رينال. تمام. طيب لو المشكله رينال هقسمها عشان سهل نحفظها كده على حسب السن. تمام. لما يكون تشايلد حاجه اسمها عندي تين سندروم حاجه اسمها بارتر وحاجه اسمها جنترمان. تمام. اهو الاثنين دول نفس هي الميكانيزم بتاعهم نفس اللي هم الدايروتكس اللي هو اللازكس اللي هو بيشتغل على السيك لوبوفينلي. تمام. او السيازيد. تمام. اللي هو بيشتغل على ديستا لوبوفينلي. تمام. طيب اهو البارتر ده اهو مشكله ديفكتيف في اللوبوفينلي في الشانل اللي هناك دي. تمام. طيب الجنترمنت ده اهو مشكله فين في الشانل بتاعت السيازيد. تمام. طيب يعني هما الاثنين واحد. طيب لو البيشنت كان يانج كده او ادلت يبقى المشكله عنده ممكن تكون كوشن او كونز. تمام. طيب لو المشكله بقى كانت البيشنت كبير يعني ممكن يكون عنده اثيروسكلوزيس يعني ممكن كان بيحصل له ستروك ممكن بيحصل له اي ممكن بيحصل له ام اي ممكن بيحصل له انجينا كل الحاجات دي. يعني في عنده حاجه اسمها اثيروسكلوزيس ممكن كمان يحصل الديبوزيشن للكلام ده في حاجه اسمها في الرينال ارتري فيعمل حاجه اسمها الرينال ارتري استنوزيس. تمام. طيب كل الكلام ده اهو كل الكلام ده الكوشنج والكونز الرينال ارتري استنوزيس هيطلع حاجه اسمها الرينال انجيوتنسين سيستم. لحظه كده
اللي هو لو خلينا كده مع الصوره ديت نسيب كل الصوره الحاجات ديت ونخلينا بس مع الكيني ده اهو. بيقول لك انا عندي اما الرينال بلاد فلو هيقل للكيدني هيطلع حاجه اسمها رينال انجيوتنسين سيستم، هو ده اللي هيروح يشتغل على الديستال كونفوليوت بيقول ويعمل لي حاجه اسمها يمتص الصوديوم ويطلع لي ايه البوتاسيوم. عشان كده هنا عندي حاجه اسمها هايبوكاليميا. تمام، طيب نرجع تاني للصوره ديت. يبقى انا دلوقتي عندي الرينال كوزس اما تكون مشكله اولدر هيبقى عندي رينال ارتري ستنوزيس، تمام، او عندي مشكله في الكوشنج او في الكونز هنا في الكوشنج او في الكونز ايه اللي هنا عندي الالدوستيرون هو طالع زياده، تمام، سواء كانت ادينوما او اي حاجه، تمام. طيب لكن هنا في رينال ارتري ستنوزيس هنا البيشنت هيكون عنده ستنوزيس في الارت، تمام. واعتقد كنت كان في صوره وريتها انجيوجرام للرينال ارتري ستنوزيس از كوزس از وان كوز من مين كسبب من الاسباب بتاع البري رينال فيلير، تمام، لو انت فاكر، تمام. طيب وقلنا خلاص الباقي ده. طيب الهيستو رينال بقى ممكن تكون مشكله في البلاط، يعني ايه؟ يعني اي حاجه جوه في البلاط متروح مدخله ايه البوتاسيوم جوه، زي ايه مثلا؟ زي مثلا عندي الانسولين، تمام. طيب يعني هنا اكتب حاجه دايابيتيك بيشنت، ايوه، يعني ممكن يكون البيشنت عنده دايابيتس وزود مثلا جرعه الانسولين او ما حسبها صح، تمام، فيقوم راح مدخل الجلوكوز جوه ويقوم راح مدخل مع البوتاسيوم، تمام. طيب او الكيستارينال ممكن تكون جي اي تي، اي حاجه خرجت بره، زي ايه؟ زي البيشنت مثلا عندي فوميتنج، تمام. طيب او حتى بوليميا اللي هو واحده من السايكاتريك، اعتقد من السايكاتريك ديزيز يعني، تمام. طيب اخر حاجه ممكن يكون ام جي المغنيزيوم، تمام. ليه المغنيزيوم؟ اصل يعمل له هايبوكاليميا، تمام. بيقول لك السيستم المغنيزيوم ده اهو شايف هنا، بيقول لك المغنيزيوم استابلايز نيفرون اند ريديوس يورينال لوس اوف صوديوم بوتاسيوم، قصدي معلش. يبقى دلوقتي هنا عندي لو المغنيزيوم قليل، المغنيزيوم القليل هيعمل حاجه اسمها انكريزد يورينال لوس اوف بوتاسيوم. عشان كده في العلاج بعطي حاجه اسمها مغنيزيوم، تمام. طيب وبيشنت مع ريفريكتوري هايبوكاليميا، يعني البيشنت عالجته عنده هايبوكاليميا، عالجته اديته العلاج بتاعه اللي هو البوتاسيوم، بس مع ذلك البوتاسيوم قاعد جيتنج لو، تمام. يبقى دلوقتي عندي المشكله حاجه اسمها المغنيزيوم قليل، عامل حاجه اسمها ريفركتوري هايبوكاليميا، تمام. طيب يبقى نرجع للصوره هنا اهو تاني، ممكن المشكله تكون عند رينال كولس واسمناها على حسب السن، يعني البيشنت بتاع البرتر ده اوتوزومال ريسيسيف فممكن بريزنت ايرلي، تمام. طيب بتاع الكوشنج وبتاع الكولس ده هيبريزنت از ادلت، تمام. بتاع الرينال اوتوزومال ده هيبريزنت وهو كبير، تمام. طيب بتاع الكيستر رينال بقى ممكن المشكله تكون في البلد ده يكون عنده دايبيتس، يعني بتاع البيشنت بتاع سكر، تمام. طيب الجي اي دي الواحد قاعد يرجع، تمام. طيب او بتاع المغنيسيوم، تمام. طيب بتاع المغنيسيوم ده هم اوريدي يعني ما بياكلش مغنيسيوم، يعني ما بياكلش اكل فيه مغنيسيوم، تمام. طيب نروح للكتاب بتاعنا بقى اهو. يبقى انا عندي دلوقتي هايبوكاليميا، تمام، وقلنا الاسباب بتاعتها اي ثينك لو كتبتها صنفتها زي ما وريتك الصوره كده اي ثينك هتبقى احسن يعني، تمام. طيب قلنا الكلمه ديت بتعمل مشكله فين؟ بتعمل مشكله في المصل، تمام، سواء كانت هايبر كاليميا او هايبوكاليميا الاثنين هيكون زي بعض، تمام. طيب لكن المشكله هتتاثر بس في الاي سي تشينجز هي اللي هتبقى تختلف كانت هايبر او هايبو، تمام. طيب بيقول لك اسيمتوماتيك مايلد كيسز، تمام، سكيتال ماسل ويكنس كرامبس اب تو باراليسيس اند ريسبيراتوري فيلير. طيب بص بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعته، احنا قلنا خلاص على السكيتر ماسل خلاص، تمام. انا عايزك بس تروح فاكر الصوره دهيت، فاهم الصوره دهيت، فاكر لما بقول لك الرينال كوزس ممكن لو هو البيشنت ادلت مثلا او يونج يجي كوشنج او كونز لو كان بياخد استرويد او كده، تمام. انا عايزك تروح ل عندنا في الاندوكراين، عندنا في الاندوكراين، روح للكلينيكال بيكتشر بتاعت الكونز، تمام، هتلاقي عندي حاجه اسمها بارياتيك الياس، كونستيبيشن اب تو بارياتيك الياس، تمام. طيب دلوقتي عندي حاجه اسمها كاردياك ماسل، هيحصل عندي حاجه اسمها اريزميا او اي سي تشينجز، تمام. طيب شايف هنا الاي سي تشينجز اللي هي اللي هو برومنت يو ويف والبرومنت يو تي والكلام ده كله، اوريك صوره احسن هتوضح الكلام ده كله. فين الصوره؟ هي دي الصوره، تمام. طيب اول حاجه بيقول لك ده النورمال اللي هو هيبقى عندي الاي سي تي اند تي ويف نورمال، تمام. طيب هنا في البي هيبدا يحصل عندي فلاتيننج للتي ويف، تمام. بيقول لك دي الايرليست تشينجز، تمام. طيب بعد كده هيبدا ان كل الوقت عندي التي عايزه تقل واليو هتبدا ترتفع، تمام. طيب بيقول لك في السي والدي، في السي والدي التي بقت تقل يحصل لها ديبريشن، تمام. طيب اليو بقت حصل لها ديفولوب، بس خلي بالك شايف هنا البي ويف هنا اهو بدا يحصل حاجه اسمها بي ويف بيكينج، تمام. طيب واليو ويف ديفولوبس بيسموها حاجه اسمها سودو معلش البي ويف دي بيسموها سودو بي بالمونال، تمام. اقول تاني برضه لو ما كنتش شفت في الفيديو الكارديو الاي سي جي مش فاهمه فانا بقرا بس، تمام. طيب لحد ما هنا يحصل ايه ان اليو ويف يحصل لها اوفر ديبولا بعد تي وتبقى هي اللي موجوده، تمام. طيب الصوره اهيت
لو عايز تشوفها يعني. تمام طيب نرجع تاني لكتابنا. تمام طيب يبقى انا عندي دلوقتي هنا اي افكت على المصل. تمام قلنا سواء كانت اسكليتال مصل، سموث مصل، كارديك مصل، الصوديوم البوتاسيوم ده عالي او اقل، كل الافكشن بتاعه هيبقى على المصل. تمام طيب وعندي حاجه اسمها ميتابوليك الكالوزيس. بص هو عموما سواء كانت الهايبوكاليميا تعمل لي ميتابوليك الكالوزيس او ميتابوليك الكالوزيس تعمل لي هايبوكاليميا، الاثنين يعني ايه سينك انترشينجبل. هوريك الصوره بتاعتها. بص هنا هي صورة، بص اهو ده البلد. تمام طيب بيقول لك البلد اما يكون في الكالوزيس يعني ايه، يعني مش انا قلت لك لسه من الاسباب ده اهو. بص في الاسباب ده اهو، اي حاجه خرجت يعني قلت لك ممكن من الاكسترا رينال، يعني انت رجعت عملت فوميتنج اي حاجه، مش انت ما تعمل فوميتنج عندك بتطلع اللي هو الاتش سي ال. تمام يبقى عندك حاجه اسمها الكالوزيس. تمام طيب الالكلوز ده هيعمل سيميليشن لحاجه اسمها الاتش شانل، الاتش ان اتش شانل اللي موجوده عندي هنا في الكيدني. تمام طيب هيعمل سيميليشن اللي انا ارجع اللي هو الاتش عندي جوه في البلاد، في يرجع جوه عندي في البلاد. تمام طيب ويطلع مكانه ايه في اليورين، حاجه اسمها الان اي. خلي بالك لو انت مش فاهم الرسمه دي بس اسمع اللي انا بقوله. تمام طيب يبقى دلوقتي عندي الالكلوز اللي في الدم هيعمل حاجه اسمها سيميليشن للاتش اللي هو يحصل له ابزورب في البلاد والان اي يطلع في اليورين. تمام طيب اهو دلوقتي الان ايه، الان ايه بقى موجود عندي فين؟ في اليورين. تمام يوم عندي تشانل ثانيه اسمها الان ايه كي تشانل. تمام طيب دي تعمل ايه؟ لقت الان ايه في اليورين تقوم رايحه سحباه، تقوم رايحه سحباه، تقوم رايحه عامله اكسكريشن لمين؟ للبوتاسيوم. تمام طيب ده زي الى حد ما بتاع الالدو سيرو ان هو بيعمل اكسكريشن برضه للبوتاسيوم. تمام طيب يبقى انا دلوقتي بقى عندي بوتاسيوم لوس مع الكالوزيس. تمام يبقى انا عندي الدكتور موفق قال لك ايه؟ الكالوزيس كي لوس. تمام طيب نرجع تاني لكتابنا هنا. تمام طيب كتريتمنت بقى هعمل ايه؟ شايف دهيت ما تنساهاش، ميك شور يو هاف ان اي كي جي اون ذيس بيشنت. تمام يعني البيشنت اللي عنده هايبوكاليميا ده انا خايف الحاجات دي يحصل ترصد جواه الكلام ده كله. تمام اللي ممكن يعمل يبقى فيتال، فخلي بالك اعمل لي اي كي جي. تمام طيب بيقول لك لو البيشنت اسيمتوماتيك هنعطي الاورال بوتاسيوم لانها تشيب، لانها مش هتعمل اريتيشن عندي، وكمان الابزور مش بتاعها بيكون عالي. تمام اذروايز ماشي على الكيس ال. تمام طيب فبيقول لك كمان ما تعطيش معاها دونت يوز شوجر كونتيننج فلويد، ما اعطيش مثلا سليم معاها ديكستروز او الكلام ده. ليه؟ لان عندي دلوقتي اما اعطي الشوجر ايه اللي هيحصل؟ يوم الانسولين طالع، يوم راح مدخل السكر، وكمان يدخل معاه البوتاسيوم جوه عندي فين؟ في السيل. يعني يبقى كمان اجريفيشن للايه؟ الهايبوكاليميا اللي عند البيشنت ده. تمام وخلي بالك من مستوى ايه؟ المغنيسيوم. تمام طيب نروح لكتابنا او بيقول لك عندي اهو هستخدم الكي سي ال. تمام البوتاسيوم كلورايد والبيشنت مع السيفير هايبوكليميا اعطيها انترفينس. تمام هنا في الاول انت اورال لو هي اسيمتوماتيك او مايلد كيس. تمام تمام طيب بعد كده بيقول لك الكونسنتريشن شودنت اكسيد 60 ميلي ايكوفالنت بالليتر. تمام طيب شوف نوت جلوكوز سوليوشن از ذس وود ميك هايبوكاليميا وورس. تمام طيب الريفراكتو هايبوكاليميا اللي هو بتاعه المغنيزيوم وقلنا السبب بتاعها. تمام طيب دلوقتي بقى عندي هايبر كاليميا. تمام طيب وهنا الهايبر كاليميا هيكون عندي حاجه اسمها اللي مستوى البوتاسيوم عندي اكتر من 5. ولو رحنا برضو هناك للكلينيكال مانيفستيشن هنلاقي هناك ايه؟ ان البوتاسيوم ليفل بيأثر على المصل برضه. تمام طيب هنسيب الايتولوجي ده ونروح برضو للصوره دهيت. بص احنا عندنا دلوقتي البوتاسيوم يكون عالي هنقسمها على بص ان هناك قسمتها على حسب البيشنت هيبرزنت بايه اللي هو الهيبوكاليميا. تمام لو كان صغير قوي عندي بارتر وعندي جنرمان، لو كان يونج هيبقى عندي اللي هو الكونز والبتاع ديت والكوشنج، لو كان كبير اولدر هيبقى عندي حاجه اسمها رين اللي هو رين اوتوسنوزيس. طيب لو كان اكسترا رينال ممكن يكون بيرجع، ممكن يكون كل الكلام ده وهيكون معاه ميتابوليك، كل الكلام ده هيكون معاه ميتابوليك الكالوزيس. تمام طيب وممكن يكون باخد الام جي عنده ولا. تمام طيب هنا برضه هنقسمها على البيشنت هيبرزنت ازاي. تمام ممكن يكون البيشنت نقسمه لنوعين، نوع فيه همود كده ونوع فيه عندي ممكن يبقى فيه نشاط او كده. تمام طيب شايف اهو البيشنت ممكن يبقى عنده كانسر. تمام وبالتالي هو همدان او تعبان. تمام هو الهمدان والتعبان ده مش بيروح الحمام وقاعد ياخد ادويه. تمام نفسر بقى الكلام ده، الهمدان والتعبان ده الاديسون. تمام طيب اللي بياخد ادويه ده اللي هو الدراجز اللي هتعمل اللي هو بوتاسيوم اسبرين دايوريتك. تمام اللي هتسيب البوتاسيوم عندي في الدم. تمام طيب وبالتالي بتطلع عندي الميه بره والكلام ده. طيب هو البيشنت مش بيروح الحمام. تمام اللي ما بيروحش الحمام ده مين؟ بتاع الاكيوت والكورنيتيونال فيلير. تمام طيب واللي عنده كانسر اللي هو تيومر ليس سندروم. طيب او النوع الثاني اللي هو ممكن يبقى فيه نشاط، البيشنت كان في حادثه مثلا فعنده مصل كراشنج وعنده مصل بتتكسر وعنده كل الكلام ده، حاجه اسمها رابدومايلوس. تمام طيب او البيشنت كان بينهج، يعني ايه بينهج بقى دي؟ عايز تفسير شويه اللي هو ميتابوليك اسيدوزيس بس كده اللي هو ريسبيرتوري ريت عالي. تمام طبعا فقعد يعمل ايه؟
اللي هي معلش ميتابوليك اسيدوز، تمام؟ طيب فبيعمل ووش اوت للسي او 2، تمام؟ طيب كومبنسيشن ميكانيزم يعني، تمام؟ فيبقى احنا قسمناها لنوع حمدان عنده كانسر وبالتالي هو حمدان تعبان وبالتالي بياخد ادويه وما بيروحش الحمام، تمام؟ او نوع في نشاط اللي هو رابدوميزز وبينهج معاه، تمام؟ طيب نفسر بقى الكلام ده. الاديسون اللي عنده هايبر الكاليميا، تمام؟ ده عكس بالظبط بالظبط عكس الكوشن وعكس مين؟ الكونز، تمام؟ يعني هنا ما عنديش الدوسيرون، يعني ما فيش ابزوربشن الصوديوم والووتر، يعني لحد وكمان يبقى عندي هنا اللي هيزيد مين؟ البوتاسيوم، تمام؟ طيب الدرجز هتبقى مين؟ قول زي ما انت عايز بقى، قول اس انهيبيتور، قول الانسيدز، قول البوتاسيوم اسبرين دايوريتيك، قول الاسيتولاميد، قول حتى ايفن البيتا بلوكر الاستاتين، تمام؟ كل الحاجات ديت هتعمل هايبر كاليميا، تمام؟ يعني مثلا عند البيتا بلوكر ديت بتعمل ايه؟ بتعمل بلوك للابزوربشن بص انا مش هتكلم عن التفسير بتاع البيتا بلوكر، انا وقفت عشان ايه؟ بلاش نفسر بتاع البيتا بلوكر على مستوى اللي هيعالج ازاي البوتاسيوم، لانها بصراحه يعني اما دورت عليها كانت لحد ما اندرستود شويه، تمام؟ فمش هتكلم عليها، بس نعرف الدراجز ممكن تكون مثلا زي الايس زي الانسيدز، تمام؟ زي البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس، وده حاجه واضحه قوي، تمام؟ او الازوتولاميد، تمام؟ طيب بعد كده قلت لك يبقى اول حاجه عندي الهمدان او تعبان الاديسون، تمام؟ او الدراجز، او عندي رينال فيلر، تمام؟ طيب والرينال فيلر طبعا الكيدني هي اللي بتخرج عندي البوتاسيوم، فما تفيل مش هيخرج عندي ايه؟ البوتاسيوم، تمام؟ او التيومر لايسيس سندروم ديت اللي هو ايه؟ البيشنت عندي بياخد كيمو ثيرابي، تمام؟ فالكيمو ثيرابي ده هيروح يعمل لايسيس للسيل، والسيل والبوتاسيوم موجود اكتره فين؟ انتراسيلير، تمام؟ انا اعمل لايسيس للسيل البوتاسيوم يطلع بره، هيزود مستوى البوتاسيوم عندي، تمام؟ طيب او رابدوميوسيس نفس الفكره، ان بعمل كراشنج للمصل اللي هي فيها البوتاسيوم، تمام؟ طيب او بينهج عندي حاجه اسمها ميتابوليك اسيدوزيس، تمام؟ طيب ونفس الفكره على الفكره بتاعت الاسيدوزيس في الصوره دهيت. طيب بص برضو ما تركزش مع الصوره قوي لان ممكن ما تفهمهاش، تمام؟ طيب انا عندي دلوقتي اما يكون عندي ميتابوليك اسيدوزيس، تمام؟ ايه اللي بيحصل عندي بقى هنا؟ عندي الاتش عالي في الدم، تمام؟ اما يعلى في الدم هيبقى عايز يطلع بره، المفروض يحصل يطلع بره، تمام؟ فعندي في الاشياء بتاعت الاتش ان ايه دهيت هيحصل ان الاتش يطلع عندي في اليورين ويدخل مكانه مين؟ في البلاط الدي ان ايه، تمام؟ طيب بقى دلوقتي الصوديوم دخل في البلاط وساب اليورين، تمام؟ ينزل عندي في الشانل الثانيه المفروض يدخل يطلع الدي ان ايه ويدخل البوتاسيوم، هو ده ما حصلش بقى هنا، ما لقيت الان ايه مش موجود عندي في الليون، تمام؟ فالشن دي كانت بتعمل اكسكريشن البوتاسيوم بره، تمام؟ طيب فمش هتلاقي عندي الصوديوم فالبوتاسيوم مش هيطلع بره، فيعمل حاجه اسمها هايبر كاليميا، تمام؟ او اعرفها كده وخلاص. معلش يعني. يبقى نرجع تاني لكتابنا، فين؟ احنا كنا فين؟ نرجع هنا بقى تاني. يبقى انا عندي هنا دلوقتي قلت لك الصوره دي صح، كنا في الصوره دي. يبقى قلت لك ازاي عندي لما يكون عنده كانسر عندنا تعبان بياخد ادويه مش بيروح حمام، يبقى قسمتك عموما قسمت لك كل حاجه على البيشنت هي بريزنت ازاي، تمام؟ طيب نكمل بعد كده. يبقى ده الاسباب عموما، وقلنا الحاجات ديت اي ثينك احنا قلنا معظمها يعني. يعني مثلا هنا بيقول لك اهو البيتا بلوكر دي ادويه، الكونفشنال ريبدومينوسز قلناها، الانسولين ديفيشنسي، الاكيوت رينال فيلر والكرونيك رينال فيلر والادسون ديزيز والدراجز، تمام؟ طيب يعني هي تمام. طيب في حاجه بقى عندي حاجه اسمها اللي هو بص بيقول لك لما تيجي تاخد البلاد سامبل من البيشنت ممكن تاخدها وبعدين تروح تعملها تحليل تلاقيها عاليه، تمام؟ ليه؟ لان ممكن وانت داخل اساسا بتعمل كراشنج للسيلز، تمام؟ فبيكون عنده حاجه اسمها هايبر كيميا، فبس في العين اللي انت خدتها بس، يعني هايبر كيميا ان بلاد سامبل، تمام؟ مش في البيشن، تمام؟ طيب بيقول لك بقى وفسرها لك هيموليسيس اوف ذا بلاد سامبل، تمام؟ او ثرومبوسايتوزيس لوكوسايتوزيس ديو تو ريليز اوف اندروسيلر بوتاسيوم فولوينج كلوت فورميشن، تمام؟ طيب يعني المشكله عندي في السودو هايبر كيميا، ان انا باخد العينه مثلا او عملت كراشنج مثلا للسيل معينه فطلعت البوتاسيوم بتاعها، تمام؟ سواء بقى مثلا اتاخرت مثلا ان انا اعمل بروسنج، سواء اتاخرت في الترانسبورت، كل حاجه ده، المهم السيل اللي عندها حصل لها ربشر، تمام؟ واتس ايفر يعني السبب، تمام؟ طيب نكمل بعد كده. الكلينيكال بيتشر بقى هنا هتبقى هي ماسل ويكنس، تمام؟ في السموس ماسل تحصل كوليك ونيزيا وفوميتنج، تمام؟ نفس هي بجد، لكن الكارديك ماسل بس هنا اللي هيحصل بس المختلف عندي حاجه اسمها ايزي تشينج، تمام؟ طيب طيب بص بقى ده الاي سي تشينجز اهو، بيقول لك اول حاجه عندي ده نورمال طبعا الاي، تمام؟ طيب وساعات بيقول لك ده نورمال فاريتي برضه، تمام؟ طيب بعدين عندي كل اللي هيعمل ان امسك من الدي ويف هنا اهو وابدا اشدها فوق، تمام؟ طيب دي كان دكتور موافق عليها، تمام؟ طيب فبنعمل ايه؟ كل ما اشد هنا بص الايرلس تشينجز في هايبر كاليميا عكس الهايبو كاليميا، هناك كان بيحصل لها ديبريشن، هنا يحصل لها ايه؟ هيحصل لها بيكنج، تمام؟ طيب لحد ما تبقى دولار من الكيو ار اس هنا، تمام؟ بيقول لك شبهها كمان اولموست لايك لوكس لايك ذا ايفل تاور تول بيج اند نارو بيز، تمام؟ طيب
contrast to the T waves that is sometimes seen in healthy individual in which the T wave is rounded, its sides are not symmetrical and it has broad base. يعني بيفرق بين E والنورمال فارينس دي. تمام. طيب يبقى دي الاس تشينجز اللي هنلاقيها فين في الهايبر كاليميا. تمام. طيب بعد كده بيقول لك هي طبعا الميتابوليك اسيدوز وقلناها ليه. تمام. طيب التريتمنت بقى هنا، التريتمنت هنا شوف هو هنا كاتب لك ايه كمان. يعني هناك كان كاتب لك في الهايبوكاليميا اعمل لي اي كي جي، قال لك هنا كمان يا اولوز 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 جيت يور اي كي جي ايميديتلي. تمام. اللي هو انت يعني اسمع الكلام بقى، يعني ما سمعتوش هناك اسمعه هنا. تمام. طيب وخلي بالك لو في رابدوميلسيز، لان الرابدوميلسيز دي حاجه ايمرجنسي. تمام. مش انك في حادثه وكل الكلام ده. تمام. طيب فبيقول لك اما تضيف ممكن تضيف اللي هو الانسولين. نبدا اول حاجه اللي هو الكالسيوم كلورايد. تمام. عشان يستبلايز الهارت. تمام. الكالسيوم كلورايد اللي هو سي اي سي ال ده اهو. تمام. طيب وبيقول لك ستارتنج مينتنس ممكن نضيف الجلوكوز والانسولين، عشان ايه؟ الانسولين هيدخل الجلوكوز جوه والملح هيدخل مع مين؟ البوتاسيوم. تمام. طيب بيقول لك بقى انا عندي ميتابوليك ايه؟ عندي ميتابوليك اسيدوز. تمام. طب مول هنعرف حاجه اسمها صوديوم بايكارب. تمام. فبيقول لك استخدم ديفرنت اي في لاين. ليه بقى الكلام ده؟ لان بيقول لك لو انا اعطيت الاثنين من اي في لاين واحد اللي هو الصوديوم كلورايد وكمان الصوديوم بايكارب هيكونوا حاجه اسمها دهيت، هتعمل كريستال، يعني هتعمل لي الاي في لاين والبي كلوكد اب. تمام. طيب اقفل المنطقه يعني بتاعت الاي في درينج دي. تمام. طيب ممكن نستخدم بقى دايوريتك او كيكزيلات بريفنت ابزوربشن. تمام. طيب ودايوريتس ان امرجنت سيتويشن. امتى الامرجنت سيتويشن ديت؟ اما يكون المستوى بتاع الكي ليفل اكتر من 7. تمام. لو رحنا الاي سي تشينجز هيكون اكتر من 7 فين؟ اهو بيقول لك ذا تي ويف بيكام تولر في اللي هو بلانت في الصوره رقم سي دهيت. معلش شايف الصوره دهيت؟ بيقول لك ذا بانل سي اللي هو ذا تي ويف بيكمز تولر اند مور بيج، امتى اما مستوى الصوديوم يكون من 7 ل 8. تمام. اتس اولموست لايك ذا تايب تاور. تمام. طيب ننزل تاني عندنا هنا اهو. يبقى انا عندي دلوقتي هنا الدياليسيس في الامرجنت سيتويشن، وعندنا برضه الانديكيشن بتاعت الدياليسيس في الكورنيك والاكيوت رينال فيليا هناك، اما مستوى البوتاسيوم يبقى اعلى من 7. تمام. طيب وخلي بالك من الرابدوميلسيس. تمام. طيب نرجع لكتابنا تاني نشوف التريتمنت كاتبه ازاي. يبقى انا عندي اول حاجه هحط الكالسيوم جلوكونيت. تمام. و خلي بالك لو كان في ديجيتاليز البيشنت بياخده. تمام. ونعطي الانسولين. تمام. وقلنا الاسيدوزيس كوركت بالان اي باي كارب، بس خلي بالك عشان ممكن ما يحصلش اللي هو ايه كواجيليشن اللاين. تمام. طيب ونعمل له ريموفل ازاي؟ نعطي مثلا اللي هو الكيكزيلات او اللوب دايوريتيك او الدياليسيس موست افكتيف ميثود. تمام. طيب بايسين كده خلصنا الالكترويد سيرفنس، واي هوب اللي يسمع الفيديو جيت سمثينج فروم ات. ثانك يو فور لسننج. طيب اخيرا بقى شايف الفيديو اللي فوق ده بتاع الاندرولوجي. هنا في السيفلس اللي هو الشنكر ده يحصل عشان لوكال انفلاماتوري ريسبونس، يعني بعدين عندك اللي في النص ده بتاع الكارديو في ساعه وثالث في البلمونري امبوليزم والمايكارد انفكشن انسداد ترو كلها انسدت، لكن في الانجينا ضيق بس. واخيرا الفيديو الاخير ده بتاع الشيست في ساعتين. تمام. ايه البكتيريا النمونيا وديت اكيوت انفكشن اوف ذا لانج. تمام. طيب اما تكون انفكشن. Thank you so much for watching, guys, and make sure to subscribe to the channel. Until next week, for watching your video, and thanks for watching.